كيفاش عديتوا جمعتكم؟ جمعتك كيفاش يا جمعتي مش كي جمعات الاخرين، جمعه المره هذه سبيسيال، عملت فيها جو خاطر لي اول مره معناها نمشي للسيمينار ونحضر سيمينار ونمشي لقابس ونشوف اهل الجنوب اللي جاو من قابس وبدنين ومارث. تحيه تحيه لهم الجنوب الكل. الكل ما شاء الله ملا جو ما احلاهم، فرحوا بيا على الاخر بالحق. نقول اهل الجنوب اهل الجود واهل الكرم، بالحق اهل الجود واهل الكرم. القفه جابوها لي، الحنه جابوها لي، الملوخيه، وهما ما احلاهم ويحبوا الجو، وعملنا جو مع بعضنا على الاخر. زيد نحب نشكر ليكيب اللي مشيت معاهم للسيمينار اللي عاملين المنتوج هذايا التونسي. نحب نقول لهم ميرسي بوكو، برافو، ان شاء الله ديما متالقين ديما ناجحين، ان شاء الله من حسن الى احسن يا ربي. ميرسي بوكو يسرى، خدمتها منظمه، نستخدم على رواحها مدام مونيا الخدامه نتاع ليكيب. كيفاش عندي اي كيما حاجه جديده صابرين، انا ماني معروفه، نقول بروحي معروفه. اما تو عاد وليت مشهوره ما شاء الله. لا والله شهر معنا نحن تو مع بعضنا ما شاء الله، معناتها فاتت الاعوام اللي خدمتهم، تو كي نكون معروفه معروفه، ما تو في الشهر هذايا ما شاء الله معناتها وليت مشهوره. ما احلاها حاسيلو الشهره، انت مستانسه بها؟ انا جديده استانست بالشهره. لا لا والله لا، يعني تو بديت نستانس. علاش؟ على خاطر ولاو يجيو تليفونات يا اخي مونيا، بربي انت اللي في ذا بيك شو اي، ولاو يجوني حتى للخدمه. اسمع بيان سور بيجوا للخدمه بربي مونيا يا اخي، مش انت اللي في ذا بيك شو؟ عاد انا نقول لهم بيان سور انا، وانت اللي عامله البروموسيون؟ نقول لهم بيان سور، هذيك هي ما تو غادي سور بلاس قاعده نفسر لهم بالطبيعه. عارفه مدام مونيا كي تولي مشهوره راك ما عادش تخرج بلاش مكياج في الشارع. لا 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 انا بلاش، حتى الحط انت بطبيعتك لمحلها كذاب انا بلاش، وانا معناتها ديما انا راهو هكايا معروف. صح معروف. لا لا بتصحي انا بلاش يا مدام مونيا والله ما احلاها. لا انا بلاش ليه مدام مونيا كل يوم لبستها والله ما احلاها. لا 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 والله انا ديما هكاك على مواقع التواصل الاجتماعي قاعده عامله، نحب ديما خاطر قاعده في ليزيفينمون، كنت ديما وديما بحكم الخدمه معناتها نتعامل مع الحفلات ونمشيو معناتها نعملوا ليزيفينمون دي سبونسور معناتها الجيروم تاعي. عاد الحاجه اللي فرحتني المره هذه وكل اللي انا معناتها في كون سيرفاس قاعده نقضي وما جاش لبالي باش يتبعوني ولا باش يعرفوني ولا حاجه، وحشموا هما او ديبي راهو. من بعد ذاك شكا غزرت لي قالت لي بربي سامحني باش نسالك سؤال مدام مونيا يا اخي، انت اللي في البرنامج مع صابرين في تونسنا يا اخي؟ قلت لها لا، ما قلتلهاش لا، على نقول لا، قلت لها انا بيدي راني نسيتها الحكايه. يا اخي والله قلت لها ايه، قالت لي ماشي حكايه الدينار. قلت لها الدينار فسرت لها غاديك، عاد الاخرين حاشمين اللي معاها معناتها بالطبيعه قالوا اه فوالا اي والله انت هي يا سر انت مدام كاو، عاد هذيك هي وليت مشهوره قولك حلوه الفازه انت. شوف مدام اما والله لا والله بالحق احساس به بالحق احساس تحفون على الاخر، عبد يبدا معروف ويوقفوه وانت برنامج معروف ولا معناتها تليق بك. تعرفش علاش؟ خاطرك انت نعرفك تقوم الصباح تخرج الا ماكيجا مده انا نخرج حتى الغور انا جدوغ ايش نقول لك، راني نحب انا بطبيعتي معناتها بطبيعتك من قبل نعرفك هكاك. اما ابكي 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 على نور شيشخان اللي هي في التلفزه ما تشوفش نور شيشخان كيفاش تدور في باب السويقه. معناها سامحني كان يروع بين يشكوا اصلا اللي هي في التلفزه ما يعرفونيش ديجا نور ما عقلونيش. طلبتك المريكه دور في الشارع معناها تمشي اسمع، قالت لي في حومتي انا توقف نور في التلفزه اخرج ماكيجا شويه الصباح. لا 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 مانيش مغرومه بالمكياج، لا ما يعقلوهاش ما يعقلونيش برسمي ما يعقلونيش. مش هي نفسها اللي في التليفون اللي يتفرجوا فيا معناتها في فيسبوك ولا ريل ولا انستغرام ولا في التلفزه، هي نفسها اللي في الشارع. لا كل حاجه في بلاصتها. لا ما نجمش احكي لك كيفاش عديتها جمعتك. نحكي احكي كان مش نحكي مش نحكي لا مش ناخذ وقت. خذ وقتك. لا والله صار فيا الجمعه هذه صار فيا على الاخر. بنتي مرضت لطف عليها معناها عايشك، هي صغيرة معناها صغيرة صغيرة، وعرفت توا قيمة الفلوس في تونس. احنا جا اللي فات حكينا على الصحة صحيح، هزيت بنتي للكلينيك، الكلينيك طلبوا عليا مبلغ معناها تعجيزي. اي باش نبكي راني والله، الكلينيك طلبوا عليا مبلغ تعجيزي على طفلة عمرها 5 أشهر باش وإنعاش
ودخلوني في حاجة أنا ما كنتش نتوقعها. به من الكلينيك نهز بنتي لسبيطار الصغار، تمرميت، ذل، إهانة، كلام خايب من العباد الكل. راه الساعة طبة ما تشوفهمش، ما فهميش طبة بالرسمي، ما فهميش طبة. صابرين كي باش تقص قول لي يا مان. لا لا ما تقصش بالرسمي، ما فهميش طبة. بنتي ثلاثة أيام 41.7 سخانة، ما جاوهاش. قالت لي أعمل لها كمادات، أنت فاش قاعدة تعمل؟ قلت لها أنا كي باش نعمل بنتي كمادات، علاش جايبتها للسبيطار أنا؟ علاش جايبتها للسبيطار؟ سامحني، الطفلة تتهز وتتنفض مان، معناتها مش وحدها. راهو احنا بيت فيها ثلاثة فروشات، فيها خمسة صغار. باهي حالة كارثية. بالرسمي في السبيطارات عباد جاية من تبربع، عباد جاية من بيجا، عباد جاية من بعيد، تقولها أنت ما تبيتش مع بنتك. أنا صغير بحذايا خدم، أنا ما نعرفش، ما نعرفش شو نجم نعمل له الصغير، أمه ماهيش بحذاه، أمه طردوها. أنا دغني البارح بركة جاني 6 نتاع الصباح، الدنيا ظلام، شتيت جبت خيتي المسماء، قال لي أنت أخرج. شنو قلت له نخرج؟ شنو نخرج؟ قال لي أخرج، خلي ما نخرجش. ما نجمش نخرج ونخلي بنتي 40.5 سخانة، ما نجمش. كان باش تهنيوني على بنتي راني خرجت، راني مرتاحة معني. أما أنتم ما أنا وحاضرة ما جا حد، 41.7 صغير باش يخدم، معناتها نورمالمون راهي خدمت غير دعاء الخير. دونك أنا صابرين كان مش التزامات معناها مهنية ولازمني راني نجي، وأنت تعرف معناها والكيب الكل تعرف. نشكر ديجا أنا بدنا قعدنا إيزيتي نور باش تجي ولا لا، ميرسي خاطر فوالا. ما نجيش ونحب نقول بربي حاجة أمان، اسمعوني افهموني، امان خافوا ربي. كي سبيطارات الكبار نتاع الكبار ماهوش باين، امواك الصغيرات راهم ملايكات، راهو حرام. نور هذه حاله وكها. انت تعديت بها اكيد، لكن احنا نزو راهو الاطار الطبي، فما ناس تخاف ربي، فما ناس تخدم على رواحها. ممكن انت فئه معينه لقيتهم هكاكا، اما يخدموا على رواحهم. وانا من اكفأ الاطباء في تونس، والاطار شبه طبي زاده يخدم على روحه. وساعات الشارج نقص، ديما حكينا احنا الجمعه اللي فاتت على الامكانيات اللي ناقصه في البلاد، اما راهو عندنا ناس تخاف ربي وتخدم بالكدا، واطباء والفريق شبه طبي، احنا نحييهم ونقولهم بالحق اقفوا معاهم، واحنا رانا عندنا الثقه فيكم. معناها انتم بلي بيكم واحد صغير هي خايف على ولدها، انتم اللي تريضوها وتهنيوها، مش كان لي كنتي الناس الكل تهز صغارها. ان شاء الله ميساجك وصل. ان شاء الله طارق عايش مرتاح كي ما عندك صغار؟ اي راحه. ما قلت لكم انا نعاود نقوله لكم، انا راني العرس لازمك برشا فلوس، لازم تعمل برشا فلوس. مش كي ولده يمرض نور طياره خاصه تهز ولده؟ لا 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 كلينيك مش حتى كي قاطع عليه المبلغ التعجيزي موجود. شيك بلون. طارق انا باش نعاقب عليك في هذا، هو راهو المبلغ موجود، نجم انا حتى نخرج نتسلف على خاطر بنتي، اما في الحاله نتاع بنتي المبلغ اللي طلبوه ماهوش لوجيك، تحسهم استغلال. يستغلوك في اللحظه هذيك، ما تخممش الاستغلال. شو واحد كلينيكا ما خير تمرمي السبيطارات اللي تحكي عليها انت. الو اختارق مش قلت لك ليه حطينا جمعه عادي تمريض بين طبيب ودويت وكل خاطر ما فما الجريب يدور، باش نقول لهم رد بالكم على رواحكم، رد بالكم على صغيراتكم. وكا ما عديت الجمعه باهية. الو سامي كيفاش عادي جمعتك؟ خايف على طارق تو يعني كنت مريض ولد عمي عامل كوروندير، بعدين عامل كوروندير كنت مخر اليوم. اي عليه خاطر ظلي نقص سمى حاجه نقص. ما يحبش هو يتبع جيك بيه. نحب سامحني، نحب نعلق عليه. انا ويك نيش فرد عمر، انا انت فخار بكري اني كبير سيبهم كهب على 40، انا ما زلت صغير. انا اللي يلبس يواتي يلبسش حتى شوليق تواتي، اللي ما تلبسوش يواتيك تو عادي تحب. يا اخي اش بيناتكم عمر راهو سامي ماهوش 40 سنه راهو مازال يخيب العمر واحد يلبس ما يلبسش. هات مرة جمعة جاية ما يلبسش فما حاجة تواتي كان يلبسوا يواتي. في بالي قد ايه عمرك طارق؟ استنى خلينا ناخذوا قد ايه عمرك؟ معليش 28. ايه سامي شديت 36 انا اما رزين خويا في مخي انا. انا لا في بالي بالحق لو حتى قلت الجمعه اللي فاتت على التمريض ما في طبيب نسخالك تو ست قطعه جيت مزروق. لوك لوك انت انت طلعت فخار بكري يا ودي، ثم فخار جديد. لوك نتاعو احكي لي على جمعتك جينيراسيون ما تنجمهاش. باهي انا جمعتي زاد ماهيش باهي برشا. شنو هي الجمعه ذي؟ جمعه جمعه بالحق جمعه درك كيفاش تعادات. هو الحاجه الوحيده اللي باهيه هو المطر اللي صبت في تونس ما شاء الله فرحه الناس الكل. عندنا ياسر المطر ما جاتناش في فصل الشتاء، دونك تونس نسيت اللي عندنا فصل الشتاء يصب في المطر، دونك البنيه التحتيه نتاعنا مو مشاهين به. ديجا شفتوا التصوير اللي دارت في تونس الكل في سوسه الكهرباء اللي تحت في الكياس تحل بها وتحت اللوطة. انا صارت لي فاز صغيره كيف هذيا بالضبط في لافايات، وجاني ريونيو بحذاك صابرين في لافايات ماشي باش نقاري كهربتي على اليمين. انا جيت نقاري في كهربتي على اليمين
من كنت عامل هك بالحقره وليت عامل هك كيفي ثم قمه محلوله ومش حاطين فيها حتى شيء اللي هي ثم قمه معنا سيني ثم قمه كل كرهبه تحت الكل في القمه اللي هي محلوله جبت معنا كهربه اخرى وجبدوني من تالي معنا بالسما هذيك معنا حطوا كل كابل مش رمركاج كهربه اخرى بالمرسالية اللي خرجتها انا شو نلوم على الدوله اللي هي مش محضره روحها نفسانيا وماديا وكل شيء للامطار هذه اللي خارجه ونلوم زاد على اولاد المنطقه اللي يعرفوا ثم مثلا حاجه كيما هكا ثم قمه محلوله حطوا حاجه فيها كذا علم احمر حاجه باش العباد ما تحش في البياج هذاك فهمت بارك الله هيدي اخر وزاره التجهيز اي ما يسالش خير ان شاء الله يتلهونا بالطرقات نجح فيها طفل صغير نجم يتيح ولا يشوفونا الطرقات وكل ونداء لاولاد المناطق زاد تو تعرف منطقتك فيها مش صحيت هذه حاجه به المواطن زاد كي راه حفره كيف كنتي وقتها على سيرتك ما حطيتش مثلا حاجه حفره انا تتحط هنا كهربتي كل ولا اي ما انت بعد ما شفت هذيك قاعده في مخك تمشي تخوتخ عصا ولا حاجه دراب ولا تحت وقت عصا وكل شيء اولاد المنطقه اللي بيكون تحتهم تهبط تمشي لك الحفره هذيك تحط فيها حاجه أنا وليد انا غلط وليد انت غلط سمحت لي المواطن اي والمواطن مسكين يخلص في الفينيه تاع الكهرباء اي اكيد التعاون يصير بين الدوله والمواطن احنا من مش كل شيء على الدوله الدوله والمواطن نعاونوا بعضنا باش نحلوا ببلادنا صابرين والله ريت فيديو تو ما بين عينيا هما غوزمون معناها اللي فيها لاباس قال لك الكيس تحلوا الكهرباء ريتها هذيك بصوص هذيك مش نورمال معناها سترهم ربي معناها ساعات نقول كان جاي معناها في العبيد فيها ولا فيها صغيرات ولا ان شاء الله الدوله تلتفت وتعمل لنا كياسات ولا انه فما قاعده برشا كياسات جديده قاعده تحل حقيقه خلينا كن نروح حاجات باهيه وانتم زاد سيسوا رواحكم في الكياس بشويه بشويه ونركزوا هذاك هي الو غمل تصورش كنت عانيت المعاناه هذا يا مال والله انا اللي الحق اول حاجه نبدا بها غاضتني نور ان شاء الله ربي يشفي لها بنتها الصغرونه أنا جمعة حاسيل وجو جو على الأخر بالله متعبين رويحكم مونتاج ودنيا على كلامي وتشبهت جورجينا قالت تدري شنو ما خليه ما عملوا فيا صار فيا صار فيا المسخ جورجينا هاي بالله يسرى من يعي من أجمل أمل ولا جورجينا بصدق أنا بالنسبة لي بنت بلادي أزيد صراحة زين التونسي وردو ايش نقول لك باركونتر فما شبيهه في بالك والله فما شبيهه ما نعرفش شوف انا قلت انا نشبه الجورجينا انا كنت مفدلك في الحكايه ماني حبيتها بتفدليك بويسكو جيوني ديما برشا ميساجات انت تشبه الجورجينا امين اليوم نحب نقول لكم اللي انا ازين من جورجينا والمره هذه مانيش مفدلك بكل تواضع الشاي ماشي ويزيد نقولك علاش نقولك علاش جوست خليني نقول حاجه على خاطر انا ناتشورال 100% شوف جورجينا قداش من عمليه عامله اه طارق ما هذه النظرة؟ لا والله ناتشوريل 100% وش فيك 100%؟ لا جوست شوية ما تقوليش 100% وش فيك طالعة جورجينا معاودة خشمها معاودة عاملة الفيلا معاودة انت قلتي انا طبيعية اش فيك طلعت اش فيك هاي فيلر شوية وشوية كاو معناها مش حاجة كبيرة ما تجيبش جورجينا امل مش ازين من جورجينا لا كل واحد وزينه لا كل واحد وزينه امل شباب فهمت ازين انا سامي جورجينا ايه جورجينا نقول لك حاجه والله ثم عندنا مشكله كبيره قلت الانسان كيبدا معروف يولي محليه على الاخر كي جات مش معروفه ولا مش مرت كريستيانو شكون باش يغزلها الحقيقه لا شو خايف لا مش مزيانه مش مزيانه كريستيانو رونالدو مختارها من بنات العالم وانت تكون مش مزيانه لا لا هما يسميهم عارفين والله امل اشب لا مزيانه امل لا لا مزيانه امل سامحني خليني نوجه سؤال سامي شكون ازين؟ انت ازين مش خاطر جورجينا مش خاطر انت امل انت ازن وشاب ورافيك من يديك انا ما تعجبنيش ما تعجبنيش مودمونيا بالحق اشب بنت أشب. بلادي وكيما قال لك لا كيما قال لك قال لك كان جاتش معروفه بالحق والفلوس اللي عندها ما تنجمش تكون هكايا معناتها زعما بالبشبوبيه هذيا اللي يشوفوا فيها لا نور امل اشب شبيك تضحك علاش تضحك؟ ظاهره الاجابه نور شبيك سامحني امل انا ليه يا خايتي ليه يا ماما ليه يا خايتي قلت ليه جورجينا يا نور انا نقولك رجعنا لك انت محليك ومعناها محليك حتى انت محليك مزينك وكوكيت وكل شيء جورجينا معناها جورجينا معاوده بكل علاش ما تحبوش تفهموا يا خالتي خليني نتعاود كيف كي نتعاود تقولوا لي اش بيك نور حطيتي ناقصه جمال لا انا محليني يا خالتي انت 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 احلى من نور ومن جورجينا ومن امل ميرسي واحد يكون يزود على الاخر لا 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 اجا نقول لك حاجه امل مزيانه ومحليها ومسراره وكل شيء
وانا زادا محليني راهو مزيانه وكل شيء. اما هي جورجينا اختي خليها في انا جبتها عاملاه والتونس تقلبت معناها جورجينا وامل. انا مسراره وضحاكه وعندي الريشه. وهي مسكينه جورجينا راهي ما عندهاش الريشه. ما عندهاش جورجينا تعلم على امل الريشه. ميرسي. ميرسي هذا كانت جمعتكم ولوني اخر جمعه في 2023 نورمالمون تعديهم فرحانين وعاملين جو الجو مش باهي ان شاء الله باش نستقبلوا 2024 يتعدي لكم عام مزيان. احنا كيما العاده باش نقول لكم شنيا صاير في الاكتواليتي في توت سويت في شابو. اللي هو فيديو يعمل ضجة في البلاد على مواقع التواصل الاجتماعي، فوضى كبيرة في إحدى المغازات حول موضوع السكر، فما فماش سكر ماكم تعرفوا، نوريكم الفيديو ونرجعوا نحكيو. فوالا السيد هذا عامل بالمغازه هذايا، فما برشا اكتظاظ عليه، يطلبوا منه في شاتي السكر، يا اخي هو فد سوكي باغي ولا يصيح ويعيط، نحن نحينا اكيد لانه كلام ما نجموش نعديوه، السيد هذايا على ما يبدو انه تحكم عليه بالسجن على خاطر سب الجلاله، دونك وما نعرفش الهستيريا اللي تخللها والحاله الهستيريه اللي تخللها، شنو هي سببها ما نعرفوش لتوا، مدام منيا شنو هي رايك؟ تفرجت فيه الفيديو بتبعك بتبع بوليميك قوية معناتها كبيرة على الأخر ولا يعني نقول معناتها هو سكر ولا كي سكر والفارينة والحليب واللي تتصور في بالك معناتها العبيد بربي سامحوني يا أخي نورمال تهبلوا حاجة مثل تقول راي هاي تقطعت دوب ما نجبدوا على حاجة معناتها مقطوعة ندخلوا بعضنا معناتها باش تولي فيها الهمجية هذه الكل معناتها احنا اللي تسببنا فيها الحكايه هذا السيء، كل ما نسمعوا بحاجه باش تتقطع ما ندخلوا بعضنا نهبلوا معناتها فريمون معناتها مانيش فاهمه، سكر، فارينه، سميد، كل حاجه الصف يسبق الكاميون قبل ما تجي، راهو معناتها اللهفه هذه اللهفه اللي معناتها عنا تتسبب لنا نحنا يمكن مانيش قاعدين عارفين كيفاش قاعدين نتصرفوا، انت ماشي باش تسد الصف ياخذ وقتك. باش ما تصيرش الهمجيه هذه كل، باش ما انت وما وصلت الصف ولا معناتها بالطريقه هذيك وتخلي السرفاس وتولي معناتها اللهفه هذيك والعباد تتصرف هكاك، السيد خرج على السيطره مسكين نتاعو. معناها هو معناها انت مسكين هو معناها؟ لا غلطه الحرفاء مش غلطه السيد هذايا اللي كان لازم احنا صابرين اي احنا المواطنين احنا اللي معناتها ما النظام اللي ماناش معناتها منظمين اللهفه قلة معناتها الرغبة وباش وصلنا معناتها نسبوله في التشنج هذاك اللي صار باش هو مسيك نتصرف هكاكا باش وصل يتكلم كيما هكاكا وكان ما في بالكمش معناتها تسببتوا في قطع رزقه هذا السيد هكا انا هكا نشوفها هكا معناها المواطن غلط عندك انت مدام منى لا انا هكا نتصرف هو تصرفه ممكن اللي عمله ممكن كلامه غلط اما احنا اللي تسببنا فيه هذا راهو احنا ديجا من الصف اللي تشوف فيه هذاك الكل من قله النظام هذاك اللي تشوف فيه من لافه نتاع العباد اللي تزر معناتها باش تدخل حتى اللي ندخلوا للسيرفاس باش وصل للسيد يتصرف كيما هكاك معناتها انت كي تجي تشوف هو مش من كان قاعد شيخ الصف موجود والنظام موجود وهو مسيك نعمل الرياكسيون هذيك اللي هو خرج على السيطره من التصرف نتاع العباد احنا تسببنا في قطع الرزق ليه مدام منيا السيد هذا والله سب الجلاله حتى ولو كان تصل بيك حتى بالتصرف نتاعنا هو سب هكاك ليه مهما كان تصرف ومهما كانت الهمجيه ومهما كان ستريس ما يجيش هو يعمل رياكسيون كيف هكاك بالطريقه هذيك في الكلام اللي قالوا انا معناتها مانيش معاه يا صابرين اما هو ما عمل لك هكاك كما منا احنا راهو اللي خليناه رايك مدام منيا رايك ولو اني ما نوثقش فيه لكن رايك هكاك صابرين انا نشوف الاطراف الكل غلطت في الحكايه هذيا اما نورمالمون اصحاب المؤسسه ينظموا مادام معناها يعرفوا الفوضى هذه باش تصير هو الله ومنه اسافوار شنو الضغط اللي عنده كي معناها
متأكدة الانفعال هذاك مش كان قاعد هكاك عمل نتصور حتى أبار المواطنين معناها فما ضغط آخر نعرف اللي هو في العمل ولازم يتحكم في روحه واللي المواطنين فما معناها طريقة التعامل مع الحرفاء انه سختو قلتوا لي سب الجليلة وانه ما يجيش ما زيد هو مسيك اليوم رزقه تقطع وفي الحبس وسفوار وراه عائلة وكل يعني نشوف الحرفاء غلطت وهو غلط والمؤسسة كلها غلطت نورمال ما عارفين السوق باش تصير الفوضى دي خاطر ديما احنا حليف فارين حكاية الفوضى كيف يتنظم يدخل بالواحد بالواحد بالزوز تكون من الباب الحكاية منظمة وما يصيرش هذا الكل على خاطر سبحان الله نقول لك ساعة الغفلة ولا الشيطان الدقيقة ذيك معناها ما نعرفش انا ضغط الله غالب يعني نور. والله انا كونتر يسرى وكونتر مدام مونيا ضغط باش حرفاء لازمو يعرف يتحكم في اعصابه ساعة اول حاجه ما عندوش الحق يسب الجلاله ولا يقول كلام خايب في حضور عبيد كبار مسنين عبيد صغار رجال نساء اللي معاه مرته ما عندكش الحق انك تتجاوز حدودك معناها انا في خدمتي تبدا الطفله تخدم معايا يجيها واحد يوتر لها اعصابها تضرب وتعطيه تريح ونقولوا عندها الحق وانا جوست نوقف على الخدمه لا سامحني غلط التصرف نتاعو ماهوش مقبول اي ستريس اي حاجه اي ضغط كان عليه ما عندوش الحق يتصرف هكاك هو يخدم في بوست لازمو يكون معناتها لازمو يكون اعصابه بارده انت مش اول مره نصار باش تحطها في الضغط نتاع هذا نتاع سكر ولا نتاع حليب ولا نتاع فاني ما دام هو يخدم في مؤسسه كيما هكاك معناتها هو مستانس بالضغط ما حرام زاد هذيك نعمه ربي هو هاو السكر هاو لا ما تصرف غير مقبول احنا قلنا ساعة هذيك اصفوار شنو اللي صار ما يدخلش خدمته في نعرف ما يدخلش خرج على السيطرة بكشي فما شكون سمعوا كلمة وهو رجع بكشي نعرف ما يجيش على خاطر احنا ديجا اون بوبليك معناها وناس ولا. وصغار وحضور اما قلت الحكايه برشا اطراف ياسر كنت نجم تنجر على حاجات اخرين راه كان ينجم يكون فما واحد هكا شويه شعراوي مع الكلام اللي هو قاله راهي ولات صحيح امل انا ما نستحقوش السكر انا كي نحط صبعي في القهوه تولي حلوه ديجا فوالا احنا نقولوا البلاد شبيها واحنا نقولوا البلاد شبيها لا تعليق علاش ما نقولوا فينا سامحني امل نداء اللي عنده قهوه يعيد امل ساعه كنت نشكر فيها بنت بلادي ما كيما لا تعليق لا تعليق الطفل عامل دايت السكر مضر بالصحه معليش ما لهو فيه فما برشا منتجات اللي هما مقطوعين كيما الفارينه ودرا شنو مش لازم علينا ناكلوهم مش لازم بدلوها بحاجه اخرى صبعك يا اخي امل الشيء ريت اللحفه باش تهزكم الهاويه والله امل الشيء زاد بيك نحس ليه والله وين باش توصل؟ لا نحب نفهم انا قلت لك نحط صبعي في القهوه والله تولي حلوه والله والله يزي عاد يزي لا اله الا الله لا حول ولا قوه الا بالله انت طارق شنو تعليقك على صبع امل؟ يحب سكر يكماندي صبع امل انت يا طارق شنو رايك اللي صار؟ شوف انا باش نعلق على نور على خاطر جيت هبطت في الراجل ساعه ما يجيش باهي اولا لازمك تعرف نحن مالوزمون عندنا بارتي من الشعب متخلفين همجيين فهمت باهي انت كي تمشي تشري سكر ولا فارينه عندك مثلا حق في باكو فارينه انت استكفى باكو خاطر غيرك راه عندك اكس وايغريك يستحق زاده لا هو يبعث مرته وامه وجارته وخالته وعمته فهمت باش يعملوا بهم من السكر ما نقولوش يا ترى احنا مش عارفين كيف دقيقه سامحني وكيما فما السكر باش تموت احسب روحك في بلاد ثانيه مش روحك في بلاد ثانيه نختاروا عباراتنا انا بالنسبه لي انا الفيديو اللي وريتولي نتاع انسان ناس همجيه وتخلف لا مش متخلف عبيد تحب على السكر سبحان الله مستحقين للسكر فما قهاوي مستحقه للسكر فما معامل فما ناس يستحقوا السكر فما السكر نموتوا نعم ما فما السكر نموتوا اكيد فما تو قهوه تخدم مشروع ما فما السكر شنو ما يخدمش نموتوا يموت بيان سور محل خدمته هذاك صابرين اي ما تجيش نعم نجم نعاقب على طارق تفضل انت قلت لي انا تحت في الراجل شو هذيك احنا كيفاش يقولوا الهمجيه اللي كنت تحكي عليها انت احنا معروفه فينا معناها توا زاد راس العام هكذا ترى ديجا على الدجاج وعلى الجاتو على كل شيء ما عندوش الحق يتصرف تصرف هكاك كان جاي في رزقه كان جاي يخدم في محلو ما يعملش رياكسيون عليك يشد بين قولك يشدوا الصف كي صغار شكون قال لك ماهم شادين الصف ديجا شادين الصف هما في الفيديو هما دخلوا بعضهم وقت هو قال هاو السكر هاو السكر ما عندوش الحق انا صاحبك مشروع ما دخلش انسان يخدم معايا كيما هكاك سامي بيه. رايك في اللي صار؟ نوعيه المغازات هذوما اكثريتهم محطوطين في المناطق الشعبيه. اي والمناطق الشعبيه فيها نسبه سكان مرتفعه ومعروفه.
برودوي سمعوا به كان مقطوع وجابوا منه. دونك المشكله وين؟ طب باش نبدا بالمشاكل. المشكله في المغازه هذه، في المغازه في حد ذاتها الطلب اكثر من العرض، معناها نسبه السكان اللي سمعوا بالحب السكر موجود غادي باش يمشيو برشا وشو يضربوني كما قاعدين نشوف في الفيديو. تمنيت حاجتي هنا. الحاجه الاولى كان المغازه هذه تسكر الكراج كومبليتمون كاريمون، والا تحط ثلاثه ولا اربع بورتيات لبرا ما جبت السكر، تعمل صف وتدخل بالعشر. النظام النظام راهو باهي، ما عملتش نظام انت تو، ما عملتش نظام. ثم حاجه نسيناها نحن تو، انا اليوم جبت السكر قداش فيه ربح كيلو السكر؟ هو قد يسومه اصلا كيلو السكر كي انا ادخل لي في الساعتين هذا سوي انا سكر مدعم من الدوله. ما يهمنيش، مش اسمعني اسمع مليح باش تفهم اللي غلطت المؤسسه في حد ذاته. انت تبيع في السكر وجاي يقولوا 100 كيلو باش تبيعه، انت 100 كيلو سكر مش قادرش يخرج لك فيهم ربح، فك الساعتين هذا سوي باش تخسر برشا كليونات. خاطر انا ككليون ندخل نقلها ما جاي وماخذ باش نمشي ناخذ مقرونه ما ندخلكش، باش ناخذ ياغورت ما ندخلكش. دونك انت عملت فوضى خسرت فيها فلوس ليك انت، وخسرت فيها سمعتك انت كمؤسسه. خاطر انا كي نمشي غاديك ونسمع كلام زايد، انا بدي ما نقبلهاش على روحي. انا الحقيقه ما نقبلهاش، هذا معايا امي ولا اختي ما نقبلهاش. هو يعطي الصحه كي خرج ومشى، كان قاعد متصور ما صارش الخير. دونك انا هنا اللوم على شنو؟ اول واحد ما نلومش على الطفل من الاول، نلوم على المؤسسه اللي عمل مال جيستيون كانها جبت حاجه مقطوعه، وكما قلت لك الطلب اكثر من العرض. باهي المغازه هذه راهي قدمت اعتذار للشعب وللمواطنين اللي كانوا غاديكا، لكن مش مرفوض اللي قام به السيد هذايا، لانه يحترم الناس، وحتى كان فما اكتظاظ ما يقولش الكلام هذاك وما يتصرفش التصرف هذاك. وين نشوف اللي عملته المغازه هذه واللي خذوها في حقه الحقيقه معناها اللي كان لازم يصير، لانه هو تجاوز القانون وتجاوز الحدود وما احترمش الناس وما احترمش البوست اللي هو فيه. دونك هذاك هو. كذلك احنا نطلبوا من الناس اللي يتفرجوا فينا بشويه بشويه نشدوا الصف نتنظموا، اتو كل واحد ياخو مستحقاته. معناها الحمد لله راهو تصير ساعات بيريود تتقطع، اما راهو من بعد يرجع. صارت على الماء، صار على حليب، صار على كل شيء، ومن بعد رجع. وكما شفنا ديغنييغمون ليسونس بالصف بعد نهارين فما ايسونس. معناها نتفاهموا الوضعيه بشويه بشويه الناس الكل باش نتجاوزوا المرحله الصعيبه هذه. نمشيو للخبر الثاني اللي هو الغاء مجانيه الكهرباء والغاز لموظفي ستيك. جماعه يا جماعه ستيك، تعرفوا الموظفين في ستيك كانوا ما يخلصوش الضوء، توا باش يلغيو لهم الحاجه هذيا ويوليو يخلصوا. يسرى مناعي، عندك شكون يخدم في ستيك؟ لا لا. دونك قولي شنيا راي. والله ما نعرفش علاش الغاء، يعني اي عبد في وظيفه عموميه عنده حاجات يتميز بهم، يعني عنده حاجات هكا خاطره هو موجود في الوظيفه هذيك باش يتمتع بهم هو والعائله نتاعو. علاش الغاء؟ معناها شنو باش يضيف كي هما يلغيو؟ الاضافه وين؟ اعطيني. ممكن ربح للدولة، يعني انت تولي هذه وربح معناها عادة. يعني ممكن نظريا انا سالت سؤال حاولت نجاوبك عليه، يعني قالوا الغاء ولا يدفعوا كيفهم كيف بقيه المواطنين. انت تراني هذه زايده نشوفها بالحق، معناها ابسط الاشياء انه يتمتع بماء ولو بضوء. انت ديجا صابرين تشوف معناها توا كيفاش قداش الماء والضوء وقداش المعيشه، معناها بالحق ساعات تجي الفاتوره واحد يتصدم والله يقول لي اخي انا خدم هذا استهلكت هكا ماء هكا استعملت ضوء هكا، فهمت؟ امل والله انا ديجا جاتني فاتورتي زوز ملاي، انا نجم فوق، انا نرقد على الضوء، خلي القران ديجا ليله كامله للصباح في الـ في الـ في الـ في التلفزه، ما الضوء الساعه الضوء ما يطفيش من الدار هكاك في طبيعتي. زوز ملاي وحدك تعيش وزوز ملاي؟ اي مش منفو معني ما يضو الغاء ما يلغيوش، ربي معاهم. ربي معاهم. زوز ملاين معناها ضو نورمال، ماكش متقلقه وما على بالكش. انا في الصيف الكليماتيزور ما يسكتش 24 ساعه، وفي الشتاء لازم الشوفاج لازم الضوء ديما يشعل خاطر انا نخاف من الضوء. اي ما نشجعوش الناس اللي تعمل فيه انت غلط يا مدام. لا ما نشجع حتى حد يا وليدي، ما تعملش معناها اسمه تبذير هذايا، معناها ما نشجعوش ان ما يتسكرش الشوفاج والضوء ما يطفيش والتلفزه ما تتسكرش. ماء كهرباء غاز كل شيء نستهلكوا على عجله زاده. على ما شاء الله ما نشجعوكمش تكونوا كي امل، بالعكس تقتصدوا تطفيوا الاضواء وتطفيوا كل حاجه ما تسحقوهاش ما تستعملوهاش. امل اكسبسيونيل خارج الموضوع خارج الموضوع. مدام مونيا اللي قاعده بيتها فيها اي صح عليها صح عليها؟ لا لا صح عليها مادام عندها بالطبيعه معناتها نورمال، مانيش صح عليها وربي يزيدك. مدام يسرى وقت اللي قلت اللي
خساره معناتها الامتيازات هذوما معناتها باش نعطيوهم للناس للعمال نتاع الشركه. ما احنا كي يبدا عامل في شركه وتجي معناتها تعطيه امتيازة تميزه باش ما يخلصش مثل فاتوره ماء ولا فاتوره ضوء ولا حاجه، لازم يكون قد المستوى. اوزولي هو كان جينا نحكيو معناتها في الناس كيفاش تعرف كيفاش تتعامل في ديارها وكل، كان جاي يخلص ما يستعملش ما يجيش فاتوره قيمتها تفوت المليون وزوز ملايين، يبدا يحسب فيه الضوء. كيحل كليماتيزور يعرف هذاك شنو وذاك شنو اللي يخدمه. داره كامله كلها الكترونيك. الناس اللي تخدم في ستيك، ما تسامحوني مش الناس الكل بتبيعها معناتها اكيد اي اكيد مش الناس الكل راهم قاعدين يستعملوا راهو قاعدين ربي سبحانه حطهم بالعكس هو باش يعني الامتيازه هذيا باش ممكن باش يمتحنوا راه على خاطر ينجم يكون هو عبره لبرشا ناس. انا واحده من الناس كان جيت معناتها نخدم في ستيك نعرف كيفاش نستحفظ على الضوء خاطر ربي سبحانه جاب لي خدمه فيها امتيازات باش انا معناتها ما نخلصش الضوء باش يوفر لي كل حق الفاتوره هذيك باش نجم نستعملها في حاجه اخرى. والله سامحني تفضل نور. لا سامحني انت في الدار ما تحش كليماتيزور؟ انا داري على البحر. ايوا دارها على البحر كليماتيزور وما نسحقش كليماتيزور حتى كان نستحقه. صدقني انا حتني ربي سبحانه جابني وميزني واختار لي خدمه فيها معناتها امتيازات كيما هكايا يلزمني نستحفظ الروحي نستحفظ معناتها على الشركه نتاعي خاطر سامحني معناتها كان باش نضر روحي باش نضر الشركه باش نضرك انت. الفاتوره اللي قاعد يستعملوا فيها هما بالمونطون هذاك باش تخلصها انت راهو بيستر اللي خلصها كل يوم ولا شكون باش يخلصها. اما نشكر بالحق توا معناتها السيد الرئيس نشكره في القرارات نتاعو اللي خذاهم بالحق. انا مواطنه مانيش مستعده باش نخلص الفاتوره اللي قاعد يستعمل فيها السيد اللي في ستيك. وبرافو راهو كان انت تكمل هكا على المنوال هذايا رانا باش ننهضوا بيه بالبلاد، راهو باش توصل للي انت تحبه اللي نحن نحبوه واللي انت حاجتك بيه واحنا حاجتنا بيه. طارق شنو رايك؟ والله انا فرحت به القرار هذا. من قبل ما نعلق نحب نعلق على يسرى خاطر قالت لك اي واحد في الوظيفه العموميه عنده امتيازات، تو اي واحد في الوظيفه العموميه تو نعملوا له ابونمون عند مرته عند الحجامه نقريب له صغار ونعملوا له شوفير. خاطر لحظه سامحني دقيقه خلي ما تقصش عليا ما تقصش عليا. ابونمون يتمتع بها دقيقه بعض الامتيازات ما قلتش انا باش تو كل واحد يخدم في وظيفه عموميه تو نعملوا له السي في نتاع كرهب يخرج اختار كرهب يحب عليها. ابسط الاشياء بعد الشهري يخدم فيها. إذا فصل لك لحظة الأشياء أنهم هم وصغيراتهم يتمتعوا ببعض الامتيازات يعني أنا ما فهمتكش شنو اللي قال لك ونسي طارق سامحني برب بلادك فالسة وأنا مش مستعد أنا باش نخلص له الضوء نتاع داره يعني بلادي أنا ما قلتش بلادك لا 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 وقفت تقف على أبسط حاجة خاطر كي أنت توقف على هذاك وهذاك وهذاك شكون باش يخلص؟ ما نخلصوا أنا تخلصوا أنت خلصوا الناس الكل نخلصوا ما عندناش مشكل احنا قلنا لا لا إذا فصل لا لا صابرين خليني بربي نوضح له حاجة. انا قلت راهو موش باش ياخذ مال القارون ولا باش يكتب درشني يا اخي قاعد يخلص هو اجا نقول لك يا باكو بارتي اجا فاشل وبارابور ساعات العمل هذيك بلادك هذيك بلادك لحظه هذيك بلادي هذيك بلادي انا زاده نقدم لبلادي الافضل حاجات هذوما راهو ما نجمو كان يشجعوا ماهمش حاجه كبيره ما قلتكش ايش قلت لك انت كل واحد نعمل له كره تو كل واحد نحطوه نحن في وظيفه عموميه انت حكيت يا يسرى انا قلت لك انا تو كل واحد في وظيفه عموميه نعمل له سيري كراب باش سيادته هو يعطيني خدمه اللي يحب عليها انا فهمت هذيك خدمته با كونتر بارتي انت تعطي في خدمه قاعد تاخذ في سالير نتاعك. مع القرار هذايا طارق بيان سور مع القرار هذايا باش نوجه حاجه اخرى زاده كي انت باش تمشي تعمل ريكلاماسيون في ستيك باهي تنشوفوا ياسر رزينه في خدمات نتاعهم ياسر رزينه باش تعدي حتى ريكلاماسيون فهمت وصارت لي مره فهمت مش معناتها اي عبد سامحني مش اي عبد راه يخدم في وظيفه عموميه يعني عنده كل شيء. ما قلناش كل شيء ما تقونيش في حاجه. ليه خاطر انت من كلامي تحب تبني على حاجه مش نبني على حاجه, حاجة اخرى معناها ودي كنا نحبوا بلادنا بلادك فالسه راهي بلادك فالسه وموكش انت باش تجي تعلمني شنو نعمل لبلادي. انا نخدم على بلادي صباح وليل وما يقلقنيش ونعطي من وقتي ومجهودي وخدمتي وحاجات زايده نجم نشجع بها منتوج بلادي ومنتوج التونسي نتاعنا. انا هوني موجوده الشيء هذا. مي انا اليوم قلت ما فيها باس
حاجه راهو مثلا انا ما نعرفش انا نخدم في محطه تاع راك انت كيما هو عنده ولا لا خلينا نكمل خلينا نكمل اولا لا اولا لا معناها انا نخدم مثلا في محطه القطارات مش ولدي يتمتع ببون ما وفيها هي شنو هو سوق يعني حتى هو زاد عنده الحق ولد اكس واي مسكن زاد عندهم الحق في البون ما هذوك باهي فكرتكم الزوز وصلت كل واحد حر في رايه سامي بسمع ليت انا مع بابا فاتوره الضوء عمرها ما فاتت 50 دينار ما تفوتش 50 دينار فرش فرش انا امنيتي كان بابا يعيطوا له ستيك الاقتصاد في الطاقه يخدم مع ستيك بابا بده يدور على الدياره ما فماش كيفاش ما تفوتش تاخذني عين نتفرج في مسلسل تاخذني عين نحل نقاط تلفزيون مسكت باش تفهم انت ايه كيفاش الفاتوره ما تفوتش 50 دينار بالحق تحكي من بيت البيت تفطر في الكوجينه مش للصاله ما تتعداش لما يتعدى الضوء يتسكر ما فماش تعبير مجازي هذا لا والله بابا مع الضوء اقسم بالله يقول عنده كونتور في الليل يحسب مش 50 دينار معناها تعبير مجازي باهي فوالا معناها المينيموم اللي تخيلوا فيه معناها يحب يقول لك يقتصد مقتصد باهي برشا نحييه مقتصد على الاخر في الضوء كل حاجه بحسابها حاجه اخرى تو نحن عملنا الغاء المجانيه للعباد اللي تخدم ثم حاجه اخرى يسرى وجماعه راكم نصوركم راكم تعرفوها ثم عباد في ديارهم يعملوا في عمليه تحايل للضوء يحطوا فازك البلاكه في المونجيرا نتاع الضوء دو تيل فاسون الضوء يمشي من غير ما يقيد الكونتور ويتعدى. الناس هذوما ما نشجعوش لا 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 امنيتي لا امنيتي يعملوا عليهم رقابه لا بدلوا في بالك هذيك قبل توا بدلوا البنايه بدلوا ما عادش ولات اوتوماتيك اما قبل كانت تصير برشا الحكايه هذيك برشا يشيخوا بالك اللي ما تزور هذه لازم تحيي صحيح ليه وكان توا قمنور عندك ما تعلق في الموضوع؟ اي عندي ما نعلق انا كونتر القرار هذا مانيش مع وزاره الماليه ولا شكون اللي عمل القرار هذا علاش؟ على خاطر يخدموا على رواحهم ستيك ستيك يخدموا نهار السبت ستيك يخدموا بيرمانونس غلط كلامك طارق ستيك وين تكلمهم يجيوك في الليل في النهار ما ثلاثه نتاع الصباح نهار لحد يجيو عباد تخدم على رواحهم عباد شاقيه فاهمه عباد شهريهم هكا على قدهم معناها كي باش تعطيهم انت سامحني يستهلكوا الكهرباء والغاز بلاش ما فيها باس ما فيها باس انه معناها يتمتع بحويجه معناتها بارابور للسيتياسيون اللي هو فيها بارابور للتعب اللي هما تعبينه تحية للعاملين في ستيك الكل وإحنا نحب نقولوا الاقتصاد في الطاقة به نقتصدوا في الطاقة راهو هذايا باش ما نتوحوش مشاكل البابا. كبيرة تحية لكونو كيبو سامي دريديا كيكا وفوالا هذا هو شنو باش نقولوا تحية لهم وراهو مش كيما قلت أنت طارق معناها مش فما عباد تخدم على روايحها فما عباد في ستيك تكلموا ما تجاوبك ما نعموش ديما نقولوا فئة معينة دونك نمشيو للخبر الثالث توعات بيانتو 2024 نعرفش انا حسب ما نسمع راهو قاعده نشوف فيكم ما شاء الله واحده درها على البحر واحده تستعمل متصوركم ما كونش تونس الريفيون معناها ما شاء الله فلوس في البلاتو ذي نحسي برشا فلوس فهمت اما نصور الخبر ذي ما عنده ما يزيدكم راه خاطر انتم راس العام مثلا واحده كيما امل تابعي قال لك قبل راس العام حجز 285 قطعه مرتبات مجمده معناها جاتو محطوط كونجولي هكايا باش يخرجوه يزينوه ويستعملوه أمل والله أنا من رأيي فازت شيب هذيا جاتو ودجاجة روتي وتشد الصف في الكوشة فازت شيب شنو هي فازتك الإين أنت؟ أعطينا فازة إين سي قديمة الفازة هذيا ما عادش عباد تعمل ريفيون بخبزة الجاتو ودجاجة روتي زينة لا لا قداش من عام أقسم بالله قداش من عام بالحق محليها لمة العائلة ومحليها محليها لمة العائلة وكدجاجة هذيك وخبز الجاتو اللي تصنع ولما مش مليح اما سني مادام في برنامج مع ذيك شو مع صابرين مش نبدل راس العام مع صابرين تحيه للناس اللي يشريوا جاتو راس العام معايا تحيه للناس اللي باش تشري جاتو تشري دجاجه حيوهم ومحليها لمة العائله وتفرجوا في سهرات راس العام على قناه لمة العائله راني كل راس عام نعدي مع العائله كيفاش تقول سامحني اما جاتو ودجاجه ودرا شنو لا انا مش هكا الريفيون مش هكا في دارنا مش هكا كلام مش هكا خوي دماغ هكا لما بعضنا نعملوا فواياج حاجه ما سامي هذه نحسها في بلانيت اخرى انا استعد يا سامي انت راك قلت اول انا حسيت في بالك سامي لاحظت حاجه حلقه الاولى كنت هكا ياسر على امل ملي بديت تسمع في اقوالها بديت تتراجع في روحك اي تحسوا تفشوا ما عادش امل مش في اختي بديت تفيق بالوضع شنو وين اش قال لك في الجاتو 285 خبزه جاتو شويه فما اكثر شويه 285 في تونس كل شويه على الاخر تشد في عندي واحد برك 285 معناها راه تقع ما عندوش وقت السيد راس العام
منين جاب السكر اللي عمل بيه جاتو؟ كونسولي اسمعني توا ما حكيو احنا هوني على الغشه باللي ما نغشوش العبيد في راس العام، هو يحب يشتري خبزه جاتو وانتم تغشوها تبدا كونجولي عندها 20 يوم وتحطوا فوقها. الحقيقه صحه الناس ماهيش لعبه، نداء للناس هذوما خافوا ربي خاطر بالحق. اما هوني في بالك صابرين سامحني بشيش الناس اللي تتفرج باش يشوكيهم الفيديو هذوما، واحنا نحبوا لي باتسوري ومتاعنا يخدموا وينجو. اللي يخدم شو بضمير واللي يخدم في حاجه بنينه اكيد احنا نحكيو على الناس هذيا اللي قاعده تغش، واللي الدوله قاعده تعمل ديما رقابه قبل الدور على لي باتسوري وتشوف الرقابه. فوالا ثم رقابه هي ديجا تم حجزهم هذوما. مدام منيا شنو رايك في الموضوع؟ بالطبيعه انت تعرف منين تشري يسرى، معناتها كي بجيب تشري جاتو تعرف منين باش تشري هكا ولا ليه؟ انا صابرين في داري ديما كل عام. ما نخرجش معناتها، ما نمشيش ما في الدار معناتها. لا 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 ما نمشيش ناس، اما في داري تاخذ جاتو. انا شو انا في داري مع الفاميليا ميمتي ربي فضلها، ما نخرجش ما نسهرش ما نمشيش مالغري اللي معناتها عندي لي مويان باش نمشي يستدعوني بي تغزر لي بي دبي بي مصر بي لبنان باش النجم نمشي نعدي راس العام. اي وانا وخيرت تقعد في حلق الويد مدام منيا، معناها لا دبي لا لا مصر. لا لا انا ما بين سيدي بوسعيد وما بين حلق الويد. اي اي هي ونخير اي في داري في داري نعمل جو في داري، عامله جو عامله جو في داري، نخير باش نقعد مع الفامي مع ميمتي مع الكل. الخبر على الجاتو الفيست مش على انا 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 نحكي على الجاتو ما عنده حتى نحكي على الريفيو نتاعها، نحكي على الريفيو اللي اكثر من الجاتو اللي تحكي عليه سامي. انا حره نحكي اللي نحب ساعه قيمه، وانت نحكي على الكوره حتى انا حره نحكي. يحكي على اللي تحب انت، نحكي على اللي تحب انت. اي الجاتو حكايه فارغه بارابور للي حكيته تو، يعني انا الجاتو خبزه عاديه اختي ربي فضلها الكبيره ولا الصغيره يجيبوا لي، خاطر ما نجمش انا نوفق بين مالح وحلو. فهمتني؟ ما نجمش ما بين المالح والحلو. الاخت في الدار عامله جو مع الفاميليا مع ميمتي ربي فضلها. فهمتني؟ معناها مادام اللي تحضر عليها شيء كما قلت لك مادام منيا، اما اللي اقوى ما نخرجش مادام عندها رغم كثر ما نسافرش ما لقري اللي حكيتوك علاش انا باش تجيني انت للجاتو اللي قلت لي. ليه معناها بلاش بالموضوع نتجاوزوا مادام ما يهمنيش الجاتو. ما نخزرلوش ما نخزرلوش وما نشريش الجاتو. نو نو انا بيرسونيلمون معناها كان باش ناخذ جاتو ناخذها من ادريس معروفه، ما ناخذش جاتو من بلاصه ما نعرفهاش ولا باتسوري عرضتني هكا ندخل نشري. انا اصلا ما نشريش من عبد ما نعرفوش حتى في ماكلتي معناتها اجور من وهو كلامي ماست شويه ما يسالش يزينا من الجاتو من الدجاج ومن خلينا نعملوا حاجه اخرى بدلوا بدلوا بدلوا. ما حاله توا الناس قاعده تقدم وتطور وتبارك الله يتبعوا على الريزو سوسيو، فما دي روسيت قاعدين الناس يبارتاجيو في الدار حاجات بسيطه من خضره تخرج حتى خبزه تهوي راهي تكفي على العاديات هبل معناها راهو سيء ما عادش. ما احنا في من صغرنا تربينا على الدجاجه هذيك وتربينا انا حاجه. اما شوف العباد كيفاش ولات تستغل. شوف معناتها هذاك قريتو انت توا الخبر هذايا والعباد راهو مالغري سا تمشي وتشري راهو وياكلوا. انا ماهيش مشكلتي انا ديما نعاود نرجع صحه البدن معناها والغشه كيف قالت صابرين هما ميسره هذيك توا معناتها ريفيان هاو الدجاج راهو الدجاج المنتن يخرج راهو الدجاج الازرق يخرج الجاتو اللي عنده هذايا 20 يوم يتفرج فما رقابه قاعدين يخدموا في خدمتهم امور قدوا جاتو في ديياركم باهي ومرة لا لا مش ما ناكلش. شوف فما دي باتسوري باهي وفما باتسوري ما تخدم بالكدا تشري باتسوري فيها الرقبة فيها ورقة نظافة امورها واضحة امولوجي جاوها باهي سينا ما تشريش قد في الدار. لا اي صحيت فوالا الناس تشري وفما رقبة قاعدة تصير. سامي شنو رايك في الموضوع؟ ما الفت عند الجمعة التالي مشيت باش ناخذ شوية دجاج شتيت ناخذ عنكوش تاع دان. تاكل عنكوش تاع دان ولا يزوبك وتاكل عصافر انت نعرف؟ لا والله بالحق مشيت ناخذ عنكوش تاع دان ما كنتش عندها قلت لها بيزار علاش ما تبيعوش؟ قالت لي لا مش ما نبيعوش اما رانا كان جناه الرسلع. اه لا فوالا كان جناه الرسلع. هي بعث لهم اقتصاديه شو قالت عندها؟ ياكل في عنكوش كل واحد حر ياكل كيفاش حر كل واحد حر كل واحد حر. طارق انا مش مستغرب حضر كل مره تلقى هاو شدوا 300 كعبه جاتو في دراوين تشدوا ولا ما تشدوش الناس تكونسومي ويشريوا دونك هذيك هما عاداتهم مش تبدل عامل الكعبه الجاتو عملوا في الدار.
فوالا انت رايك لكلكم نشكر عوان الرقابه على المراقبه ذي باش الناس وناخذوا من حاجه نظيفه ونداء للي باتسوري توا خاطر مش خاطر فما اقبال على الجاتوات دونك حاولوا تحسنوا في الجوده وتعملوا حاجه نظيفه وما تغشوش الناس خاطر ماهوش باهي. لان ديما تصير الحملات معناها وخرجوا قداش من كعبه جاتو 258 معناها الرقابه موجوده صحيح. دونك شكرا ان شاء الله عامكم مبروك وان شاء الله عام سعيد وباهي والكل. نمشيو الفصل الاشهري ونرجعوا نكملوا حلقتنا لليله. واليوم حاضر بحدنا خليل بن رمضان من تاكوس شناب. مرحبا بك خليل. عايشكم بك. الو باش نحكيو على لو كونسيبت تاكوس شناب. داكوغ الو تاكوس شناب دخلنا لتونس 2016. جبنا اول عباد نجيبوا الكونسيبت هذا لتاكوس لتونس. اي بدينا في حي النصر وتوا الحمد لله يا ربي عندنا برشا فروع وقاعدين مازلنا نزيدوا نقدموا ومازلنا نحبوا نزيدوا نكبروا قدرة ربي في الفروع الكل. شنو الكونسيبت عندكم حاجات سبيسيال في تاكوس نتاعكم معناها نلقاو حاجات شنو موجود سبيسيال عندكم؟ الوغ سبيسيال نتاعنا الحقيقه اللي هو الاساس فخوماجيغ. اي لوغول اساس فخوماجيغ اللي هي ارتيزانال نعملوها وحدنا. سر هذا سر المهنه. اكزاكتومون سر المهنه. والبات نتاعنا زاده. اللي هي زاده نخدموها وحدنا في دي لابو نتاعنا. انتم سورتو نلقاو عندكم الفخوماج برشا بزيت تحطوا بزيت فخوماج. احنا ياسر نخدموا على التشخشيخ تاع الشعب التونسي. اللي هو الشعب كما الناس الكل تحبوا التشخشيخ ونحبوا الفخوماج وكل. قربتوا للناس باكثر من فرع موجود في حي النصر وين موجود اخر؟ موجودين في حي النصر، موجودين في باردو، العوينه، المرسى، ميغرين، سنترال بارك وسط البلاد زي سنتر فيل. وبيانتو ان شاء الله موروج وارينا جديده وحمام الانف. وان شاء الله بقدرة ربي قاعدين نخدموا باش نزيدوا نكبروا على تونس كامل. بارك الله فيك. ما شاء الله معناها اكيد فما حليتوا فروع اخرى الا ما لقيتوا اقبال. بتبع. من عند معناها المستهلك عجبوا البرودوي هذاك علاش قاعد ياخذ من تاكوس هكا. اكزاكتومون. انت بجنبك كليون فيدي. انا تنجم تسالوه هو. الوغ احكي لنا على تاكوس. انا تاكوس ديجا عرفته باغازاغ متعدي في حي النصر ما نعرف حد غاديك. دخلت خاطر الكونسيبت نعرف في فرنسا فرنش تاكوس قلت خلينا ندخل نذوق. ذقت ساندويتش ابان والله شوف الكونسيبت تاع التاكوس في حد ذاته ابان ساندويتش تنجم تاكله في حياتك. كساندويتش معناها. مش نحكي على مقلوب ولا بانوزو. تاكوس ما تحب تاخذ ساندويتش راهو حاجه بنينه ياسر تاكوس ذقتوا عندهم ومن بعد الحقيقه منها هيك الاشهار صغير انا ولحلوحه كنت تذكروا ضرب على الاخر فيديو ضرب على الاخر معناها العباد حتى كي مشات الرطور كان باهي مش معناها جوست نعملوا اشهار الاونسين جوست باش ناخذ فلوس وكهو عملنا اشهار كان محلاه والعباد عملت اقبال كبير على تاكوس وعجبهم البرودوي اهم حاجه انه عجبهم الصوص فروماجير اللي كان يحكي عليها هي خاثره ما جاريه تاعش من الخاثره يعني كونسونتري ماشي كان فيه برشا يحلوا فيه بالماء ولا صبرش باش يعملوا بنين ياسر معناها اللي ما جربش تاكوس شناب لازم يجربوا وين ما هو في تونس الكبرى واحسن حاجه اذا قلب شفت الفروع في الولايات الكل خاطر ياسر ثم عباد في المناطق الداخليه يحبوا ياكلوا حاجه بنينه ما نجموش يجيو لتونس ما فيها باس انكم تخموا كما تاكوس شناب نحكي على لي زونسين الكل يقربوا للمواطن في المناطق الداخليه خلي يذوق البن. اهم حاجه زيدا نلقاو ليفغيزون توصلوا حتى الباب الدار. وي اكزاكتومون عندنا ليفغيزون مع لي بارتنير نتاعنا. اي ونعملوا ليفغيزون وحدنا زيدا ونحاولوا الماكسيموم باش نكبروا في ليفغيزون خاطر تبارك الله عندنا برشا اقبال تاع ليفغيزون. الشعب التونسي دخل ثقافه تاع ليفغيزون اللي هي ما كانتش عندنا قبل. توا التونسي ولا يحب يخرج من داره يحب كل شيء يجي حاضر. اكزاكتومون ماذا به يبدا قاعد في الدار وكل شيء يجي الباب الدار يوصل. دونك احنا نحاولوا نوفروا اللي يحب عليه الشعب التونسي ونحاولوا نزيدوا نكبروا معاهم. ان شاء الله تعرف اللي توا فان داني شنو محاضرين لك اليوم تاعك الو خلي فان داني باه الو حاضرين ان شاء الله عندنا دي فونت فلاش اللي هما ديما مع لي بارتنير نتاعنا ديما تلقى لي فونت فلاش وعندنا ان شاء الله شرب حوزيد عبيد في الغيفيون في مناسبه راس العام فما دي كادو معناها فما دي كادو اكزاكتومون كيفاش يشاركوا في باش يربحوا لي كادو كيفاش يشاركوا باه هي شي سير تيراج سوغ ياخذوا من لي بوان دو فونت نتاعنا دي كوبون واللي يجي عنده نيميرو 1000 ان شاء الله عنده كادو باهي برشا 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 معناها لازم يجي سيغ بلاس اكزاكتومون لازم يجي سيغ بلاس باهي برشا دونك فما دي كادو مشيو لي بوان دو فونت نتاع تاكوس شاني بيربحوا دي كادو في الفان داني فما حاجه برودوي سبيس فماش دي كادو تبعثهم في الليفغيزون نهار راس العام لا والله قاعدين مصرنا صابرين على الحب على الكادو وانا مصره على حاجه اخرى بار كونت باش نقول لك توا فاكونس صغيرات تبداو اون فامي اعمل حاجه سبيسيال فامي والصغار هكا ديجا عملنا دي باك عملنا دي بوكس فاميلي فوالا اكزاكتومون خممنا في الصغيرات وكل وعملنا دي زوفر مع لي بارتنير نتاعنا عملنا غوميس توصل 35% 40%
تري بيان. مي لو عادي من عندهم سي بون ان شاء الله. بالحق تلقى ساندويتش وغازو وفريت سومو طيارة اللي هو 10900 يعطيك الصحة بغاو. اكزاكتومون 10900 يعطيكم الصحة بغاو. تري بيان. يوصلوا بالدار وكل شيء. شنو تحب تقول لكليون تاعكم في تاكوس؟ الكليون تاعنا ان شاء الله نزيدوا نقدموا معاهم أكثر وان شاء الله نزيدوا نحسنوا الكاليتي تاعنا وان شاء الله يا ربي نقدموا برشا 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 في الكاليتي سختو. ان شاء الله بون شونس ليكم في تاكوس ونفرحوا احنا خاطر في تونس قاعدين تقدموا كما قال سامي قاعدين تدخلوا للولايات وبرشا دي بوان دو فونت مبروك عليكم زاده بيان سو باش تحلوا حاجه جديده لوكال جديده ونحكيوا عليه المره الجايه للناس انتريسي الرقم موجود اسفل الشاشه تنجموا تكونتاكتيهم وتحكيوا معاهم وتعديوا الكوموند نتاعكم. ياسر هكا تحبوا تغنيوا وريوني صوتكم على توا ما انكم انتم هكا تسمعوا في الفن توليوا تشطحوا وتغنيوا سمعوني صوتكم باش في لعبه الاسبوع للجمعه هذايا اوكي يلا حاضرين باش نبداو بالغنيه الاولى مع دي جي نادر كيما العاده مدمرة حياتي احمد سعد برافو هاي سمعني اختياراتي هذه ديديكاس لشكونه لشكون اختياراتي مدمرة حياتي حياتي كمل كمل لشكونه باهي وقلبي شاف حاجات غريبه ليه وانا شكون اختياراتك في والله برافو امل ريتي كلكم ريتي كلكم ما تغنيش امل شوف لشكون امل الاغنيه هذه؟ لشكون غنيها؟ المونكس الاكس اوكي الاكس ميساج سامي وريت ملي جيت انت ولا اكس؟ كان قبل مش اكس اني انا نقول لك انت جيت ولا اكس؟ الاغنيه الثانيه محمود الليثي محمود الليثي ستالانا هذا شنيا؟ ستالانا محمود الليثي ترى صحيح غنينا تفضل شنو تفضل هي فيها كلمتين غنيه هي ستالانا سمع كلمتين هذوما ستالانا ما نعرفش ستالانا ولا شنو ما معنى هذه الكلمه شكون يعرف ماكله 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 ستالانا ماكله سلطه حاجه ماكله سوري المعلومه ما تنجمش شوف المعلومه في جوجل الكلام نتاع الاغنيه مش نتاع سلطه مش نتاع ماكله خاطر هي ستالانا الكلمه بالطاره مش سلطه انا على الغمانت سلطه على الغمانت سلطه على خاطر هي كلمه مش مفهومه ستالانا ما نعرفوش ونغنيو فيها يا دي جي ندير غني بار أمل لك اللي بدا في سهري عرفت غني بالفرنسي أو تلقى تغني هو يتيح الفوليوم ما تلقاش هذوما زوز بالضبط هذوما زوز الكيكه الغنية اللي بعد سهلة هذيا سهلة سهلة شكر محلي شكر محلي شكر محلي محطوط على شكر محلي محطوط على سكر محلي سكر محلي شكوشه شكوشه وسكر ما هو مشكله غني بنت الجيران بنت الجيران صح غنينا مدام انا غني اي نقولوا
مش حفظتها مش حفظتها بنت الجيران شغلانه عليا اي وحموت عليك ربي العالمين لا لا نعرف الاخ نعرف المقطع اللي بعده سكر محلي محطوط على كريمه كعبك محني والعود علي القيمة أي فلا وتجيني تلاقيني لسه بخيري أي فلا مش حتبقي لغيري أي وانا الغيري كيف مش عاجبتني ما فهمتش ديجا شكون قال شكون طلع شنيا ما كنتش ضعفاء في المرس في المصري طلعتوا فاشلين الغنيه اللي بعدها هاي فاشلين هذيا احمد سعد وروبي يا حبيبي هذيك هذيك هي غنيه خلصت معك انا عيبي اي يا كيكه صحيح نور اي هي وروبي ما كريت عفاها كي انا عيبي 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 بضعف قوي قدام الجمال إجابة صوتك يا حبيبي هذيك يا حبيبي بيبي بنبا يا حبيبي اوكي واضح الغنية اللي بعدها يا دنيا غني وحدك كل ما بعضنا باش نختموا بها نختموا بها نبداو بيك سامية لفي بينا يا دنيا هذيك لفي بينا يا دنيا دوخينا يا دنيا لف بينا يا دنيا اه يا دنيا ايه مش فيهاش لف بينا يا دنيا فيها لف بينا يا دنيا ايه هي اللي غني قاعد توا سيني درا سابوتاج استحمد ربي خذ واحد عرفها في المصري ما عادش تحط لهم اغاني مصريه ديما خليهم في التونسي خاطر انا كنت في مصر تعرف كيفاش يشطحوا عليها هكا قسم بالله ريت حاجه غريبه والله جبتها والله العظيم ما تكون ليه مش كيف انا ساره انا اشطح ليه ما نجمش تتكلم اما يعملوا هكا بالحق سي جراف والله ما تعلمتش تعلمت منهم شي ما نحبش نتعلم ريت حاجات فسعت ما عجبتهاش ما شاء الله بهذه كانت ما رجينا نعملوا الرقص خاطر انتم في الغناء فاشلين ما رجيناش نعملوا رقص ما نجيكش انا جماعه كل شيء جاي ابسون من تو علاش ما تعرفوش ترقصوا؟ لا زعما كان في التنبير وفي النصائح في الرقص في النصائح انا ماليش في الرقص تعرفوا تفتيوا هذاك علاش نمشيو تو سويت المشاكلكم في مشاكلكم والله فما تجاوب كبير من العباد على مشاكلكم تعرفوها قاعدين تلاحظوا في ذا طلعتوا تنصحوا مليح الوغ مشكله الجمعه هذايا طفله تحب طفل هما صحاب دي زامي انتيم عندهم برشا واليوم ولات تحبوا حب من نوع اخر ما عادش تحبوا ان طونك انامي تحبوا حاجه اخرى دونك مش عارفه هي اسكو تصارحوا بحبهم بحبه بحبها لي والا لي تخاف لا تخسروا ان طونك صديق على خاطر هو معناها صديق مقرب لها ويحكي تحكي له اسرارها ويحكي لها اسرار برا مرتحت له الكل فهمت مش باهي الاحتكاك راه الاحتكاك برشا مش باهي هذاك علاش وليت تحبه يسرى مناعي شنيا رايك شنيا تعمل الطفله ذي حبته يا سبحان الله معناها هذه مشاعر ما تنجمش تتحكم فيها مشاعر حاجه اقوى منها تنجم ما نعرفش انا من رايي نجم ننصحها نقولها اشرب قهوه انت وياه وحاول انك معناها تجبد الموضوع بشوف من خلال معناها حاجات هكا يردش الفعل وانك نجم هكاك تصرح له بحبك ما فيها باس على خاطر انت تشجعها انها تتصارح معناها تصارح ما يا اخي هي شنو باش تعمل تسرق ولا تخطف ولا شنو معناها باش تصارح بمشاعر قاعده هي ماهيش فاهمه روحها تقول له ما تقولوش عاده تقول له ترتاح وتشوف هو ردت فعله انا راجل ما عشناش عليه الطفله تجي للراجل تقول له والله نحبك ومحلاك وتعجبني حاجه خايبه برشا معناها حاجه حتى قيمه المراه خايبه
طيح لها من قيمتها. يا سامي انت مشيت لبعيد، راه مشيت لنا في قيمه المراه وكل هذايا، راه الحب فعل نبيل. لا معناه انت ماكش بالفعل هذايا باش تقيم قيمه المراه، احنا توا نحكيو على فعل نبيل ينجم يكون متبادل، ينجم يكون من طرف واحد. قلت لي فعل نبيل يسرى، المراه النبل بكله ما تجيش منها هي طيح من قيمتها. اكيد، وانا مع المراه انت تعرف قداش انا نحب المراه وندافع على المراه. مثالش. اما احنا 2024 توا ولينا معناه الحاجات هذوما يوسف، فما طريقة يوسف. فما طريقة تنجم توصل بها للحب نتاعها. الراجل كي يقول للمرأة نحب عليك وهي تقول لا، يتقبل، معروفة هذه، الراجل من أول الدنيا يحب على المرأة ويمشي لها. أما المرأة تجي للراجل تقول نحب عليك، حتى كي أنا مش نقولها لك فاش بتغزلي نهارك؟ مش نحب عليك، شو أنا ما قلتهاش هكا، فما طريقة تنجم تقعد في قهوة تاخذ كلمة وتعطي كلمة ويحكي وتشوف معناها. شو احنا نسيتكيين ما شاء الله علينا، نفهموا هي طايرة. دونك هي كي تحكي معاها تنجم في هكا أسئلة هي ذكية تكون تفهم اسكو هو قاعد يبدل فيها المشاعر ولا، وتقرب وترتاح هي يسرى. ترتاح. المرأة مكانتها كبيرة، تحب ما تحبش ما تحبش. صعيب انت يا انت المراه انت صعيب انت. المراه تقعد نحن نجيوها، حشنا بيك، نحبوا ناخذوك، لك تعجبنا. السلطوطه اللي بنقصد المقوله مش هي سامحنا اسمع سامي عجبني اي خمسه مع قهوه نخلص عليها بيتزا ونقول وين نزرف فيها. لا هما اصدقاء طبعهم، احنا توا قاعدين حتى اصدقاء. واخي بحاجه، اخي بحاجه انهم زوز اصدقاء يدخلوا في غولاسيون، تعرف علاش؟ خاطر بعد يخرجوا من غولاسيون باش يخسروا بعضهم مدى الحياه. مادامكم اصحاب وخيان ولا هو يا ما زيد اصدقاء وفيو بالعرس زيد وكانوا اصحاب وصعيبه صعيبه. انا كونتر ان المراه تمشي للراجل حسب قصه حب، راه ماهيش بالضروره معناها سامي انت تو قاعد تغزر من دارك الخاص. انا تو حاسب ما نشوف فيك فاش انت تحكي من دارك الخاص. هي اليوم الطفله هذيا تحكي لنا في مشكلتها اللي هي سهله برشا، قريبه ياسر من الشخص هذا وديما معاه وكل شيء. هي بتتر حاسه حاجات وكل حابه تفهم. سبحان الله، ايش بيكون حب من طرف واحد؟ راه او موا تفهموا الموضوع، تسكروا هي. المرأة قيمتها اكبر من انها تمشي للراجل تقول له راني نحبك ونحب عليك. ليه؟ عندي انا هاني خويا ما انا حتى نحكي على المرأة بالبيت مش عاجبك. ليه؟ ما تفهمش كيفاش لازم نحكي معاك. ليه حبيت نقول لك عادي، راهو انك تبوح اليوم انسان تقول له نحبك، راهو الحب ماهوش معناها هو حاسبك يا خوه كي اخته معناها. باهي حاسب شنيا؟ هو حاسب الطفلة كي اخته، وهي تحبه مش كي خوه كي خوه. ما تجيش تصارحوا، ما تفهمش المفارقة. هي ما قالتش حسب، هي ماهيش فاهمة المشاعر، هما أصدقاء ماهيش فاهمة، اسكو يحبها ما يحبهاش، هي قعدت ما بين البنين. أنا قلت نسيت كيين برشا، نجم معناها معناها في يسرى تمشي تقول له راني نحبك. مش نمشي، ما نمشيش أنا كيكا نقول له شبيني وحدة. في يسرى ولا في شارع. عسلامة مرحبا، عسلامة سافا راني نحبك. لا ما تجيش هكاكا. قهوة كيف مستانسين نشربوا قهوة في العادة، هو ياخذ كلمة وأنا نعطي كلمة. باهي كي من خلال هكا نكون ذكية أنا. ما نفهم اللي هو يحبني حشتو بيا ولا تقول له راني نحبك وهو تصير له خيبه امل تقول انا ما نحبكش تفهم روح قول له رجع لي حقه لا 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 علاش نقعد يقعد او موا تفهم روحها ما تحطش تصور دوامه تكمل تتكمل يكملوا صحاب هي باش تقبل على روحها تكملك الصداقه والله هي هكاك هي وشخصيتها انك تسمح لروحها حب معها. من طرف واحد وتضر روحها يظني انا ما نتصورش اي مراه تحب المضر روحها كي مش تلقى الحب هذا من طرف واحد وغير متبادل انا نتصور باش تعمل حاجه اخرى ولا تنسي روحها ما تقعدش هكاك تدور في حكايه فارغه هي ماهيش فاهمه روحها اسكو يحبها ما يحبهاش دونك اليوم كي تفهم تولي تفهم شنو هو باش تعمل وتنجم تتجاوز الحكايه هذه والصديق وفات صحيت برافو فات الحكايه وفات كل شيء وفات سامي كل شيء سكر وكل شيء امل ودي تفائل انا والله وليت نهار ما عادش نحب نعمل صحاب رجال تعرف عليه على خاطر اللي ندخلوا لحياتي صحاب نورمالي ولي يحبني انا ديجا نعاني منها المشكله هذه اللي براش الكل يحبوني يا ولدي رانا صحاب نورمال اللي نحبك والله العظيم بالحق بالحق نحكي معاكم انا وليش نتحارب من الرجال عندي كعبتين بنيتكم صحابي رجل سينا يا خدمه يا معناها فما معناها التزامات بيناتنا وكا وتقف غاديكا اما باش يولي صحاب وبعد يقول لي نحبك وما نحبك لي اباغ اذا الكل انا ديجا كي نحب عبد باش يحبني كي نذوقوا ماكلتي عندي ساعة وفيح سبيسيال اللي ياكل ماكلش ولا يحبني وحده والله كلامها صحيح مرة جابت لي صحن كسي ياسر بني على الاخر والله باش الكسكسي سامحني لحظة الكسكسي باش لحظة خلينا نتفقد الامور الاكل بالطويلة هذيك شو اسمها بوبينوت ولا شو اسمها الكسكسي باش بوبينوت بالعصبه مش مكعبك يا ودي بنين انتو كامل زين راش يا سيمي انا بنين عجبني قلت احكي بنين سمعت الغنية احنا ما نقولوا حتى شيء دي جي نادر فايقك على وضعك وانت وضميرك تحب تفيق ولا امورك هالفيح هذا مش عادي قد لك اللي ياكل ماكلتي يحبني شنيا
فيق على وضعك. ويني السيدة الولدة شنو اسمها سامي؟ ناجي ندا ناجيه تفقد سي سامي دي حتى تا ناجيه تنوكليو خاطر تيكل في العصبين اللي متذايا نور شيشخان انا مع سامي باش تمشي هي المراه معناها بجلال تقدرها باش تقول الراجل نحبك انا ما نقبلهاش انت ما تحبش تقبلش لا ما نقبلهاش باش تمشي مراه طيح من كرامتها وطيح من خشمها وتقول الراجل راني نحبك انا لا ما نقبلوش الموضوع هو كما قالت يسرى مش ما تراش انه يحب شعور نبيل والله يا صابرين نحب نفسر لها نحب نقول لك اللي احنا وانت افهمها رانا نسيت كي تحب توصل ميساج راك ما قلتكش مشي له عسلي مزامل والله نحبك شو سبا الحب يا يسرى يا يسرى الحب اللي باش تقول لي انت احلى نسيت كي نور تفهم روحها تفهم روحها شو شو يغزلها يفكر فيها حتى التفكير هذا شنو نقصد انا قلت بحكم هما اصدقاء يا خويا بكشي فما هي ما وصلت قالت لك كان ما حسيت فما شعور باهي وفما كيفاش ما يكون يا خويا هي فهمت اللي فما شعور هو من داخله اللي هو يحبها ولا حشته بها من بعد رزينا يسرى رزينا حتى كان هي هكا باش تحسوا شويه بالاهتمام ولا هكا باش تلهي به رزينا الراجل يتلهي بالمراه الرجال مقاومون على النساء الراجل هو اللي يحب المراه الراجل هو اللي يخطب المراه الراجل هو اللي يحب المراه والراجل ديما تكون من عنده البالو لا احنا رانا في مجتمع عربي شرقي ماناش في الغرب انت ترى كان هو ينقص من قيمتها نور كان هي تمشي تقول له مثلا في عيني انا وفي نظري انا اي ينقص خاطر مراه دي ماما جولييت ماتت على روميو ما روميو مات على جولييت تستنيه هو كان فما مشاعر يقولوا لها تستنيه تعطيه شويه وقت 3-6 عام في يده عام في يده هادي ما عام انا اختي ستة شهور كان شو كان يحبها كان حبها ولا يحبها كما هي هي ذكيه باش توصل له حتى هو باش يكون اذكى منها حتى يوصل لها إيه اه بطبيعته جاي عيد الحب ما عادش برشا حتى يجيب لها حتى وريده كان جاب اختي كان جاب لك ورده وجاب لك شويه شوكولاته راه يحبك طردو كان جاب لك ورده وشوكولاته كمل لا ما طردو كان جاب لك ورده وشوكولاته يا خويا كي عطي قيمتك وكل يا يدلك بالوهره والكار انا جاي نجيب الفيه انا جاي نجيب قلت له ورده وشوكولاته لا لا ما عادش تعودها هي ما قيمه المراه ليه لحظه ما هم اصحاب انا نور انا وياك نحكيو على الكادوات رمضان ام الصغار احنا اما هما مازالوا ظاهرين صغيرات وكل شيء جست مفادلكم انا اليوم كي لقيتها في مشكل البنيه ذي وقالت عاونوني معناها حسيت الحكايه كبرت بها وما فماش فما راه فما نوع نتاع رجال لازمك تفهم اللي كي تقعد تقعدهم يقول لكش نحبك اي بخشمو فما نوع بالحق نتاع رجال تبدا حتى مخطوبه لي يا خويا نقول لك حاجه تبدا معرسه لي ويحشم واللي يحشم باش يقولوا كلمه نحب يسرى دليل هذا يقول لي ملالي صباح المساء ويوم الاحد صحيح صباح المساء ويوم الاحد فما مثل يقول لك كل شيء بالسيف الا المحبه بالكيف دونك انت طفله صحاب انت وياه طفل عندكم برشا وعندكم عشره وكل ماذا بيك انت تخليه صحبه خير ما تخسروا بعضكم وكها وانا ذي باش نجم ننصحها انت هذا باش تنصحها صوت الحكمه مدام منيا في المشاكل محبوبة لجان في النصح والله هي هما توا حكاو معناتها حكاو كل واحد حكى اما نحب نعرف توا لي زامي هذوما انتيم معرسين ماهمش معرسين نجم يكونوا دي زامي انتيم واحد معرس تعرف عليه انا ما نعرفش عليهم لا هما معرسين مادام هما ماهمش معرسين ماهمش عاود نعاود نشكر سامحني خلاص نحكي المشكل صحاب لي زامي انتيم اوكي وهي تحبه هو ما يحب ما يتعرش ما صحاب هي تحبه تمشي تصارحه وتقول له راني نحبك والا ليه تنجم تصارحه بيان سي اذا ماهوش انجاجي تنجم تصارحه مادام دي زامي انتيم وزوز ماهمش معرسين علاش تنجم تنجح العلاقه هما كانهم فما واحد فيهم معرسين مشينا معناها ولا ليه تنجم تصارحوا وتنجم تنجح العلاقه معناها ما تراش انه تطيح من قيمه كي هي تمشي ليه ليه تصارحوا فماش في الحب تطيح من تاع قيمه راهم فماش ما فماش توا لي جون توا انتم تحكيو دي جون وتحكيو هكايا ما فماش توا وليت تتصارح توا انا نحبك نجي نقول لك انت تحبني تجي تقول لي علاش ليه تنجم علاقه تنجح قلت كلمه مدام هذاك كي يبدا في وسط الريلاسيون كي يقول لي نحبك نقول له نحبك حطينا اما كيف تبدا مازال هو ما قاليش نحبك وهي من الاول تقول له نحبك لا انت تراها كيك انت هكا تراها اي لا انا لا ما راهيش المراه ما لازمش تطيح من روحها ما تسمعش كلام حتى حد انت معاها انت المراه ما تطيحش من روحها تحكي معاها وانت وهو هكا بيك وكل نوت انا نوت وصحابك ما تنجمش تقول له ما انت ليه تو معناتها ماهيش لا لا لا
معناها انت ترى نورمال؟ لا لا عادي، معناتها تنجم تنجح العلاقه بالحق، معناتها كان صار كان معناتها تصارحوا نورمال عادي. نقولوا احنا الحب شعور نبيله بيان سور، تصارحوا على خاطر توا نحكيو في كل شيء ولي جون، وتحكيو في كل شيء ومعاه وتخرج معاه وتسهر معاه وتج... ما تنجمش باش تقول له نحبك. هنا صابرين خمسة الفرصه اللي جبتوا على الموضوع مره اخرى. الطفل كي يجي للطفل تقول له نحبك، شنو نجم يصير هنا؟ نجم يستغلها الطفل. خاطر هي تحب، هي تكب عليه في كل شيء، هي خاطر عارفه تحب، فهمت؟ وجات الحكايه بالعكس تمشي امور مليحه. نجم يكون هو ما يحبهاش ويمشي معاها جوست باش يستغلها، وكها تمشي معاها في نفس الموضوع. هذه فكره، فكرتكم غالطه. متفاهمين فكرتكم غالطه، خليهم اصدقاء. فكرتكم جوز غالطه، هذوما انتوما سامحوا عندها اللي يحب. سامحوا تخرج معاه وتسهر معاه وتمشي معاه وباش تقول له نحبك، لا تيزي عادي. ما الغلاسيون على شنو الباز مربوطه؟ اسكو هما في علاقه من الاول ولا هما اصحاب ولا نجم يكون هو يحس اخته الصغيره هذيك اصلا ما تعجبوش؟ فوالا هذيك هي باهي، انا هذه هي سمعت ارائكم. فما اللي قال لك فازي قل له صارحوا الحب شعور نبيل، وفما اللي قال لك لي قدرك وقيمتك قبل كل شيء، لك حريه الاختيار يا مدام، تحب انت تختار هكا ولا هكا هي تختار. فوالا رقم اسفل الشاشه للناس اللي تحب تبعث لنا مشاكلهم واحنا نحكيوا فيهم. كيما عاده وفيت لا بروميير بارتي تغادرنا مدام مونيا. مرحبا مدام مونيا، ميرسي بوكو. اخر حلقه في 2023، نسالك كيفاش تعدي لك 2023؟ لا لاباس الحمد لله، لاباس. وبالعكس عاد انا الفرصه هذه نتاع ليميسيون الحلوه برشا، بالعكس 2023 سنة سعيدة. لا لا تحفون على الاخر، والحمد لله يا ربي، معناتها بمعرفتكم وبالليميسيون وبالكل، معناتها اخر العام جاي تحفون على الاخر. ان شاء الله، ان شاء الله 2024 مبروك علينا الكل ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله. شنو تحب تقول وشنو تحب تشكر؟ وشكون تحب تشكر؟ بالطبيعه نشكر سبا زاهيه، نشكر نادر ندو على المكياج الحلو وعلى شعري وعلى الكل. نشكر روحي برشا برشا على التناسق وعلى حوايجي وعلى الاكسسوار نتاعي، ونشكر برشا برشا اوبتي فيجن على اللوك اللي ديما يختاروه لي. ميرسي بوكو، نقول لهم نبوسكم برشا ويعطيكم الصحه، وميرسي على الاختيارات نتاعكم. ميرسي بوكو، فرحان برشا مدام مونيا اللي كنت بحضنا. مازلنا مكملين، احنا نمشيو الفاصل الاشهري وهنا راجعين. واليوم حاضر بحضنا رامي باش نحكيو معاه على حلويات. رامي مرحبا بيك. عايشه جيتنا من زغوين. اي نقولوا زغوين، نقولوا كعك الورقه. كعك الورقه، كعك الورقه. ما قبلناش من الكعك الورقه، فمش حد هذيك بالذات الناس الكل تحبها كعك الورقه. في كل دار تلقى كعك الورقه. احكي لنا على كعك الورقه اللي نلقاوها عندكم. بالنسبه لكعك الورقه زغوين، كعك الورقه معروف بالنسري. اي. المواد الاوليه اللي هي الفارينه، اللوز، السكر والنسري. والنسري. والزبده العربي، انا نستعمل السمن، استغفر الله، انا نستعمل السمن العربي. انت تستعمل، انت طيبها رامي، معناها انت. اي، عندي عمل كيب، نخدموا مع بعضنا. ننتجوا في كعك الورقه، نعملوا ليفريزون لتونس كامله، كامل طلاب الجمهوريه. معناها اول مره راجل كي يعني يعمل كعك الورقه حاجه عربي هكايا، قريتها حاجة ولا تعلمتها ولا انت وراثه الحكايه العائله الكل؟ خدمناها مع الفامي، خدمتها مع الفامي، حاجه معناها حبيتها، تغرمت بها. خرجت من الباك، اخترت باش ناخذ الاختصاص هذا. وشبي زغوين هكا النسري والكعك الورقه حاجه عندكم معناها؟ خاطر النسري تلقاه كان في زغوين. تلقاه كان في زغوين. زغوين معروفه كان بالكعك الورقه، معناها تنجم تلقاه في حتى بلاصه اخرى. انت مش كان كعك الورقه، زيدا اختصاصك بقلاوه وكعب اللوز. اي بقلاوه. دونك هذوما اختصاصكم في الباتيسيري، ما تعملوش حاجات اخرى باغ دوم. لا لا. سيرمون انا نخدم ترو ارتيكل، كعك الورقه وبقلاوه فيكي لوز بفريو بستاش وكعب القرطاج. باهي برشا. ما اقبال يعني قداش عنده الحلويات رامي، قداش عندها موجوده في السوق؟ انا عندي في الدومين 4 سنين اختي. جديد اما عندك اسم، خاطر احنا سالنا عليك ما شاء الله، معناها معروف في زغوين. موجود عندي بوان دي فونت في زغوين، مدخل البلاد العربي من شارع محطه الواجهات. اي. ونعمل ليفريزون لتونس كامل. احسن حاجه تو من غير ما تحل بوان دي فونت في تونس، وليت ولا ليفريزون تصير من زغوين تمشي لتونس الكل. اي. يسرى انا نعرفك مغرومه بالكعك الورقه. بالكعك الورقه اللي سورتو نتاع زغوين الحق بالنسري. أي. وبنا الحق نحب تو ناخذ من عند رامي ونشجعوا. هو ديجا سبيسيالمون لك انت باش تذوق وتعطيني رايك، خاطر نعرفك مغرومه بالحلو. يعيشك فوالا، ويتبع فيك هي بالحق ديما الكعك الورقه ما تقطعش. مغرومه ما تقطعش في داري، وصغار يحبوه وبيه حتى صغيراتنا،
وتو بوسكو راسها جا منفعة هو بل هو حتى ما يكون فطور صباح ولا متاع قاعد ولا عشوية هو منفعة في نسري في دويل برشا أمراض للتهضيم للقلب برشا حاجات باهي برشا هاو عنده منافع الكعك الورقه وكيف كيف زاده كيما نقولوا البقلاوه اللي ما تتقطعش تعمل معناها لا ليفريزون تعمل كونتيتي كبيره نخدم سير كوموند نعمل انا مثلا تونس نعمل ليفريزون كل يوم كل يوم كل يوم تونس الكبرى الكل كم تراب الجمهوريه نعمل ليفريزون كل عماده كل ولايه ناخذ بقعه نقفها فما دي بروموت او باش يصيروا في راس العام والله ما نصورش خاطر ديجا باقي معاني يوم الفارين اللي هي بالمناسبة هذا من ممبري هذا نحب نحكي شوية في الموضوع هذا أكيد تفضل نقولوا احنا باسمي وباسم زوان كاملة مش كان باسمي أنا برك بزوان كاملة عندنا ضعف كبير في مثل الفارين نوصلوا حتى بالشهر ما نخدموش مش متوفرة بالعشرين يوم حاجة اللي معروفة اللي زوان نقولوا احنا كعك الورقة الكل معناها نقولوا احنا الكل تستفيد منه موطن رزق نتاع برشا عباد غادي كافي موطن رزق نتاع برشا عباد برسك ولايه كامل اي صحيح ولايه كامل لهنا مثلا كما توا عندنا 20 يوم ما فماش فارين 20 عائله ما نقولوا احنا 20 يوم حتى عائله ما خدمت اللي الاف العائلات في زوان تخدم في كعك الورق توكل في صغار باش ما تقطعش على تونس كامل اللي مستحيل مش دار ما تقطعش فيها كعك الورق صحيح دونك نداء للدوله باش يوفروا لنا خاصه الفارين اللي هي مش مدعمه او كيلوها ب 2500 مش مدعمه ما نجموش نخدموا حتى مدى اخرى لان الاختصاص تاع كعك الورق باهي يا سيرام ان شاء الله الميساج نتاعك وصل الله. احنا نقولوا للناس اللي تحب الكعك الورقه وكعابر اللوز والبقلاوه اللي هي سبيسياليتي نتاعكم يتصلوا بكم الارقام موجوده اسفل الشاشه ذكرنا بالعنوان وين تحديدا في زغوان مدخل البلد العربي من شيرت محطه الواجهات باهي برشا وكل موجودة ذوقوا وتحصلوا احنا بعد باش نذوقوا ان شاء الله المرات الجايه نقولوا لهم مرحبا بك رامي فرحانه برشا اللي كنت حاضر بحضرتك مرحبا كنت قاعدة بعدين تتفرج فينا عجبك الجو عجبتك الأمبيونس؟ أنت نحكي من بعد عندك ما تعلق تبارك الله ما شاء الله ليلي محليكم الكل ميرسي فرح نعمل دورة خلينا نشوفوا شنو رايهم فيك لي كرونيكور ألوغ يسرا شنو رايك في فرح؟ فرح عاد غنية عن التعريف شوف محليها ساعة ديما كي تطل عليك تطل عليك هكا بلوك سبيسيال بمكياج هكا فازيت ارتستيك محليها تعجبني خاطر عرفتك روحها يسر خفيفة انا ديما نتبع فيها على الانستغرام سبونتاني هذيك هي فاف معناها اللي نعرفها ونحبها برشا ديجا طارق احسن صاحبتي اكيد كهو صاحب شو صاحبتي شو صاحبتي او عشيرتي دونك شو وكلمة لازم تيجي وخدمنا مع بعضنا قبل مع بعضنا وكهو بعد صارت هكا مشاكل صغيرة دونك كل واحد مشي في مخ ولا في مخ مش في مش في مخي علاش في مخي سامح لي مش في مخي اسمع قالك شنو رايك انت عدول دونك علاش يا عبد يقول حاجه دونك شنو رايك يا ترى شنو البرتيلون تاع لي ميسيون سيك تك تك جيت فينا ولا لا شي وريك توا الكليب والله والله يفاف كنت نتابع فيها في على انستغرام معناها شفت كيلك ستوري محليها معناها هكا جاويست وديما هكا انرجي والكل باهي عايشك انا ما تبعش برشا ما عنديش انستغرام اصلا ما حدش انستغرام وما تبعش برشا اما دخلت بالبهجه معناها ما سامي عاد تعرفوا بعضكم باللي دخلتوا مع بعض نحبها برشا فاف على الاخر خدمنا مع بعضنا برشا تعشرنا في وقت معين نقابلوا برشا مع بعضنا خدمه وصحبه وكل من اعز ما تعرف واللي ما يعرفش فاف نجم يفهمها بالغلط اللي ما يعرفش فاف يفهم بالغلط اما اللي يعرف فاف يفهم اللي فاف هذيك بيبي على نيتو وكلمتها تقول محليها محليها سبونتاني برشا هيا شكرته برشا صاف هذا بي انفيتي يجيو يشكروه هكا اجماع الحمد لله الحمد لله حاضره بحذنا في البريود الاخرى ما شاء الله عملت بوليميك كبيره هبطت فيديو
شنو الفيديو المحتوى نتاعها مفسروا للناس اللي انت قلت علاش تضحكوا تتشمتوا على الاسرائيليين اللي تقاتلوا؟ ما قلتش اسرائيليين، قلت العبيد اللي ماتوا في الشرق. انت تقصد فيهم هما يا اخي، تقصد لي زونفون لي فام، اي عبد اي في وضع فيه موت. اي انت وقتها المقصود من لي زونفون واللي ماتوا وقتها هما وقتها معناها الصهاينه دوكا، دونك كي ماتوا انت هبطت فيديو. علاش هبطت الفيديو؟ ما نحبش العبد يتشمت في وضع فيه موت كلكو سوا. وقعدت نفسر كيفاش التوانسه ولاو عندهم برشا شميته، وكل جبت على البيريود زاده نتاع وقت اللي فما لي سوبساريان اللي عندنا في تونس ياكلوا في الترايح، والعبد تقول ايه فيهم ايه فيهم. سوف كل الفيديو نتاعي طويله، هما خذاو لي بارتي الاولى دارت عليا تونس كامل، خذاو لي البارتي خيط 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 فريمون خيط، ولات جينجول في راديو ما غير ما نسميوها. حاسيلو وليت باش نحكيو على ساندويتش فيس، جا خرجوا لي صوتي خيط فريمون خيط. حاسيلو دارت برشا تيك توك، سي دوفني فيرال، عرفت تيك توك انستغرام فيسبوك، الوغ كو اللي يعرفني كيما قال سامي يعرفني ما نقصدش. اي اما انت نورمالمون قبل ما تهبط اون فيديو انت تعرف روحك معروفه على انستغرام وعندك ملايين، ترد بالك وتعرف شنو تقول، خاطر انت اللي تعرفني صابرين اللي ما اول انترفيو عملناها مع بعضنا من 2018 وجو في با دو باد بوز، معناتها مره في الفيل نعمل غلطه، لا غالب اللي يغلط العباد الكل تغلط. كو انت صارت لك ديبرسيون من الفيديو هذيك؟ مش ديبرسيون، فاتجيت بالمساجيت و مشيت لوتيل وسكرت على روحك البيت. اي ما كان انت تعرف لازم سكرت بول الحقيقه في اوتيل محل ايه في سويت تقتل، سكرت التليفون وركزت على روح. علاش نقعد نحل في التليفون ونلقى مساجيت في الاوتر ورا بعضهم راهو الخضر المساجيت كلهم ليموتيكون نتاع واحد حاشاكم قاعد يرد معنا وان شاء الله تموت وان شاء الله. بديت نقرا من الاول ونجي وبنوسع في بالي بعد ليه ما عادش فيها ما عادش فيها يزي سوبريمي تو سوبريمي تو سوبريمي تو اوكا. عملت انت فيديو وضحت فيها فما ناس سماح وبرشا سامحوني وبرشا قالوا لي فاهمينك والحمد لله. معناتها هنا كيما توا ريت في البلاتو ما عنديش برشا عبيد تكرهني، معناتها شو كلكان كي في فريمون دو بيان اوتور دو موا في برشا حاجات، با سولمون في الانستغرام دون لا في تو لي جور. شو با كلكان اللي يغدر، مانيش عبد اللي هوني باش يعمل ان باد بوز ولا يشد التليفون كل مره يعمل في يمس بالعبد ولا يعمل حق. نو انت معناها بعيده جيت بالزهر ديما انت كيما وقت نحكي مره في الخمسه سنين هكا الاولى 2018 فرحه وفين 2020 كل خمسه سنين سنين كل خمسه سنين نعم هكا شدوا رويحكم على 2028 كان عجنا باهي. باش نوريك تصويره لك التعليق، ورينا التصويره احنا ذا باش نحكيو عليها وقولي انت شنية تعني لك التصويره ذا وشنية تذكرك. فما تصويره اخرى انا نحب زملائي يحطوها، مش تصويره هذايا، تصويرة أخرى يحطوها اللي أنت ومريم الدباغ، مش مريم الدباغ وحدها. شنو تعني لي؟ أي خليني نقول أنا نعرفك أنت، نعرفك أنت ومريم الدباغ أصحاب ملي أنتم عملتكم عمركم صغار 20 سنة، ديما تقول هذايا أمي دونفونس. شنيا شنيا نلقاو لي زامي دونفونس يصير بيناتهم هكاكا؟ لا حاجة ان شاء الله تخرج في ساوكا. انت توا خليني نقولوا معناها انت هبطت الفيديو ذيك، مريم الدباغ هبطت كلام قالت بلوكيوها ما يجيش اللي عملته. براس امك كنت تنجم تحطها في الاخر وموال ما كاجي شد شويه فرح حتى وهي تبكي معناها باهي. مريم سي فغي غلطت في حاجات معايا وكي صارت لها مشكلتها توا احنا ونتي اون فخوا بالرسمي اون فخوا وقالت في الراديو امبوسيبل نرجع نحكي معاها اما جبولي با سا وكهو ما انتشمتش ما انتشمتش في حاجه في وضع هكا معناتها ما نحبش نجبد عليها خاطرها ما تنجمش تجي خاطرني نحكي مع امها نحكي مع اختها ناخذ جو بخون سي نوفيل نخمم فيها ربي تصويرة في عندنا مليون ألف تصويرة مليون ألف فيديو معناتها في قداش من بلاد
هذه تصويره البحر قداش انتم انتيم وتاكلوا مع بعضكم وسكي باغي مش في تونس معناها تسافروا مع بعضكم وتمشيوا مع بعضكم شنو هي السبب اسكو هي بالحق الفيديو نتاعك هي اللي خليت تتعاركوا ولا فما حاجه بربي اما بربي صافي نجم نتكلم اما ما نحبش نحكي على عبد ما نجمش يجاوبني ومريم سي تخوف باش تتفرج فينا ما نحبش نحكي على عارك ما نحبش نحكي على حاجات خايبة أنا مريم نخمم فيها ونحبها ومسامحتها الدنيا وآخرة وكاو سوجي كلو وكان تتفرج فينا راهو يا بوكو دو بيغسون كي تام مريم وأون بونس أتوا وأون فو با كو تو تسونت سول وكاو إن شاء الله تخرج بلو فيت برسمك زبرينا مريم فرح سؤال بركة وباش نختم بيه نجم ترجع صحاب أنت مريم الدباغ تي ما نحبش نشد عنقها أنا تو سافا كاو ستوب تو أوكي أون باس نمشيو نحكيو في موضوع آخر التجربة فرح نفهم الوضعية فرح نعرف أنا نعرف علاقتك بمريم ونعرف صحبتكم هذيك علاش تغيظ كي معناها تصير فزك إن شاء الله ربي يفرج على مريم تجربة مع خاطر أنا توقفت لا جو سي سكو سي باش نحكيو على تجربتك يعني إن شاء الله ترجعوا صحاب ومحليكم كنتوا مع بعضكم التجربة اللي تمر بها مريم الدباغ برشا ناس ما يعرفوش اللي أنت مريت بها قبل صحيح ولا اللي أنا اللي أنت مريت بها تعديت بها التجربة تعديت بها أربع أيام سيتي لي كات جور لي بلوز أوغيب تاع حياتي نعرف كيفاش ما ترقدش نعرف كيفاش تخمم كان في بوكومك نعرف كيفاش خايفه على عبد البر تصير حاجه وانت ما في بالكش نعرف كيفاش تستنى في ماكلتك اللي تبدا وتولي تتشهى في نامبورت كوا نعرف اللي تلقى روحك مع عبيد قتلت بنتها والاخر كاسكو شفولات تجي اي اي انا شديت خديت كراسه وقعدت نكتب 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 لين كتبت كتاب معناتها في اربع ايام كتبت فيهم كتاب على الموضوع هذاك اي بيان سور خاطر الناس كلهم اللي بداوا معاك كل واحده عندها حكايه وكل واحدة معناتها ماذا بيك نهار توصل لها صوتها خاطر فما عبيد راهو سيبا انا ولا مريم ولا حاجة اللي عندك بوك محامي وعائلتك معناتها واصلة تتسمى فما عبيد مساكن تصير لهم حاجة ويلقاو روحهم غاديكا بوغ دي زاني سي اوغيبل سا سيتواسيون سي اوغيبل ما تنويهاش العدو نتاعك دونك انت تسألني اسكو مريم تحن عليها بيان سور نحن عليها وعلى اي عبد في السيتواسيون هذيكا وما نحبش نحكي على عبد ما ينجمش يجاوبني ما ينجم كان يخزر وكها وبقدر في عائلتها سخطو ايه هك تعدي لها في مساج انتي كوراج مساج تتفرج فيك تعرف مشاعر صديقتها ان شاء الله تخرج اقوى وان شاء الله تخرج كلنا ونا سي اون لوسون بور طول موند ان شاء الله العباد تفهم اللي هذا سي با اون ارم وكي عندك حاجه باش تعملها ولا باش تقولها لان امي تهز التليفون مش تشد التليفون وتبدا تحكي هذا العباد الكل خلي كلهم يفهموا اللي هذا ماهوش اون ارم سي با اون ارم يغنى ماغ معناتها اللي هذي ولا اللي هذا يشد التليفون بيكو عليك ودراشان ودراشان لي لي فما عائلات فما صغار فما برشا عبيد تتفرج فينا راهو سي اون ريسبونسابيليتي كي تبدا عندك بلان دو فولوورز انا عندي مليون وغيري عنده اربعه وغيري عنده ثلاثه سي اون ريسبونسابيليتي كبار صغار عائلات بو ام عبيد كل تتفرج عبيد كل تتفرج فينا بي انت كيما قلنا مريت كتبت كتاب الكتاب هذا علاه ما خرجتوش فرح؟ ما خرجتوش خاطر ديجا جو بوفي با نخرجو من غاج دونك ديك خرجت مشيت كتبت عاودت كتبته وكتبته سو فورم دو ليتر خاطر تو با با سارتيغ لي حاجه تكتبها غاديك تكتبش 10 كتب ما تنجمش تخرجهم يقعدوا البروبريتي نتاع الحبس دونك الكتاب هذا مش باش تخرجوا انت ماكش باش يخرج دونك انا ما نعرفش على روحي وقت انا قعدت 40 ما كنتش نعرف فين تظلمت راه كنت نجم نقعد ما نعرفش قداش الحمد لله يا ربي معناتها فما قانون معناها انت المشكله شنو تحب تحكي على موضوع اللي انت تحب تحكي على الموضوع جوست حبيت نقول اللي علاش كتبتوا سو فورم دو ليتر على خاطر لي ليتر تنجم تكتب وتبعث تقرا وغاتجيك وكانوا ملبس عليهم يتبعثوا دونك انا كتبت كل شيء سو فورم دو ليتر لبابا وماما ومن بعد كي عاودت كتبت وين خرجت جي با فولو نخرج وقلت ما يسالش توا فما عباد ماذا بيا ميم با يسمعوا بها الحكايه باهي يسرى شنو رايك في الموضوع هذا اون جينيرال اللي التليفون والكلام الستوريك اللي نجاوبوا بعضنا باللي ريزو سوسيو معناها اللي عنده كي يهبط كلام على غيره شنو رايك في الموضوع هذا؟ انا والله ضده هذيا خاطر هذيا ما ينجم يوصل كان معناها للهاويه وزيد كيف معناها نعرفوا اللي برشا ناس تتبع كيف صغار كيف كبار دونك باش يتاثروا تولي حاجه سهله اللي حاجته بعض ما هي الحكايه صارت تحسها معناها حتى مريم كي شفت ابارامون هبطت وفي ساعة فسخت معناها حست اللي هي روحها حسيتها اللي هي حست بالمعنى غلطت خاطر في ساعة اما
تبارك الله احنا الغيزو سوسيو في ساعة هزوه الفيديو وقعد يدور ما هي عبطت وغلطت رجعت روحها انا مع انه انت كي عندك عبد معاها مشكله تهز التليفون تكلم لا تبدا ترمي في الكلي لا تبدا اما هذا قدر وشيء وصار مريم قلبها باهي ومريم قلبها كبير وما تستحقش انها على الحكايه زاده هذيا بالشد عليها ما نعرفش انا قداش عندها تو مريم شهر الناس الكل نغلطوا يظهر لي تنجموا يعاقبوها بطريقه اخرى ما اما مع نحترموا القانون احنا القانون نحترموا القانون اما حسيتها قوي عليها شوي قوي الحكم عليها طارق قوي انت بحكم ندمت مريم على الكلام هي راهي مريم يعني علاش قلت لها فرح فهمتني بالغلط هي فرح يعني ابخي تو صحاب فهمت انا حتى كي دخلت بالعشره ما بيناتها هي فرح فهمت دونك عشره فهمت يمكن مريم غلطت سبحان الله عادي تصير وما هو تعرف زيد هذا زيد هذا قال هذا عمل هذا فهمت الانتوراج انا يعني ما فرح ما حبش تفهمني فما انتوراج فهمت به انت تنجم تو فرح ومريم كي تخرج ومانك على علاقه به تخرج تردهم ترجعهم اصحاب فرح وين مش مش نستنى مش تستناني هي تمشي هي وحدها سي سا كي فوق فهمت جي بوزون دو بيرسون باش شي يدخل بيني انا ومال قلت لك شنو في بالي وفات الحكايه قبل هي معناتها قبل السيف و وكان فما معناتها ما نفضوها ديما كان انا ومريم معناتها ماهوش عبد يعرفها عنده سبع سنين ولا عام ولا يعرفها في خدمه اللي باش يجي يدخل بين دو زامي ملي عمرنا 15 عام مش ملي عندنا 20 عام صحاب عمرنا 35 عام ما شاء الله اي سي با مش عبد باش يجي يدخل بين اللحمه والصفر انا نقدر العائلات نقدر عائلتي ونقدر عائلتها و جي با بوزوان دو لونتوراج هذاك دروات اي اغوش باش يزيد شعل النار ولا باش يزيد حتى باش يجي حتى يدخل بالصلح ما حسيتش نعرف روحي شنو نعمل و وكها لا به الدرس اللي تعلمته فرح من الحكايه هذه كاو هذاك اللي قلت لك هذا سي با اون ارم هذا اهم حاجه انت زيد دو غنافون قبل ما تهبط فيديو جو لو في با انا لا لا نحكي على موضوع حتى الفيديو من الاول باش تولي قبل ما تهبط فيديو تسال تستفسر تشوف الشعر الحقيقه جو سوي سبونتاني كان عودت غلط معناتها انا نعرف روحي قلبي ماهوش خايب و او كونتخيغ معناتها مش نشكر روحي اما يظهر تعرفوني الكل اللي قلبي به واللي نعاون برشا عبيد و كي نخرج حاجه نخرجها سبونتانيمون اكاو خرج سبونتانيمون سي با جي توي بيرسون و جي انسولتي بيرسون. باهي كيما قلت انت تعاون في برشا عبيد نمشي نحكي شويه على خدمتك وعلى الانستغرام كان متوا. باهي. الوغ فرحه فرحك ما زلت موجوده وريتك ديغنييغمون في صفاقس دخلت المناطق الداخليه دخلت الولايات اخرى باغ تونس. عملتها في جربه عملتها في باريس زاده. فوالا تبارك الله منتشره سبونسوراتك باغتو دون لو موند ما شاء الله. الوغ كيفاش بديت مشيت لصفاقس ورجعت تخدم في فرحه فرحك؟ اخر فرحت فرحك عم خلينا نفهم ساعة شنو فرحت فرحك فرحت فرحك سان كونسيبت ديجيتال عملته عندي كلكو زاني اللي كل مره نختار باغمي لي ميساج اللي يجوني برشا ميساجات من عند بنات يتبعوا كيفاش تلبس يتبعوا وين تخرج وكل شيء و الزون با فورسيمون لي مويان با فورسيمون راه نجم نكون تبدا الي با بيان دون سا في ولا دون سا في كوبل ولا ما تحسش روحها مزيانه ولا وانا جو بينيفيسيت دو برشا بوكو دافونتاج معناتها عندي بوكو سبونسور بوكو ماركه اللي نخدم معاهم كي مفون كونفيونس يلبسوني ماكيجولي يوكلوني يشربوني بغيف سي اكزاجيري اللي قاعده نقول فيه اما نقول علاش جو في با بروفيتي عبد دو سكو جي معناتها انا هذا مانيش قاعده نعمل فيه في التلفزه ولا ايميسيون تاع غولو كينغ ولا حاجه انا ناخذ طفله نختارها باغمي لي ميساج ناخذ لو ميساج لو بلو توشان وتعدي معايا نهار كامل ديجا الوقت اللي تعطيه العبد سي لو بلوز امبورطون راهو دوني دو سون تان الوقت ما يرجعش كي تعطي نهارك العبد اللي تبع فيه كل نهار دوبوي دي زاني سانا با تبخي وتكلم نكلم لي سبونسور نتاعي اون فونكسيون دو هي معناتها شنو اللي تحب تبدل في روحها وتعدي معايا نهار كامل ونهار كامل هذاك فيه غولو كينغ فيه نفطروا مع بعضنا نتعرفوا على بعضنا من اللي تجيب حذايا الباب دارها كاو عملتها في جربه عملتها في باريس عملتها في تونس عملتها في تكمل صفاقس اي تو عملتها في صفاقس حبيت نبدل ال كيفاش نقولوا البلاصه حبيت تدخل لي مش البلاصه أكثر. البلاصه ماذا بين عملها باختو هنا حتى في العالم معناتها اما من الجويل ديجا انا با لي ميم مويان وحبيت نبدل العبد اون فيت
عملتها كل مره سي دي بيرسون كي اون ا ببري الميم اج بنيتي عاديو في الباك ولا واحده تقرا في الفاك بروميير اني دوزيام اني مره هذه حبيت مراه فام فوي وعندها صغار و فيد من روح شو بدي بدلت لا جينيراسيون مش سي سا سي تو فو فوالا مش سيب الناس كيف ما لقيتيش الكلمه بيه بغيف. انت حكيت قبيله في موضوع ذكرتني في كي قلت احنا ناكلوا بليش ونشربوا بليش وهذاك كل بليش يا اخي نور شيشخان وامل الجمعه اللي فاتت ما قالت في بالك باش تولي تخلصوا الضرائب بارتي لان نخلص من قبل انا عندي باتونت وكل شيء نديكلاري واموري الحمد لله يا ربي قالت امل قالت انه صانع المحتوى قحافه مش قال امل امل هاي موجوده معك من اهم صانع المحتوى في البلاد قلها هل تعتقد انه فرح انا قلت واحد كيف باش يمشي يعمل نعطيكم اكزامبل خاطر فما برشا عباد ما فهمونيش باش يعمل ببليسيتي مثلا ما نعرفش انا الغستوران نهار هذاك باش ياكل ويذوق ويعمل ببليسيتي معناها مش باش يعمل معاها كيما نقولوا احنا نتاع شهر ولا شهرين جوست النهار هذاك مش تستغل انت الحكايه تقعد كل يوم تمشي تاكل بليش ليه تهز عائلتك ولا باش تمشي باش تعمل حمام تهز جيرانك وخالتك وعماتك انا نقول لك كيفاش بديت عزيزتي هذاك يسمى تكحيف فهمت باش نقول لك انا كيفاش بديت والعبيد علاش ما فون كونفيونس خاطر الكونفيونس راهي لازمها برشا وقت باش العبيد تولي عندهم ثقه فيك اما لازمها دقيقه زاد باش ما حدش يبدا عندهم ثقه فيك انا بديت كيفاش ساعمل لو بديت ببلوك دونك كنت نكتب دي زارتيكل وكل شيء والبيرسوناج نتاعي سيتي كوا سيتي شويه لا فيا بابا اللي تسافر برشا واللي ديما مدلده لرتبوها وامها ومن عائله تمشي البيرو نحكي لهم كيفاش فاده في البيرو خاطر انا شو اركيتيك دونك ساعات نبدا نحكي لكم شو على الفاده حاسيلو دونك بديت هكاك العباد تستنى في لي زارتيكل نتاعي ولي زارتيكل نتاعي ما عندي حتى ربح فيهم من بعد وليت كي نمشي وقت اللي وليت لي ستوري وكل كي نمشي البلاصه نصورها حاجه تعجبني نقول تعجبني حاجه ما تعجبنيش نقول ما تعجبنيش لين بشويه بشويه وليو هما يعيطوا لك يقولوا لك والله انت رينا كستوريات نتاعك برجوليه شخنا عليك اجا نخدموا مع بعضنا فهمت انا ما عمري ما مشيت فيغ اون مارك ولا فيغ بلاصه باش ما نخلصش سي الحمد لله يا ربي هذول ما نقصر حتى المخسر قحافه فوالا دونك اللي يحب يقول قحافه انت تتوشك فما تراف الديزانستغراموز قحافه بالحق ترى بعينيك هكا كي تمشي لبلاصه تراها تحب العان يعيطولها فما بنات نعرفهم اللي هما يكلموا هما يكلموا يقول لك ما فماش نجمش نجي نعمل بوب عندك خلصني طون لو انا كان جيت هكاك راني حتى فرحت فرحك ونقول الماركات عطيوني فلوس الوغ كو فرحت فرحك نقول لهم جوست نحب لا غراتويتي بور سيت بيرسون فهمت كل واحد كيفاش تخميم انا الحمد لله يا رب ربي معاهم الكل نرتاحوا شويه من مواضيع الانستغرام ونمشيو نحكيو في مشاكل بلاد العميقه يا جماعه أيه. بلاد المشاكل العميقه في حكايه معز عسلامة مرحبا بكم اليوم باش نحكيو على وضعية النقل في تونس هذا كان فما نقل جملة في تونس المواطن التونسي يستنى بثلاثة وأربع سوايع في الكار والميترو تاكسيات خاصة في وقت الذروة ما فماش في تونس وفي الولايات الكل ويخدموا بليزابليكاسيون وأكيد يلزم تخلص تغيف دوبل في ولاية تونس الكبرى اللي فيها 3 ملايين تونسي عندنا تقريبا 18 ألف تاكسي أكاها وهذا اللي يخلي فما نقص كبير في التاكسيات ويخلي زادة عباد عندهم موتورات هما اللي يهزوا في العباد اللي خدمهم والقراية متاعهم المسؤولين على النقل في تونس يلزمهم يهبطوا ويعاينوا مشاكل المواطن التونسي سايب البرويات وحسوا بالعباد راهي العباد تعاني من النقل وتتنقل في ظروف مزرية شركات النقل العمومية متاعنا تخدم وحدها في السوق ومن غير منافسة أما فالسة علاش؟ على خاطر فيها سوء تصرف في الموارد المالية والبشرية أنا ضد الخوصة وأنه نبيعوا شركاتنا العمومية للأجانب أما يلزم نكلفوا ناس عندهم كفاءة باش يوليو من شركات فالسة إلى شركات منتجة ومربحة يلزمنا نربط الولايات التونسية بالنقل ونحسن الطرقات باش نشجعوا المستثمرين إنهم يستثمروا في بلادنا إن شاء الله الدولة التونسية تتلهى أكثر بقطاع النقل في تونس وتخليه من أولوياتها على خاطر قطاع مهم جدا في نهضة البلاد متاعنا وتطور متاعها شكرا خليك لو شفت في شارع الوغ كما كنتوا تشوفوا تشطحوا عاملين جو صحة عليكم الوغ فما برشا ناس مواطنين يعانيوا من مشكلة النقل في تونس ترونسبور فما دي ديفيكولتي نور شيشخان شنو رايك؟
رأي كيما رأي قبيلة عصبيترات معناها رحموا العبيد رحموا العبيد ما تلقى ساعات راهو كار متعجب يبداو فيها صغار يبداو خارجين وشادين في بعضهم اي يبداو شادين معناتها في بعضهم واحد شاد في واحد لا قدر الله الاخر تزلق يده وتلقى كوارث راهو في الكياس نداء الشفره نتاع الكار باللي هي سكروا البيبان سكروا البيبان ولا ما تركبش يقعد يستنى ساعه على الترونسبور خير ما يصير له كارثه المتروات يحب يطلع بالسيف زاد يسكر عليه الباب لا القانون هون هو مش من ريتو انت خاطيه عمل له خطيه تجي في خطيه 20 دينار خليه ما يخسر روحه معناها يتشاو عليه دارهم المتروات كيف كيف حاله راهي مكربه امان في الترونسبور فرح ما تعرفوش عادة الترانسبور فرح والله الحقيقة متاع ربي أنا ترانسبور بيبليك خذيته برشا ما مش في تونس في باريس ما أنت في باريس كنت عايشة في باريس والبيرو يرجع لي حق الكارت نافيغو متاعي الحقيقة ومنظم فيه برشا سرقة ما منظم وافيك ساعي تسمع غالية ما تاخذ كارت متاعك في تونس الحقيقة خذيت تاكسيات طلعت مرة في تاكسي جيمي وكنت نقرا في ليكول ناسيونال داركتكتور متاع سيدي بوسعيد ذكر مرة من خذيت تجي أنكار نقولوا للي يسوقوا في الكيران ولا المترويت تسكروا لازمكم تسكروا البيبان حتى كان اكتظاظ لازمك تسكر مفروض عليك ما تخليش هكاك نقصوا من السرعه بالنسبه للتاكسي جماعي لانه الناس كل تتشكى من السرعه والمواطن زاد يمشي بشويه بشويه ودي كاميرا ونسيسوا على بعضنا ومش خاطر اكتظاظ والحقيقه وراو تسرقوا في ناس تركب في كار ولا في المترو ما تصوروش عندهم الامكانيات معناها باش تزيدوا انتم تسرقوهم معناها اما راهو نحب نقول حاجه راهم يركبوا كاميرا يكسروها من غدوه راهو يا يسرى اي المواطن زاد يرد باله على خاطر نلقاو مرسومين عليه ومكتوبين عليه راه شويه من المواطن وشويه من الدوله باش نبنيو دوله راه شويه شويه دونك تحيه لهم كما قلنا فرح انا وياك تو اسئله والله يصف على الاخر ما تبكيليش يا فرح من اول مره ما تبكي علاش قبلت انا ما تبكيليش يا فرح الوغ باش نبدا نسالك 10 اسئله فرح اغلى انسان في حياتك ومزوق كيف اللي هما بابا وماما واختي مش أبغى أمك وبوك وأختك أبغى العائلة أبوك ما أغلى أنت قلت لي أغلى أنا أعطيتك ثلاث ثم تحبوا هكا نعطيكم هكا ما مازلتوا شنو هذا معناها هما أغلى ثلاثة علاش شنو علاقتك بأمك فرح؟ قوية 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 برشا برشا عرق برشا حب برشا عرق برشا حب ما تحكي لها كل شيء فرح؟ تطلع وحدها ماني حتى كي ما تقولهاش تبدا عارفه هذيك يقول لي لانستا ما تغنى اما اقرب امك ولا ابوك الزوز الزوز انا شو تخي بروش دو مي بارون ربي فضلهم لي وتحيه اليوم نحبكم 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 اون بليس كنا اربعه في الدار قبل معنا اختي اللي تعيش في باريس ورينا ثلاث اختك ماهيش كيفك ناشطه على ريزو سوسيو ما تحبش الشهره سكرت ولا انستغرام ما تحبش الشهره انتقيها مره يهبطوا عليها ما نعرفش قداش من عبد تبدا تسب فيا تقولي علاش عملت لك ليه ليه اختي كيف هي ما بيضا عينيها خضر اه بون اي تعبر ميمي ما تحبش تظهر على ريزو سوسيو انتي ريزو سوسيو انتي ريزو سوسيو تاع تري ديسكريت و خديمة وتبارك الله عليها مهمة العائلة فرح أهم حاجة وكي يقولوا لك الحاجة ديك ما تعملهاش أنت تدخل معاهم في نقاش وإلا تنفذ الأوامر كما راكي فيه سا ديبون شنو هي الحاجة شنو هي الحاجة اللي متقلقين منها ساعات خدمت مش لاركتيكتور ها ساعات الدخول وخروج وتسجل اون بلان ميليو دو لا نوي وزيد بابا فما حاجه اخرى ما يحملهاش اللي كنت ديما نوري العائله ونوري الدار ونوري كيفاش نعيش ويعرفوا الدار الكل ويعرفوا الكلبي ويعرفوا كليبي بلوتو ويعرفوا العساس ويعرفوا فهمت ما حبش ما عادش تهبطوا دونك فهمت البلديه مره باش بدل بطاقه تعريف بلديه ولا بوليسيه نسيت حاسلو قالوا له جيب شي حط لادريس نتاع بيروه كيما مستانس قالت له لي قال كيفي سامحني معناتها عندي 40 سنه حط نفس لادريس قالت له لي انت بو فاف وتسكن في سكره دارك بالبيسي اي هو اللي شدت في مخه اللي دار بالبيسي تجار هم المحل ايوه ربي يزيد اكثر حاجه كنت تخسرها فرح عائلتي تندم نندم معناها يا تقول خسرت هالحاجة هذيك من حياتي خسرت وكملت شنو قلت فرح ما سمعتش اش قالت لك سامي؟ حاجة حاجة بيني وبين سامي لا الناس تتفرج فينا راه لا ما يسالش فما حاجات ندمت على ما يعرفهم سامي كيما شنيا؟ حاجات
فما عباد كي خرجوا فما باغ اكزومبل ما قداش من مره تخطبتوا ورفضتوا وتمضوا بينا جنب الطويلي فهمت شكون اكثر انسان خطبك وانت رفضته وتندم اني انت ما قبلتش؟ ليه فما برشا وعندهم برشا عندهم برشا وشنو سبب رفضك وقتها للزواج؟ صغيره صغيره ومازلت نحب نعيش ومازلت انا جو ما فوي با ديريكتومون عرفت كلي معارسه وعندي صغار جينا فرخه كنت الوقت يجري كل حاجه تحب تعرس فاف ولا ايه؟ حب نعرس ولا لا والله يس العرس با سبيسيالمون معناتها نحب وليت نحب نجيب صغار ان شاء الله ربي اما فيك يفو سيفغ لوغدغ دي شوز دونك لازمك تعرس باش تنجم تجيب صغار والله كان بداها تجيب صغار من غير ما تعرس ما كنتش نحب نجيب صغار كنت نقول وانا صغيره كنت نقول شو بدا تلمون هاريخ اللي بيس عليه لبس عليه لبس عليه شو بدا عايشه في قصر وانا نبدا ساكنه في الليل جوش هكا بتاع القصر الليل است وصغاري في الليل ويست تجي طول عليا وقت اللي فما لا بكي لا كوش لا حتى هذاك شو كنت نقول واو الاحلام معناتها ما كنتش عندي حتى في بغنا ماتغنال ولا جمله هو ديجا حتى في لي كونت دو في يحط لك في الاخر الفيكور تورو يور بوكو دونفون ما كانش يجيو لي زونفون عملوا جاوب بهم راحوا حكوا عليهم من الاول اما ما صدقتش اما اللي من بعد بالكبر تولي تقول شوف في صاحبتك يعرسوا جيبوا في الصغار وانت نهار كامل ماشا جاي شريت له كادو والاخر شريت له كادو والاخر جيب له الزرير والاخر تولي تقول والله ما احليهم هما تولي عندك احساسك تحب تعرس ليه مش حاب نعرس حاب نجيب صغار عندنا زوز ما تشرف عندنا زوز معرسين نسالهم نور به العرس يهبل انا وسمي فيديوهاتنا قداش من الفيديو عملنا واحنا معرسين صح شوف بس قال لك شجعك على العرس عايشين حياه ورديه هاكم لا لا انا نشجع على العرس نشجع على جيب الصغار صغار ما احليهم بالرسمي صغار ما احليهم لازمك تلقى مع شكون تعمل مع عبد باهي زاد اخت الصغار كان شكون حطوا لها بلي عندها تصويره وهي عروسه وتدك زاد ربت العرس هاك مؤخرا تفيل روحك تفيل تخيلوني باش نعرس تخيلك باش تعرسها هكا وتيتها ربت العرس فرح الحقيقه كل شيء اوكي ما شكون ذكرني عندنا منها في البلاتو اغلى حاجه شريتها فرح اغلى حاجه هديوها لي ما شريتهاش شنيا دي كادو تاع مي بارون اغلى حاجه تحكي فينانسيرمون ما بيان سور خاطر اغلى حاجه ما تتشريش هيك تجي تشوف اما مي بارون تاع مش هديوها لي تعبوا عليها هي ليدوكاسيون تاعي الحقيقة هذيك أغلى حاجة قرايتك قرايتي وقريت دون لي ميور زيكول والحمد لله تربية وأخلاق ما شاء الله كاو برشا خدمة أحلى كنت بلاد. لفعك كنت صغرونة أحلى بلاد زرتها وتحب ديما تزورها كل بلاد عندها حاجة ما عمري ما مشيت لبلاد أنت بلاد ما فماش بلاد هكا ديما تقول تيان تحب نمشي البلاد هذيك فما بلايص ما مشيت لهمش نحب نمشي لهم تو باغ اكزومبل مشيت برشا مرات لأمريكا ما عمري ما مشيت نيويورك ما عمري ما عملت لازي اما اكثر حاجه نحب نمشي لها هي مكه هي شنو؟ مكه العمره ان شاء الله ربي عمره حج يعني تحب تمشي للسعوديه معناها تزور بقاع الله نقولوا احنا ان شاء الله علاش اللي ربي كتبها لك امنيتك في الحياه فرح نمشي العمره ونجيب صغار حكينا عليهم معناتها بزاف فما زوين دونك ننصحك تمشي للعمره تدعي ربي اتتروح ربي الحمد لله ندعي له كلنا شريك الدرب في العمره والله نعرف برشا كيكة اي سبحان الله والله حجمتها كيكة مشيت لعمرة روحت بواحد عاش في ايطاليا هذا يصير مشيت لعمرة والله مشيت لعمرة خطبوها زوج واحد مصري واحد تونسي عاش في ايطاليا قعد بيتها تنفوس يتوسع النطاق والله انا امي تتفرج باش تقول لي يا بنيتي بعثتك العمرة وما جبت حتى شيء انسان تطلب منه السماح الحقيقه اللي غلطت معاهم طلبت منهم سماح ما فهميش عبطة و نظمة معناها كي تغلط مع حد تطلب السماح ايه كي اللي يغلط انا شو كمسا نغلط نطلب سماح اكو غلطت مع تونس كامله وطلبت سماح شو كمسا عندي الحق نغلط وهما لازمهم يسامحوني زاد ما فهميش عبد ما جي با دوموندي باردون ساعات نغلطوا في عباد فرح وما نفيقوش برواحنا نعملوا كي نجرحوا عباد نجرب مش ما نبداش هكاك مش ما نغلطش فما حتى عبد تعترف له بالغلط نتاعك؟ معناتها يعني انت غلطت في حقه حتى عبد؟ ليه ليه الحمد لله الحقيقه كل ما غلطت طلبت سميح قلت لك دونك توا ما جوستومون ما يجيش عبد في المخي خاطر كان جيت هكا نادمه ولا حاجه نقول اه والله توقيت باش نطلب سماح ليه ما فهمي حتى حاجه شنو هي الحاجه كان يرجع بيك الوقت ما تعملهاش؟
الخطبه سي بون موضوع اخر ابار الخطاب اللي انت رفضتي نرجع بتويلي برشا عبيد ما كانيش خلطتهم الجمله برشا عبيد دخلتهم لدارنا دخلتهم لحياتي دخلت وحكيت لهم اسراري صغر غدروني اكثر حاجه ندمت عليها غدروني بيان سور كلها غدرت هذيك علاش انا ندور نرجع لصحابي نتاع اللي كيون توجور ايتي لا بور موا عرفت اللي نقراو مع بعضنا من غوبير دي سنوس الميوتول معناتها اون سي جامي بيردو دو فيو من الماترنيل واحنا اصحاب كيفاش نوع الغدره فرح اللي انت برشا برشا تقلقيل هزين وجيبين كلام مشاكل بين العبيد فما حتى عبيد حبوا يدخلوا يعملوا لي مشاكل في عائلتي معناتها ولا سحر ولا برشا برشا حاجات صاروا لي معناتها لقيت انت السحر معناها انت تعرفت انت لقيت سحر في لقيت في فرشه لقيت حرص وشكون اللي يجي لبيتي معناتها كان صاحبتي بيت بحذايا دي كوبين وكل شيء الله لا تربح شنو عملت فرح؟ شو عملت؟ مت بالفجعه انا ما امنش برشا بالحكايات هذوما معناتها ديما نقول ربي احكي مع ربي يطلب ربي وكهو شنو هي باش نمشي هي جربت باش تسحرني وانا نمشي للواحد يسحر ونقول له رجع له فاز نو سي با مون تخيك عملت لكم عرفت شكون؟ ها؟ عرفت شكون؟ شيكا وما زلت اون كونتاكت بها؟ جملة باي باي باهي كان يرجع بك الوقت تدخل للانستغرام حبوا انا نعم انا ماكش نادمه رغم الضغوطات ورغم المشاكل والكلام مشاكل مره في الدراق قديش الحقيقه ومن معناتها غلطات نقصد مش مشاكل مره بعد قديش مانيش شو با لا بور بروني دي باد باز ولا حاجه شو كالكان دو دغوا دونك ما نندمش الانستغرام عرفني برشا عبيد محليهم زاده الانستغرام فرحت به برشا عبيد الانستغرام حلي برشا بيبي افي ان سارت اللي برشا عبيد تحبني زاده درس تعلمته في الحياه في عمرك هذايا ما عادش نجيك للميسيون خاطر تاخذ راه ودارت لا انت تعرف قد ما تجيني اللي نفهموا عليه معناها في اطار الاحترام و... لا لا الحمد لله ما نجمش ما نتبعش لاكتواليتي انا معناها هذايا سي د لاكتواليتي فرح سي د لاكتواليتي مي سي دي سوجي سنسيبل كهو باهي درس تقولوا للي يتفرجوا فيك درس مانيش نعطي دروس تجربه نجم نعطي دي كونساي دي كونساي فوالا سو جور معناها حبوا بعضكم ما تقلقلوش كي تحسوا فما حاجه هكا ولا هكا في لونتوراج بتاعكم افصعوا منها بروفيتي دو فات فامي او ماكسيموم تعرش على الدنيا تعرش على الدنيا عدي وقت مع عائلتك خاطر يذوكم هما لو دور الرسمه هي عائلتك تلقاهم كان هما ميرسي بوكو فرح فرحانة اللي كنت حاضرة بحذنا إن شاء الله مبكينيك سامحنا عاد كان بكينيك الله غالب الله غالب هذاك هو يسرى شنو تحب تقول فرح في كلمة الختام شكرا بحليك قعد هكاك ما تبدلش خليها هكاك خاطر هي حلاوتها فرحها التلقائية نتاعها واللي يعجبني في فرح اللي كي تغلط تستعرف يا خويا أنا غلطت أنا غلطت تقتلوني عمل شنو أنا غلطت تغلط تقتلوني إي معناها ليه باش تقتلوني قلت لهم فوالا قلت لهم باش تقتلوني يعني الإنسان يغلط المفيد أنه يعرف الغلط نتاعو يطلب السماح وكها ويقدم ومن الحاجه هذيك يتعلم ويقدم الحاجه اللي هي فاهمه اش قاعده تعمل طارق فرح تقعد تقعد فرح امل هو اللي يقول لك العبد بيه اللي يستعرف بغلطه معناها ظهر الفون نتاعها بيا برشا ان شاء الله ربي معاك نور تعرفوش بعضنا وكل يوم تعرفنا على بعضنا تخدلت طول القلب نور هو يقول لك كل واحد ياخذ من اسمه نصيب معناها فرح يدل على الفرحه وما احلى هي بهجه وفرحه ودخلت معناتها بدلت لنا الجو كمان محليك سامي باش نقول لك فرح حكيت انا وياه وملح دخلت لدارهم نعرفهم مليح نعرف امها نوجه لها تحيه وين امك زيدا نحب برشا امها وهي تحب امي تحبها زيدا فرح شو نقول لك الحقيقه محلاك شفتوها اليوم اكتشاف ولا محلاها على الاخر سبونتاني وكان وكان عندها شكال من بكري تلعب بيه في الديريكت ما عم بالهيك بس دايما كانوا يرعشوا من الاول ونعمل هكا مش مستانسه مستانسه ديما معناتها شو تخزاني سوغ لي بلاتو قديش من بلاتو يجا ويكون كولونيكوز معناتها شو عليز كيما ورا تليفون كيما في بلاتو ما راهوش شكال هكا هذاك الشكال الوغ فرح شنو تحب تقول كلمة الختام وشكون تحب تشكر؟ نشكر نشكرك انت ساعة بور لانفيتاسيون تعرفني انا عندي معزة بارتيكولير ليك ميرسي
نذكر هند هنيد على الميك اب، امنه على الصوان تاعي نتاع البارح، نيو بارت سي لا مارك دون جو سويز امباسادريس دوبوي توا 5 سنين لللبستي، ونشكركم انتوما. مرحبا بكم. احنا نمشيو الفصل الاشهري ونرجعو نكملو البارتي الثانيه. واليوم حاضره بحدنا ريما باش نحكيو مع لا مارك بيوتا بيو. مرحبا ريما. عايشك وبيك اكثر. الوغ جبت لنا اليوم اليوم جبت لكم ثلاثة حاجات من لاجام بيوتا. ايه دونك هي فيها بلوزيوغ برودوي اخرين. جبنا اليوم الموس نتوايان اللي هو يمشي تو تيب دو بو. ايه وزيدا ايدغاتونت. ونتصور الموس يمشي برشا في الشتاء ودونك عليه دوموند واستعمال اكثر في الشتاء. خاطر نغسلوا بيه وجوهنا يرغي تقول يرغي بليتو وتزيد اكثر تنجم حتى تنحي بالمكياج يمشي فونكسيون معناها دي ماكيون باهي. وعندنا زبالك كريم اللي هي ايدغاتونت اباز اباز كامومي فيها الكامومي اللي هي تعمل ايدغاتاسيون. و الكريم تستعملوها في الليل والا في النهار؟ تمشي جوغ نوي زوز باهي. نجم نعملها باز قبل المكياج معناها فوالا باهي. وتمشي زاد تو تيب دو بو باهي. نمشيو توا للجيل اللي اباز داليو فيغا باهي. دونك ماك تعرفوا لاليو فيغا زاد تعطي ايدغاتاسيون. انا نشجع ياسر بون هو ما توش تونسي 100% نشجع عليا هذه حاجه واضحه. وثاني حاجه توا في الشتاء لازمنا ياسر نحافظوا على البوم تاعنا صابرين خاطر معظم الناس ما تشربش الماء تنسى رويحها من غير ماء. دونك واحد لازم يتلهى شويه بالبشره نتاعو كل شيء. تعمل سكين كير نور؟ اي نعمل سكين كير بيان سور. ملا دوغين افون تعمل كان بيوتا تدلل بيان سور. الحاجه الباهيه اللي هما بيو معناها بيو مش كيما لي برودوي الاخرين معناها ولا الزريرق وكل الحاجات. واحد ديما مش يعمل مكياج على وجه لازمك تنظف معناها البوم تاعك وتستعمل دي برودوي بيو ننصح بينا وكيما نقول لك معناها الدوام ينقب الرخام لازمكم تستعملوا لي برودوي بيو بالحق معناها كل طفله انا ننصحها انا خاطر نستعمل في لي برودوي بيو معناها لي برودوي نتاعي الكل بيو ننصح اي طفله تستعملهم معناها. طارق انت تستعمل لي برودوي بيان سور خاصه في الشتاء تو خاطر طول البو تولي ديزيدغاتي. دونك خاطر ما نشربوش برشا مي هو لو مينيموم في النهار لازم نشربو 3 لتر دو امبوسيبل تو في الشتاء دونك يساعد يعاون باش نبوستيو لابو. اوك عندكم دي كادو من عند بيوتا بيو ما فماش كي لي برودوي هذوما فما دوطخ برودوي هكا ولا؟ فما دي زوطخ برودوي كيما جيل دوش البوم عندنا في موجودين زاد تو في لي كرون سيرفاس. اي تلقاوهم عندكم القماش كل شيء موجود دونك موجود تري تري بيان. احنا باش نحطوا الرقم اسفل الشاشه اذا كان الناس حبت تتصل وتاخذ اكثر معلومات على مارك بيوتا بيو اللي تلقاو عندها كل شيء. ميرسي بوكو ريما. مازلت عندك ما تقول؟ لا لا سي بون. ميرسي بوكو مرحبا بيك. هذه كانت بيوتا بيو الارقام اسفل الشاشه تنجموا تكونتاكتيهم باش تستفسروا اكثر على مارك هذايا. مازلنا مكملين في الدوزيام بارتي والتحق بنا المنتج مجدي حسيني. مرحبا بك مجدي. عسلامة صبري. الو سعيده انك تكون حاضر بحضينا. شوف لي بلاتو الكل استدعاوا الممثلين نتاع فيلم خاتم عليسة الا انا بحكم صديقتي جبت المنتج بيدو. افيك بليزير. مرحبا بك. هو يمكن الانيماتريس الوحيده اللي حضرت معها مرتين فرد عام يمكن ولا مرتين اصلا. صحيح. ذري ما فما حتى واحد عودت معاه مره اخرى. الاكتيف باهي راهي العلاقات باهي في ميدانا. الوغ مجدي باش نحكيو ونشكروك وبرافو على فيلم خاتم عليسة اللي هو موجه للاطفال، اول فيلم في العالم العربي يتوجه بالضبط. يكون مخصص للاطفال. بالضبط هو اول فيلم في العالم العربي موجه للاطفال وبطوله اطفال. اي لانه رينا فما افلام مصريه فما نجموا نلقاو فيلم يستهدف الاطفال بطوله احمد حلمي ولا بطوله ياسمين عبد العزيز ولا ولكن فيلم للاطفال كيما افلام ديزني مغامرات فانتازيا بطوله اطفال اسونسيلمون اول فيلم في تونس في العالم العربي من نوعه. علاش اخترت تحكي في الموضوع هذا؟ اولا ساعه كي نحكي انا كمنتج نحكي ديما بالسوق. السوق نتاعنا اليوم ما فما اقبال على افلام الاطفال الاجنبيه واحنا كتوانسه ولا كعرب ما عندناش حتى برودوي
اللي يحكي على أولادنا ولا اللي يمثل أولادنا ولا اللي يحكي بلهجتهم بلغتهم بعاداتهم. دونك هوني السوق مستحق حاجة كما هكا، هذه الأولى. الثانية يمكن أحنا، وهذا مهم بالنسبة لينا على مستوى وطني، دونك أحنا الأولانيين، على مستوى عربي يمكن ما نجمناش نفرضوا تجاريا، يمكن في على مستوى المهرجانات قاعدين ناخذوا في جوائز ونمشيو الأقوى الفيستيفال الموجودين في العالم في السينما، ولكن تجاريا ما فما حتى فيلم تونسي هكا عمل جمعتين ولا ثلاثة جمعات ولا اللي هو في مصر مثلا الناس بالصف يحبوا يتفرجوا في فيلم تونسي ولا في حتى بلاد بالعالم. لأن تعرف نحن سوق محلية مانيش سوق عربية، احنا كان مصر وشوية لبنان هي اللي تكون تعمل مشاهدات عربية، ما سينو احنا مسلسلتنا محلية. اليوم كي تخلق كي تخلق للمتفرج العربي برودوي هو بيدو ما عندوش منه. اللي هو اليوم الصغير العربي، اليوم الطفل اللي في 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 مصر ولا في السعودية ولا في الإمارات ولا في أي بلاد عربية ما عندوش حتى حاجة، حتى فيلم في السينما اللي يحكي كيفه، يحكي لـ 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 على عبيد وعلى ولادات صغار كيفه منه إلي. فهذا ينجم يخلينا اليوم نجم ندخلوا الأسواق العربية ونجم نوليه عنا أفلام تونسية حتى كان في مرحلة أولى مدبلجة للهجات أخرى. سامي دريدي بجنبك الجمعة اللي فاتت قال أنا يحز في نفسي أني أنا ما نكونش حاضر في العمل هذايا، علاش ما تمش اختياري، خاصة أنا بالأرقام رقم واحد، مروب، شخصية مروب، الصغار الكل يحبوها، نجاح كبير حقق، علاش أنا صديقي أحمد الأندلسي، علاش ما حتى تكريم صغير للبيرسوناج هذيك. فوالا سامي مش ندافع عليك. جوست خاطر نوضح له مجدي صديقي راه نحبه برشا، وأحمد هذا صاحبي ونحبه برشا وفرحان بالبروجي. هو فيلم موجه للصغار. صحيح. وكي تحط شخصية سامي مراوب، أصلاً أنت كي تحط مراوب لا بيرسوناج في فيلم، راهو برشا صغار، حتى دور في المكاتب عملت برشا مسرحيات مع الصغار، نعرف شو معناها كي يدخل البيرسوناج تاع سامي مراوب، الصغار قداش تفرح. في الشارع تعرضوني مراوب مراوب. يعني كي بيرسوناج وأنا تونسي، أنا نعيش في تونس ولحلوحة طلعوا معايا معناها. صحيح. معناها لحلوحة اسم لحلوحة، نحب برشا لحلوحة، أنا أعطيته اسم لحلوحة معناها أنا. مش مستر جعفر القاسمي اللي هو اللي عرفني بلحلوحة من الاول، وانا سميت لحلوحة وكان بيرسوناج محلية موتيل الاسم، وما فرح له اللي هو بيرسوناج وقال عمل بيرفورمانس قويه ياسر. انا تمنيت مش سامي دريدي، كسامي مروب كبيرسوناج ناجحه للصغار تكون موجوده. ما خممته في الناس، انا شو شفت خممت في الناس الكل، شفت البوندانوس اغلبيه الوجوه شفت حتى اللي في عمري، حتى اللي في عمري المنتج هو باش يجاوبك. ما هو يكون منتج ما عندوش دخل اكثر من السيناريست والمخرج. المنتج يعطيه فلوس باش ينجح الفيلم، ما عندوش دخل. انا قلت لك احمد النص وصاحبي وعشرين يمكن ما خمش فيه، يمكن ما فهمش علاش غابت عليه كي حاجته مثلا بلحلوحه معاه، نسى اللي مروب مع لحلوحه، ما فهمتش البيرسوناج اللي مروب تعطي البلوس. هو ناجح على الفيلم على الاخر وقلت ربي زيد ينجح، اما زيد يعطي بلوس من الفيلم وتمنيت كان يكون معاه. شوف انا كما قال هو مانيش انا المعني بالاجابه على السؤال هذا بالذات، ولكن مثالش خليني نعطي وجهه نظر. احنا في مرحله اولى كان فما سيناريو وكتابه سيناريو، ما كانتش عندنا اسماء محطوطه واحمد يكتب في السيناريو، معناها نحكيو على اربع صغيرات باش يمشيو. يمكن الوحيد اللي كان من بدايه الفكره موجود هو معز بعطور اللي هو سبيدي، واللي نوجه له تحيه. الفكرة بعد بقية الشخصيات جاءوا كما قلت لك في قلب الحكاية. ينجم يكون أحمد ما راش سامي ولا ما يراش سامي في واحد من الشخصيات الموجودة في خاتم عليس، معناها اليوم عندنا جد، عندنا يمكن ضيوف شرف اللي عملوا سيكونس دو سيكونس. هذا هو هذا هو حتى تكريم الشخصيه. يا قلت لهم حتى وانا من عندي عديتوني من الفيلم. انا راه خير، انا راه احسن من هذا. انا راه علاش لا سامي ما يكونش معانا؟ تو داخلين نصور واحنا مش في خاتم عليسه اثنين، احنا عندنا فيلم اخر تاع صغار وعندنا خاتم عليسه اثنين وخاتم عليسه ثلاثه. انا راه سامي يكون موجود ماهوش تكريما وماخذه بالخاطر، وماهوش على خاطر هو سمى لحلوحه، ومش على خاطر سامي يحبوه الصغار، ليه؟ سامي يستحق انه يكون عنده اكس في فيلم، ويستحق انه يكون اكتور برانسيبال، اكثر من انه يجيبه ماخذه بالخاطر. انا راه سامي والله كاني مثلت. ليه والله بالحق، انا هذا الراي، انا بعثت لك انفيتاسيون، وانا قعدت نسال قلت لهم سامي علاش ما جاش؟ قالوا لي راهو يضر لي عنده اونجاجمون ولا لا، خاطر متغشش وماهوش في العمل. لا والله ما كان جي قال لي متغشش راني مشيت لداره. لانه سامي صديقي والله كل شيء، ويشرفني انه سامي يخدم معايا، ويشرفني انه الفيلم بتاعي يكون فيه سامي. باهي برشا. صحيتك ربحت الدور؟
مبروك خاتم عليك. لا لا ما يستحقش، هو باش يتغشش باش ياخذ دور سامي اكبر من هنا. انت هبطت ستاتيو مجدي قلت فيه انتجت 5 أفلام في عام، يعني في البريود الاخرانيه. وي. من الدراما للفانتازيا للبسيكودراما للكوميديا، الاعمال هذه الكل، كيفاش نجمت تنتج الاعمال هذه الكل؟ الله يتوفيق من عند ربي. اكيد توفيق من عند ربي، الوضع صعيب ويقولوا الانتاج صعيب توا. شوف اول حاجه يمكن نحن نمثل مجلسة جديدة في الانتاج، يمكن الطريقة اللي ننجو بها احنا ما ينجوش بها الناس الاخرين، وهما معناها يعطيهم الصحة في اللي يعملوا فيه، واحنا ربي وفقنا في التجربة اللي نخوضوا فيها. احنا انتجنا سفاح نابل تقريبا بموارد منعدم، وهذا قلناه من النهار الاول، ما قلناش رانا عملنا فيلم بمليارات، ما عندناش فلوس، لمينا بعضنا قلنا نحبوا نعملوه الفيلم هذا، انت كلم فلان اللي نجم يصبر عليك يخلص بعد العرض، وانت كلم صاحبك اللي نجم يصبر عليك، ونكلموا اللي باش نكريو من عنده الماتريال، نقولوا له بالله تنجمش نعطيوك توا كان 30% نكملوا لك بعد ما يخرج الفيلم، وبالطريقه هذه صورنا. دونك الحقيقه كانت لما نتاع اصدقاء اكثر منه انتاج اصلا. معناها انا ما كنتش منتج العمل حقيقه، ولا كان عندي دور منتج العمل حقيقه، ولكن كنت انا نمثل في 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 منتج العمل، ولكن كلنا كنا منجين، حتى كي تقرا جينيريك تلقى يمكن 10 منجين. كل واحد عاون بطريقته، كل واحد عاون بصحابه، كل واحد عاون بعلاقاته، وكما نقولوا احنا تكتلنا عليه صفيح نابل باش نجمنا نخرجوه. جات فكره خاتم عليسه الحقيقه زيدا اون افي با لي مويان، يعني ما صار حتى شيء. ديما ما فماش لي مويان ويتعمل الفيلم ما شاء الله. لا لا مش ما فماش لي مويان، احنا ما عندناش لي مويان. باهي. ولكن مشينا نلوجوا على لي مويان. مجدي نحس كأن فما يسميوه بالكلون، عرفتك مجدي حسيني كمنتج يتعامل مع وجوه معينه، احمد لندلسي، طارق بعلوش، صابر سيزار، احلام الفقيه، شكون الوجوه اللي انت تعاملت معهم في عده الافلام هما نفسهم يتعاودوا، خاصه خلق سمي لك الثلاثه ذوما، احمد لندلسي، طارق بعلوش، صابر سيزار، ولاو نتاع افلامك. فما فيلم مجدي الحسيني مش صحيح. هو مش صحيح. علاش يسرى انا ندافع على الكرونيكوز ده، يسرى مناعي كممثله علاش ما لقيتهاش عمل من اعمالك؟ اولا ساعه نعاود نقول لك راهو ماهوش المنتج هو اللي يختار الممثلين. اما يقترح اسماء ما نقترحش جمله، انا ما نقترحش، انا اقول لا. انا مثلا تقول لي صابرين معاوي نقول لهم لا. نحب شكون ترى انت؟ انا ما نراش. وليه علاش؟ ليه؟ لانه مثلا انا في الدور هذا لازمك تجيب لي ممثل يبيع. لانه انا افلامي تجاريه، وهوني ادافع بشراسه على افلام التجاريه اللي هي افلام الجمهور، فانا اليوم مهم اني نرجع فلوسي ونربح باش نجم نعمل فيلم اللي بعده. اي معناها انت ديما نفس الوجوه عليه. ما فماش نفس الوجوه. وين احمد لندلسي في الافلام الكل؟ لا مش صحيح. خاتم عليسه ما فيش احمد لندلسي. اي موجود عنصر من الفريق. ايه هو احمد لندلسي شريكي في شركه الانتاج نتاعي، احنا شركاء منجين مع بعضنا، احمد لندلسي هو رفيق دربي في كل شيء. معناها احمد لندلسي قولي كممثل، ليه كممثل مش معايا في كل شيء؟ كسيناريست كسيناريست هذا ثاني عمل، عملنا انكور متراج اللي قاعد يدور في العالم توا ويحصد في جوائز عالميه، تقريبا تعدينا في 6 مهرجانات، خذينا 6 بريات ان شاء الله. أول سيناريو هذا ثاني سيناريو الحمد لله. معناها أنت مفتوح على جميع الممثلين، تنجم تتعامل مع الممثلين الكل. أنا نتعامل مع أي واحد يضيف البلوس للعمل، وهذا يبقى رأي المخرج مش رأيي. معناها أنا يمكن نتدخل من الأول، من اللي نقعد مع المخرج نقول له عايش خويا راهو بالنسبة مثلا في الثلاثة الأبطال ولا الأدوار الرئيسية على الأقل أعطيني زوز أسماء نجم نبيع بهم. يسرى شنو رأيك في وجهة النظر هذه؟ نعرف ما حسيت الممثل بضاعة. لا باديتو لا ما نعرفش، على خاطر تقول معناها يبيع ما يبيعش، خاطر عندنا ما شاء الله انا ممثلين ما شاء الله معناها متميزين، ما حسب ما فهمتك انت تشوف تجاريا معناها اسكو هذاك يبيع لك كيفاش؟ صافي بارتي اي نشوف تجاريا طبعا طبعا، لانه انا اليوم باش نخرج الفيلم تجاريا انا دافع فلوس وحاطط فلوس ديزانفستيسور ومطالب بترجيع الفلوس هذيك ومطالب اني نربح، يعني انا حال شركه انتاج. حتى مش ممثلين النجم ينجم كيبدا راهو سيناريو قوي نجم يكون فما حاجه. كيفاش يوصل انا كيفاش يوصل نسمع بيه السيناريو نتاعك؟ انا اليوم انت عندك فيلم اسمه بيج شو. اي
انا من لا فيش باش نمشي نتفرج ولا مش نتفرج. علاش ما تخلقش انت يكون وجوه معناها جديده وجوه جديده فهمش نقصد معناها راهو عندنا ما شاء الله بالحق تو تمشي للمعهد العالي للفن المسرحي وتمشي. انا قبل كي كنت نقرا انا وبسام الحمراوي وقتها نغزر البسام ونقول هذايا باش يولي اكبر ممثل وحدي بالشيء اللي نشوف فيه راهو ما شاء الله عليه ايبا ذاك اللي صاير تمشي كي نشوف الكفاءات تشوف تشوف شيء انت تقول انا هذا بالحق هذا خرج من عندي انا اكتشافي انا هذا نعرف دور المخرج. نعرف انت نعرف امور انا قلت في ثلاثه ادوار الرئيسيه نطلب على الاقل حاجه اللي الجمهور نزيد نشجعه تستقبل من الوجوه اللي تبيع بها ما قلتش عكس هذا مش انا اللي نختار ما عنديش علاقه بالكاستينج انا يمكن انا كان قالوا لي يسرى مناعي نقول لهم بيان سي المخرج عنده رؤيته ما هو هو سيناريو شخصيات فهمت صابرين تلقى سيناريو شخصيات تلقى المخرج مثلا يغزر الشخصيه هذيك يشوفها غادي وغادي وغادي اما انا حاجه برك مثلا ها نقول حلو كاستينج كي فما افلام حلو كيك العبيدة كيك حلينا حلينا كاستينج حلينا كاستينج وجيو شاركوا برشا من الناس وانا ما نحضرش في الكاستينج وما ندخلش في الكاستينج والمعنى اي اي الحكايه ترجع نحكيو على انت من قبل تحكي التجارين التجارين جاوبك انديريكتومون المخرج نوري بوزيد وقال ان هو ما فماش حاجه اسمها سينما تجاريه ولازمنا نعملوا سينما ذات جوده يعني الكلام اللي انت تحكي فيه بالنسبه لوجهه نظر نوري بوزيد مش صحيح لازمنا نعملوا مواضيع نقشوها نحكيوا عليها نرتقيوا بالمجتمع اما المنطق نتاع السينما التجاريه مش موجوده شنو تجاوب نوري بوزيد انا جاوبته ديجا على فيسبوكي وانا وشاطر نوري بوزيد الراي انه يلزمنا نعملوا افلام ذات جوده انا معاه انا ضد اي فيلم رديء لانه الفيلم الرديء يبعد العباد ويبعد الجمهور على السينما ولكن طبعا ما نتوافقش مع سي نوري بوزيد في انه ما فماش حاجه اسمها سينما تجاريه وموجوده كان في امريكا واليوم قال زادا لازمنا نقعد ونحكيو على المواضيع التابو والمواضيع المحظوره. انا اليوم يا سي نوري راهو عندي ارقام تحكي اللي راني مانيش نحكي في المواضيع المحظوره اللي نجم في يوم من الايام نحكي عليها راهو لا ادعي معناها ولكن انا اليوم قررت اني باش نحكي على مواضيع اخرى، حب نعمل فيلم تاع فانتازيا تاع صغار، حب نعمل قصه واقعيه تاع سفاح نابل، حب نعمل فيلم كوميدي اسمه ولاد الحي في دبي، نحب نعمل ما نعرفش انا بسيكودرام ما نعرفش شنو اسمه، فمانيش مطالب واحد اني نعمل كان المواضيع هذيا، اليوم الناس الكل والاذواق الكل، عندي فيلم تاع رعب باش يهبط في فيفري، معناها لازمني نحكي انا على ما نعرفش درا شنو الاذواق الكل لازمها تكون موجوده واحد اثنين والاهم من هذي الكل اليوم انا ادافع بشراسه على حاجه اسمها الفيلم التجاري يزينا من نقف ونشدوا الصف قدام الدعم الناس الكل واللي ياخذ دعم من الدوله يعمل فيلم واللي ما ياخذش دعم من الدوله نقعدوا نستناو بالسنوات باش ننتجوا فيلم يزي ثبتنا اليوم عندنا دي كومبلكس جدد نتاع سينماوات وعندنا اليوم اقبال الحمد لله اثبت المواطن التونسي كي تعمل له فيلم تحترمه فيه كي تعمل له فيلم مجعول لي هو خاطر فما عباد يعملوا فيلم لرواحهم مش للجمهور سامحني انت تعمل لي فيلم تفهمه كان انت واربعه من الناس ولا انا يلزمني بعد الفيلم نقعد مع المخرج يفسر لي هو شنو حاب يقول بالسردوك اللي هو يعني الحياه ما فهمتش شنو انا يلزمني نقرا انا ما قريتش فلاحه وصيد بحري انا هذا دوميني كان انا معناها ولد الدومي منتج سينما عامل خمسه افلام داير شطر العالم في المهرجانات نتاع العالم الكل، ندخل فيلم وما نفهموش، شكون مطالب انه يفهمه؟ بالنسبة لي افلامي للناس الكل، اللي قاري واللي مش قاري ومهما يكون شنو الخلفية نتاعو، اللي يجي بالنسبة لي انا للناس الكل وللعائلة. في فيلم خاتم عليسة للأطفال وبطولة أطفال ولكن زادة للعائلة، الكبار اللي باش يدخلوا باش يكتشفوا انه الفيلم ليهم هما، باش يلوجوا على الصغير اللي في وسطهم ويعملوا جو. سنوري نحترموك وكما قلت انا امثال سي نوري راهم برشا اللي يعتبروا ان يمكن انتصاب فوضوي في الحقل السينمائي ولكن انا نعتبر تحملناكم احنا وتحملنا افلامكم الباهيه والرديئه فما يسالش تحملونا لان نعملوا في سينما مختلفه وفخورين بالسينما المختلفه وباش نواصلوا في السينما المختلفه اللي يمكن تدخل جمهور عشرات واضعاف المرات قد ما اللي دخلوا فيهم السينما الاخرى ولا الافلام الاخرى اللي كيريناهم هم افلام مجعوله باش تكون افلام
نتاع مهرجانات واحترم ذلك ولازم تكون موجوده اللي تدافع على قضايا معينه لا وما عندي حتى مشكله مع هذا. باهي فما اكتظاظ وحاجه تفرح برشا افلام هبطت البريود هذايا خاتم عليسه فيلم لعبد الحميد بوشناق الابره نادي حفايظ ما بين برشا اعمال وتوا الفيلم الكوميدي مؤخرا سوبر تونسي هنيك عبد الحميد بوشناق من غادي نلقاو عركة عبد الحميد بوشناق ونادي حفايظ قيس شقير توا بعمل منافسه باهي حاجه تفرحنا والله هي منافسة باهية ولكن تسبب في هالاكتظاظ أيام قرطاج السينمائية لأنه لو كان فما أيام قرطاج السينمائية راهو فما أفلام هبطوا في وقتهم ورانا ما تلميناش الكل في شهر واحد هابطين ورا بعضنا نقولوا اللي ختم عليسة رقم واحد في الجمعة هذه الأسبوع هذا الحمد لله لأنه الأطفال وعطلة ذكاء من المنتج هذا والله شوف هو طبعا طبعا هو الدات كانت مبرمجين هالفيلم حاضر عنده أشهرة قرر من الاول في استراتيجية نتاعنا كل فيلم عنده وقته لازم يهبط فيه هذا سيبلي للصغار دونك نهبطوا احنا في السومين دو كوريكسيون باش نجموا في العطله الكلام ذا يمشيوا يتفرجوا والعائلات ينجموا يتفرجوا انا ذكي ونشكرك بالحق على الفيلم هذا لاني انا نحب نلوج على فيلم هكا باش نقول الكلام ذا اللي يقرا وخاطر نقريوا احنا ماده التربيه المسرحيه ويقراوا في البعد العجائبي ويحبوا يفهموا البعد العجائبي ويشوفوا شخصيات في الفانتازيا يمشيوا يشوفوا الفيلم هذا انا توا نداء مني للتلام ذا لي بارون باش يهزوا صغيرات يتفرجوا باش يفهموا في شنو قاعدين يقراوا خاطر هذايا باش ناخذوا اكزامبل من بعد في باش نحكيوا عليه وانا تو نزيد تلامذتي نقول لهم خاطر احنا انا مستحقين هكا افلام لصغيراتنا وكيف قال لك حتى يلم العائله باهي باهي حتى في فكرهم يطوروا لهم فكرهم ويهزهم هكا العالم اخر انا نعرف هذايا شنو اهميتهم بعد دونك امشي وتفرجوا واضح ميرسي يسرى شو تحب تقول مجدي على الفيلم هذا خاتم عليسه وعلى الاكتظاظ وعلى تصور فما فيلم شي طايح على خاتم عليسه فما فيلم شي طايح على خاتم عليسه ان شاء الله احنا نتمناو يعني هذا باش يصير انه فما فيلم باهي وباش يزيد يرجع العباد والجمهور للقاعات خاصه اللي حبيت نقوله زاده خاتم عليسه فيلم مختلف راه لانه جاب جمهور جديد ما كانش يمشي اصلا للسينما من اكثر الكلمات اللي سمعتهم كبار وصغار اول مره ندخل السينما يمكن جمهور خاتم عليسه جمهور بعيد على بقيه الافلام الاخرى الكاتيجوري نتاع المامي والبابي والكوب الجديد والصغار بالكل وكل شيء راه ما عندهمش برشا حاجات وما عندهمش ديما الفرصه باش انهم يمشيوا كعائله فيلم افلامنا مش كل عائليه فيلم عائلي فهذا هذا فيلم لم الناس الكل الصغار يلقاو رواحهم العائلات يبداو شيخين وكفرونا منهم بربي ان شاء الله خليها يمشيو للسينما ويمشيو العائلات ينجموا يهزوا صغار ويمشيو يتفرجوا ان شاء الله باش تهز ياسر وياسين اكيد اكيد خبيا مجدي فرحانه اللي كنت حاضر بحضنا توضحنا شويه امور شنو تحب تقول للناس وتشجعهم باش يتفرجوا في فيلم خاتم عليسة خاتم عليسة فيلم للناس الكل كما قلنا فيلم للعائله ننصحكم تمشيو تشوفوه تمشيو تتفرجوا فيه هاو الطقس مزيان العطلة مازالت حتى بعد العطلة باش يكون موجود باش نكونوا موجودين في ال 24 ولاية الحقيقة فما حاجة مهمة نحب نقولها تحية لوزيرة المرأة اللي استقبلتنا واللي قالت باش نشجعكم والفيلم هذا باش يكون موجود في كل دور الأطفال في كامل تراب الجمهورية الحقيقة لفتة كريمة من وزيرة المرأة يعطيها الصحة أوبجيكتيفنا أنه صغيرات تونس الكل تتفرج الفيلم اوبجيكتيفنا انه يولي عنا صناعه لصناعه افلام الاطفال كما قلت انت نعملوا في 5 افلام في العام يمكن اول مره في تاريخ السينما التونسيه نعملوا 5 افلام في العام سنه 5 ان شاء الله عام زي 10 ان شاء الله بالتوفيق لكم ماكاو باش تغادروني الفريق سامي الدريدي كلمه ختام شنو تحب تقول؟ فرحان مجدي جاب معنا ووضحنا كما قلنا لكن بوان نوار اللي هو خطيه الحقيقه وانا فرحان على الاخر بالافلام التونسيه واي انتاج تونسي سورتو ديستيني للصغار خاطر مرشي باهي الصغار وبشكروا معنا. ثاني حاجه كالعادة نحيي حسام كواف مورنيك على شعري ريم حمدي على المكياج ونور شيشخان اللي بحذايا على الكوستيم الحلو. تحية لهم الكل نور شيشخان شنو تحب تقول؟ والله انا نحب بون باش نختموا بيان سور توا 2023 باش ندخلوا في 2024 نتقابلوا معناتها الحلقه الجايه في 2024 ان شاء الله نحب نقول للعباد اللي نحبهم الكل راني نحبكم برشا وان شاء الله ربي فضلنا لبعضنا نحب نقول لماما راني توحشتك خاطر هي في العمر ان شاء الله ربي يجيبها على خير ان شاء الله نحب نقول سلموا عليها نحب نقول لعز اختي ان شاء الله كل عام وانت حيه بخير عيد ميلادها
وان شاء الله ربي يطولك في عمرك وان شاء الله ديما انت بحذايا وفي ظهري. تفضل زيد حي. زيد تحيه تحيه. نحب نقول البوبو زيد ربي فضلك ليا انت وايلين وبيرم. وميرسي حنان زيد على المكياج المزيان والشعر المزيان. ونحيي حمايتي زيد قولها زيد نحبك برشا ونفتتحوا ان شاء الله عام جديد مع بعضنا. ان شاء الله. وميرسي ليكيب الكل محليكم وان شاء الله نعديو عام جديد مع بعضنا وناجحين. ان شاء الله يسرى مناعي. نحب نشكر مجدي عايش. بالحق ميرسي بوكو فرحت برشا بحضورك اليوم وفرحانه بالانتاج الجديد عايش. المولود هذيا وان شاء الله معناها يكونوا برشا افلام هكا سورتو الصغيرات انا ديما نشجع سينو نحب نقول للشاده الساده المشاهدين ان شاء الله نكونوا خفيف ظل عليكم وفي عام 2023 بالباهي بالخايب انا نقول محليه عام تعدى وتوا نستقبلوا 2024 ان شاء الله عام مبروك عليكم الناس الكل ربي فضلكم وربي خليكم ونحب نهني عائلتي الكل باش ما نقعدش نسمي باش ما ننسى حتى حد عائلتي واصحابي وفوالا هذا هو صابرين ونشكر ريم حمدي على المكياج وخزينتي اللي لبستني مرحبا تارا شكرا ساعة نحب نقول لهم مبروك على الفيلم ونحب نعمل ريميرسيمون لمحمد في لاك دو فيتور اوبتيك على اللونيت ونور شيشخان على الكوستيو صحة أمل حاب نقول مرحبا بمسيو مجدي الحسيني فرحانه برشا اللي عندنا منجين كبار في تونس معناها كيما مسيو مجدي ان شاء الله العام الجديد مبروك علينا نحب نقدم تحيه لمريم خالدي على المكياج ونحب نعطي بوسه كبيره لعائلتي المصغره والمكبره وميرسي ليك انت صابرين وميرسي ليكيب الكل ميرسي بوكو احنا مازلنا مكملين في لا ثوازيام بارتي اما توا نمشيو للفصل الاشهاري واليوم حاضر بحذنا سيف الخضراوي باش نحكيو معاه على داون تاون مرحبا سيف عايشك ميرسي صابرين يفضلك مرحبا بك حكينا على داون تاون داون تاون باش نحكي على داون تاون نحكي على الدار الكبيره بيان سور داون تاون موجوده في باردو موجوده في العوينه داون تاون معروفه بالكونسيبت نتاعنا معروفه بها هو الفورميل كافيه ريستو بالفورميل بتديج عندنا بتديج تراديسيونيل عندنا البتديج الهيلثي بيان سور عندنا الريستورون على كارتا موجود في كل شيء ودخلنا تو بيانتو دخلنا ماكله تراديسيونيل زادا موجوده سيرتوك الماكله التونسيه معروفين بها اللحم في القله والفتيت والبرزقين دخلناه في الداون تاون هذايا تو ابار الماكله الاخرين مرات الكليون يقلق يقول لك نحب ماكله تراديسيونيل دونك تو دخلنا الماكله التونسيه وما ننساوش بيان سور هذاك البتيداج معروف دونك يجيو للداون تاون نلقاو من البتيداج فطور القايله للعشاء. العشاء بيان سور تلقى كل شيء في الداون تاون. اي حاجه يطلبها الكليون موجوده. تلقاها موجوده من المخيط للشيك للشوكولا لكل شيء بيان سور. باهي البتيداج بالضبط شنو فيه؟ البتيداج هو ثم انواع تاع البتيداج عندنا كات كونسيبت تاع البتيداج. اي فهمتني فما في تراديسيونيل وفما في الهيلثي بيان سور. وفما ما تحبش ما يحبش هذا يحب ياخذ حاجه اخرى كيف لاسات سكتري فورماج تلقى فيه البور الكوفيتير شوكولا تلقى فيه الياغورت نتاعنا ديالي التونسي بيان سور تلقى فيه الكرواسون فارسي تلقى فيه الاومليت حاجه بيان سواني اكيد وتعملوا ليفريزون والا لا؟ اكيد نخدموا ليفريزون وعندنا زاد مع جلوف ونعملوا ليفريزون تعملوا دونك مع تعملوا ليفريزون وزاد جلوف نعملوا مع عاملين معها كونسيبت تاع وديما نشوف فما سهريات في داون تاون اكيد معروفه داون تاون بالطبيعه داون تاون معروفه كان بالسواري في الليل بيان سور معروفه داون تاون بالكل دونك دخلنا حاجه جديده هو الكليون قلق برشا باش يدخل الفيسبوك انستغرام سناب شات دخلنا اللي جدد تو بحذينا في داون تاون اللي جي يقلق من دم التليفون ينجم يلعب برشا حاجات جدد هذه بيان سور فما دي جو كل برشا اللي جو موجودين الكل باهي كيف المدل كيف تلعب التونسي كيف الهريسه كيف الناس بكري قالوا كيف لاكسون فيريتي دونك لي جو ذوما يجيو يلعبوا ويعديوا قايت ويشربوا بلاصه التليفون يخرجوا من التليفون يجيو جروب مع بعض ما نجم يلعبوا بحدنا في الداون تاون شو محضرين قريب راس السنه صحيح محضرين برشا حاجات جديده ان شاء الله في راس العام وبعد راس العام ثم برشا حاجات جدد زاده من جديد كونسيبت جديده ديما فهم جديد ان شاء الله دونك سيف الخضراوي تنجموا تتابعوه على الانستغرام وتابعوا داون تاون لنوفوتي شنو على التيك توك بيان سور موجودين على التيك توك وعلى الانستغرام انستغرام وكل داون تاون سيف الخضراوي شنو تحب تقول للكليون تاعكم سيف؟ قول للكليون تاعنا مرحبا بكم في داون تاون استوي باردو والعوينه ويجي وجربوا بحذانا وتلقوا برشا جو وبرشا جو يستنى فيكم بيان سور ميرسي بوكو سيف الرقم موجود اسفل الشاشه للناس اللي تحب تكونتاكتيكم بور لا ليفريزون ولا باش يستفسروا اكثر على البلاصه ميرسي ميرسي عايشك فضلك مازلنا مكملين
التخوازيام بارتي والبارتي هذيا للفنانين وللفن وللجو وللغناء حاضر فيها كيما العاده طاهر بن سعيد. ضيفنا اليوم الفنان خالد غزال. فرحانين برشا جينا من الجزائر، فرحانين باستقباله، فرحانين اللي هو حاضر معنا شاب ميدو. خويا بلاتونا تزيري 100% باش يولي حاضره بحدنا مريم الجيريه. وفنانتنا الجميله غزال يوسف. مرحبا بكم، مرحبا بكم بحذايا. هاو تشوفوا البلاتو مخلط 50 تونسي و50 تزيري. يا محلاه لما شاب ميدو، مرحبا بك. مرحبا بك، الله يسلمك. اختفناك من الطريق. ربي يخليك ولا ربي يخليك. الحمد لله. جيت من الجي. جيت من الجي. جيت من الجزائر. جيت من الجزائر وسافا الجو. سافا سافا، شويه غلبه شويه غلبه، مي نورمال. شنو الطقس في الجزائر؟ بارد الحال كيما انا كيما لازم. كيما تونس؟ كيف كيف. اوكي، سيسنا روحك في تونس، انت ديما ماشي جاي تونس؟ ديما رايح جاي. ضيف عند مريم الزيريه. عند مريم، ديما عند مريم. شنو هي سر العلاقه الوطيده بين بعضكم؟ والله يا صديقي، صديقي يعني عندنا توا 7 ولا 8 سنين اصدقاء. ولد ما شاء الله عليه شاب ميدو. ما شاء الله، دي سكسي ونجاحات بارك الله. طاهر بن سعيد. اهلا وسهلا بك، اول مره في التاريخ طاهر ما يجيش روتار. برافو طاهر. انا حتى السطر ما تسترش، استر شويه مساله. لا لا لا، نفضح كل شيء نقوله. مرحبا طاهر. صباح مرحبا، لاباس عليك صابرين. مرحبا بالوجوه المنيره بحلانا والفنانين، نورتونا. مرحبا خالد. مرحبا. مرحبا بيك. وبيك اكثر. قرسين خالد؟ مش قرسين. شوفير والبلاتو جاوا به، ما تحسك هكا لاباس. غزال، كيفاش عديت الجمعه؟ كالعاده خدمة دار نوم. خدمة نوم. تقوم مأخر غزال؟ أنا والله نرقد 9 متاع الصباح، نقوم 10 في الليل، 9 في الليل. متصورة هذايا بوان كومان بينات الموجودين في البلاتو الكل، أنكم تقوموا ترقدوا مأخر وتقوموا ما تحصلوش عليهم الناس هذوما. عشت نهار ما نعرفوهاش. ما تعرفوهاش. شاب ميدو مرحبا، جيتنا اليوم بديو أنت ومريم الزيرية، حكينا على الديو هذا. هذا ديو جديد، كنا قاعدين في الاستوديو. خممنا جات واحد لا شونسون كامله حالي بارول يطيحوا على راجل ومراه. ايه خدمنا انا ومريم. علاش مريم اختارت انت شاب ميدو تاع مهديو؟ والله شاب ميدو على خاطر يعجبني صوته. انا بون انا نقولوا ملك الاحساس راهو. اللي ما تعرفوش اللي الشاب ميدو راهو ملك الاحساس، راهو يغني سونتيمونتال ويغني حاجه حلوه برشا. ايه ويعجبني شاب ميدو ابار اللي هو صديقي، صوته مزيان برشا. كلمات شكون الاغنيه هذه؟ بون كلمات شاب الموزع نتاعنا خليس. خليس وي. ايه عادل خليس. تونسي ولا جزائري؟ نو جزائري. معناها هذايا نقولوا برودوي 100% الجيريان. وي 100% الجيريان. باهي نسمعوها مال الاغنيه ونرجعوا نحكيو عليها اكثر. يلا نسمعوها تو سويت. شعلة فيها نارة، قولي لي وين نهارة، قولي لي وين نهارة. يا وغاضتني بيما وزمني غدارة، زمني غدارة. كبدها شعلة فيها نارة، قولي لي وين نهارة.
خضرة حب جديدة، كل خضرة حب جديدة. والخضرة ديما في داريا والناس تقاطع فيا، الناس تقاطع فيا. بني خداع لحبيبة، بني عصي وديا، بني عصي وديا. والخضرة ديما في داريا والناس تقاطع فيا، الناس تقاطع فيا. مريم شواليو، فما برشا دي ديو هكايا ان شاء الله يا رب ان شاء الله. علاش ما دخلتوش طاهر بن سعيد؟ لا لا دخلوا برك الله اصوات ما تعرفش عليها. طاهر بن سعيد داخل لمحال عنده حاجه معايا من بعد تسمعوها. بلاي باك وحدي معايا باش نشوفوا انتاجات اخرين باش نحكيو مع شيخ ميدو. اما فما ستاتيو يا مريم يا غزل يا خالد يا ميدو هبطها سي طاهر بن سعيد، قالك متغشش، قالك لا حول ولا قوة إلا بالله. في 2024 معناها فما فنانة طلبة كاشي 35 مليون، مازلنا نعيشوا ونشوفوا. احكي لي طاهر شوف ماك تعرف صابرين عندي أبار لي، أنا عندي شركة تاع تنظيم حفلات ومهرجانات، نخدم عازف وفنان ومنطق. اتصلت بفنانة باش جيت تحيا حفلة، مش حفلة كان ساعة الربع 45 دقيقة، طلبت عليه 35 مليون. علاش؟ قالت لك صاغر بون تاع 35 مليون، حاجة لا حشمت ولا جعرت ولا ما فهمتش يعني قوتها في الفلوس ولا قوتها في الفن اللي عنده ولا بالك تستحق الكاشي هذايا. مش لدرجة ذيك،
فماش علاش فنان تونسي فما فنانين لبنانيين ومصريين مش للدرجه هذيك بلي بلي باش القام تاعك طالعه ولا الكتب تاعك طالعه ولا عندك انتاجاتك بجي تعم صاغر ربع راه ترجمه صاغر ربع كي يقولوا نحن موظف عادي ياخذ في مليون ثلاث سنين باش يقعد ياخذ ثلاث سنين باش يجيب صاغر ربع نتاع الفنان هذا وينو هذا كلي ومشكله وين بعد لقاها تتشكى وتبكى في التلفزه فماش انتاجات ولا الاستوديو غالي وما استوديو غالي الفنانين كلي غاليين في ريفيو حاجه متفاهمين فيها اما باللي باش طلع الكاشي نتاعك ما طلعوش للدرجه هذي اقل فنان وصلت كلمته وانا في الريفيو طلب علي 7 ملايين اقرر الفنان هذا يعني المتوسط اقسم بالله طلب علي 7 ملايين اللي ترى استنى الفنانين يخدموا بدو يستناو 7 ملايين 8 10 مقبول 35 مليون في ساعه غير ربع برشا برشا وهنا طمعت ولا صفار شنو حكايتها اما برشا برشا والحاجه الوحيده اللي تمشي في الرفس اللي هو العازف علاش؟ العازف يقعدك من 9 نتاع الليل حتى انك ال 5 تاع الصباح يخدم ياخذك في 200 دينار ولا واحد يتكلم عليه ولا واحد يجبد عليه وعلاش هذا كليك حتى رئيس النقابه اخر مره طلع وما جبدش عليهم وما حكاش عليهم نحكيو كان على الفنانين وبطاقه احتراف وبرا بطاقه احتراف في باتش عمل باه بطاقه الاحتراف شنو زدتوا انت بطاقه الاحتراف زدتوا في الكاشي نتاعه هو انسان محترف يخدم معك محترف شو زدت عملت له انت؟ ليه بربي مش قاطعك طاهر بربي كي تقول رئيس النقابه قال راهو الفنان هو مصنف فنان عازف ولا يغني راهو فنان الفنان الفنان والعازف رانا فنانين تعزف تغني راك فنان ومن حقك سامحني يا سي مير الهمام راهو فيلم يطلع في بلاتويت ما يجبدش راهو العازفين باش يكون فنان ممكن يقول كلمة على الناس الكل الناس الكل الفنانين رانا شو يقول فنان زيدوا في الكاشي يمشي هو سير تيران يشوف هو العباد كيفاش قاعد يخدم في اللي ابسط حاجات يعمل عليهم طلع يشوف قداش كاشيات عاملين كونترا ومش عاملين كونترا يستحيل باش تلقى انت جروب في ريستورون تخدم عامله كونترا بالمستحيلات السبع دور حمامات الكل فما ناس في اطار قانون انت انه اطار قانون انا قانون تحكي عليه تخدم بالقانون يا صبري راني نعيش غاديك في حمامات وتقول لي قانون انا قانون انت تعرف ما فماش ما فماش الحكايه هذه ما فماش ولا باش قاطع صابرين ما يسالش انا اخر لا باش قاطعك اخر مفاهمه انا وياك باش تجي تخدم معايا شنو قلت لك نعمل لك يا مريم انت صاحبة لا استنى 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 شنو قلت لك نعمل لك انا احكيك على الاغلبيه شنو قلت لك نعمل انا وياك على الكونترا قلت له نعمل انا وياك تعرفني انا ما نشدش تعرفني انا ما نشدش اي كان جاي واحد اخر عندي تعمل بلاش كونترا انا تتشد ولا ما تشدش انا نتعامل بالكونترا تويت كي انا نتعامل بالكونترا هو هاو تونسي وقلت له نتعاملوا بالكونترا غزل شنو رايك في الموضوع هذا؟ انا الفنان يستغل برشا في الفرصه زيد في بلاده ماهوش باش يمشي يسافر لبلاصه اخرى اصلا الفنانه اللي يحكي عليها هو فما مخير منها وما يستحقوش عارفه انت الفنانه اللي قلتها فما فن فما مخير منها ما يستحقوش ما يطلبوش السوم هذيك خليه هي معناها ربي يهدي معناها انت تعرف تستغل في الموقف؟ بيان سور استغل في الموقف ريفيون ودنيا وكل قبل هو في الايامات العاديه امبوسيبل يخدم به السوم هذاك وما يجيبوا حتى حد حتى باقل منه برشا ما يخدمش شنو رايك انه فنانه تطلب 35 مليون حاجه كبيره معناها؟ والله هي حره ما استغلت الفرصه استغلت الفرصه مع طاهر بن سعيد قلت له 35 مليون اقسم بالله استغلت الفرصه من حقها 35 مليون في ريفيون ما نجمش نقول لها اقل ولا اكثر لكن هي حره انا ما عنديش راهو لا مع ريفيونات ولا الحكايه هذه ما عنديش معاها اول حاجه ثاني حاجه الحكايه هي يلزمها تتاثر خاطر بطاقه الاحتراف من اللوطه باش تلقى الكاشيه نتاع وزاره الثقافه المسؤول الاولاني شكون هي وزاره الثقافه ولا معناها هي اللي تتبع وتحدد الاسوام تسمع في اسوام مشطه النقابه عندها دور هنا النقابه عندها دور النقابه عندها دور النقابه تتبع الكاشي يطالبوا بالاحتراف هو الكاشيف تلقى فيه وزاره الثقافه النقابه هي طلبت الاحتراف قالت ناس كليك العازفين كليك مشوا يعملوا احتراف واللي بلاش احتراف يعني يجي الامن السياحي ويجي ويمرمدوا يعملوا اي ذاك قانون لازم قانون قانون هذاك هو انا كملت بدك الاحتراف شنو باش نخدم بك او اي مني زاد حتى تجي تفرض انت على خاطر تو فما محلات يا صبري بالاخر نحكيو كارسي ورتاب فما محلات راهو تلقى جروب تقول عامل كونترا يقول لك ما نعملوش كونترا نحكيو على زملائي راهو نحكي باسم زملائي ونحكي باسم العازفين تمشي ساعات تخدم في محل تقول له يجي اخويا عندي اربع خمسه من الناس ما يجي عملنا كونترا يقول لك ما نعملش كونترا هو يقول لك صفار الجروب هذه طول معايا ما طولش معايا ويخمم على برشا حاجات اما كي تجي نقابه تهبط قرار ولا يجي رئيس نقابه ولا وزاره تهبط قرار تقول الفنانين ولا العازفين هذوما تعمل لهم كونترا فهميك بس يولي يعمل كونترا يولي ام سي اف يقعد يجي يتفقد العازفين ولا يتفقد مولا يعني صاحب المحل هذا يقول وريني كونترا نتاع العازفين هذوما. باهي شاب ميدو انت تجي تغني في تونس
كيفاش تتم قانونية الأمور؟ يعني تعلم الدولة التونسية وتعلم أمور قانونية؟ فعلاس ولا؟ في كل شيء، في أي حفلة تحيا في تونس؟ كعلاس صادي بون كاين اللي يدير كونترا وكاين اللي ما يديرش. أي. فمي في بلايص خلاف بلي بواط ولا لازم كونترا. لازمك تعلم أنك. لازم تونس. لازم أنا نبعث لهم ديجا نبعث لهم الكارطة تاعي. نبعث لهم كارطة أرتيست والباسبور. وشنو هي رأيك في الكاشي 35 مليون اللي طلبته الفنانة؟ يبالك تسالوا ربي يسال كل واحد كيفاه والله لا تستاهل كل واحد شي الدري هذه درجات كل واحد كيفاه كاين اللي يدي كاين اللي يدي مليون كاين اللي 30 والله العظيم انك تستاهل والله الكاشير طلبته عليه 35 مليون تستاهل صحيت هي بس سخونة ما تسالوا اقسم بالله خلي ميدو خلي وخسرتني على فكره راه على فكره خسرتني راه به وهي تعرف فما برشا فنانين يعرفوني كيما بيتار كان يراها الفنانين والله لا فاصون زاد درجه فنانين اسامي تطلب كاشي كبير كيف هكا بيان سور اغلى كاشي في الجزائر قداش؟ ولا لي ستار الكبار ولا ستار كاين شوفي كاين الكبار المتوسطين مثلا شكون فنان كاشي كبير نتاعو معروف في الجزائر؟ كاين لي شونتور تاعنا القدم الكبار خلاص خالد خالد ما ميدو قداش يوصل كاشي عندك معلومات ولا ما عندكش؟ بزاف برشا فلوس اغلى من 35 مليون هكاك زي على 45 دقيقة راه فما فرق بين كسر قادر كسر هذا يهضر عليك تونسية 35 تونسية كسر اكثر شنو شب خالد 35 مليون المقابل انا تو ما فهمتش معناها تو واحد يقول تستاهل واحد ما تستاهلش انت تجيب من لبنان ولا تجيبه من مصر ولا جنوبيه ساعه تربع بنت بلاد تحسبها له بنت بلاد بنت شنو المشكل خليها بنت بلاد مش كيما يولي جاي من بلاصه بعيده مسافر كيما يولي في بلاده لبنانيين انا ساعه تجي خدمه برا تولي بالاورو ولا بالدولار ساعه هذاك موضوع حتى هو شاب ميدو يعرف كي يتنقل ولا انت باش تنقل للجزائر تقول ما شنحكيو ولا بالدينار التونسي ولا باش نحكيو بالفلوس الجزائري شنحكيو باليورو ولا بالدولار اما انت هنا بنت بلاد باش تخدم في اوتيل بريسك بحذاك قريب انت اقترحت عليها هذه الاوتيل طلب مني باش نتصل بالفنانه هذه باش انا نجيبها وش عمل انا الكونترا باسم الشركه نتاعي فوالا حبت تدلل عليك باهي يا اخي هو طاهر قلبه معبي على الفنانه هي حره طلبت 35 مليون كان يشغل وضعها على عفين زاد مشكلتي راهو انا القلب يدم علي على صفير لا في الاقل ليترفيو انت جيب العازفين والله ما تلقى كاشي نتاعو طايح ورغم اللي هو شفتي بالعازف كان مش العازف الفنان هذيك وغيره ما ينجموش يخدم تحيه للعازفين الكل اكيد العازفين هما يوصلوا في صوت والفنان بلا عازف ما ينجمش يكون فنان نرتحوا شويه الجو ونسمعوا صوت خالد خاطر ما يحبش يتكلم الفنان هذا بالذات ما يحبش الكلام يحب الغني شو باش تغني لنا؟ ان شاء الله تعدى اختاني اي توزيع طاهر بن سعيد وواثق سيكو تكهو ملا نسمعوها توتسويت ان شاء الله نسمعها توتسويت عدت عدك تاني بوكي تبع فينا عدت عدك تاني بوكي تبع فينا كان معاكي راني نهار اليوم علينا كان معاك راني نهار اليوم علينا أبويا حبي يا حبي يا حبي يا حبي زينك عذبني قلبي زينك عذبني قلبي أبويا حبي يا حبي يا حبي يا حبي زينك عذبني قلبي زينك عذبني قلبي أو نشكي بيك اللي عملته فيا نشكي بيك الراب على اللي عملته فيا سي يا انتي بي وعلى طهر صاريه اجا صار بحذانا عدوا
هيا مشاري المكتب، هيا مشاري المكتب، قالتلي معاك بشنور، قالتلي معاك بشنور، حبي مشاري المكتب، قالتلي معاك بشنور، قالتلي معاك بشنور، إن شاء الله لقيتك تهز تروح بيا، إن شاء الله لقيتك تهز تروح بيا. غزل على هالغنيه هذه وعلى الجو وعلى الامبيونس. احنا توا باش نعرفوا شنو صاير من اخبار ومواضيع، باش نستقبلوا توت سويت رانيا حمادي في اخر ما صدر. مرحبا بك رانيا. لو شنو حضرتنا دونك صابرين ديغنييرمون قاعد تسيلي برشا انتقادات على الروبريك نتاعي، جست حبيت نقول راني في اخر مصادر، انا قاعده نتبع في الحاجات اللي موجودين في العالم العربي والعالم الكل. دونك والاكثر دي ما نتبع المواضيع اللي عاملين ترند ديغنييرمون. هذاك علاش اليوم باش نبداو بالفنانه اليسا. دونك المره هذه عندها حفله في السعوديه صابرين، لا ضربوها بالطماطم ولا عمل خرجت غنيت بلاي باك لا حتى شيء. المرة هذه خرجت لنا بسروال مقطع في مكتوبه كما تشوفوا هكايا، فهمتني؟ دونك ما نعرفش هذايا موث 2024 باش تولي السراول كلها مقطعه والا ما نعرفش. الله ما انا باش نشوفوا احنا توا سيغتو النساء. مريم شنو رايك في لبسه اليسا؟ تصورها تقطيعه والا هي لا مود؟ والله ما عندي ما نقول، فنانه كبيره وملكه احساس، جات في سروالها ومقطعه كلها تلبس في سروال مقطعه. دونك ما عندي ما نقول. ما عندك ما تعال سون كومونتير. باهي برشا غزال تلبس سروال هكايا. هي ما دام طالعه على مود، هما طالعين سروال تو مقطعين من الشري كلها باش يجي في المكتوب، معناها فيها حاجه نسيتها حاجه نورمال. اما العباد سيبت المحتوى نتاع اليسا، سيبت فنها ودنيتها وحلو في تقطيعه صغيره. دونك عادي انا نجم تطلع على مود مثلا نمشي نلبسها عادي. نجم تلبس سروال هكا؟ نلبسها اللي سخر مني معناها. مريم تلبس سروال هكا؟ انا انا ما نلبسش هكا. تلبس اما هي حره تلبس هكا اكيد. باهي شاب ميدو، تحب تعجبك اليسا كفنانه؟ بيان سور. تبعها هي سميتك ملك الاحساس واليسا ملك الاحساس ما تبعها شوي انا تعجبني بيان. وش قولك في السروال؟ اسمع انا نعرف الزيريه قادر يكون مش مقطع، وقادر يكون جيب برك. قادر يكون مش مقطع. نجم تقول انت هو نجم تكون احنا ما نعرفوش اسكو موضه ذيا والا صارت. ما نعرفش يكون المود نتاع 2024. نحب نسال الفنانين انا اسكو هما يعملوا في البوز باغانيهم واصواتهم ولا يعملوا في البوز بالحكايه الفارغه. مش اليسا مستحقه بوز، امان اليسا مستحقه بوز سروال. بالك تقطع لها سخسين، تنجم تصير لكم مريم انه تقطع. نجم انا مره في مهرجان نفته تقطعت لي روبتي وطلعت خياطه من وسط الجمهور، طلعوا خيطولي وانا قاعد نغني.
تخيط لك في الروب والله. والعام من العام مش العام هذا، العام اللي قبله طلعت خيطت لي وانا نغني، معناها حاجه عاديه هذه تصير. طاهر بن سعيد وخالد شنو رايكم؟ دبرناها نحن، رينا شيره من الحمي لسه بالبلاصه هذيك. شو مخفين معناها؟ ما شاء الله تو تصريح معناها. هي اللي هنا القضايا الرسميه والصحيحه والمهمه والقضايا اللي صايره تو قضايا الامه وراو فيها. دخلونا في متاهات اخرى نقعدوا نعملوا في ديباع على حكايه ما عندهاش حتى معنى وتفيد حتى انسان حتى شيء. معناها سامحني خالد، انت فرحان اللي ريت شويه من الناس. لا تقدروا تحلوا الديباع هذايا ودبرناها سيدي، رينا شيره من الحمي لسه. هي هكا دبرتها. الله يهديك الصعب. شنو رايك في سروال اليسا؟ يتعمل في البوز اليسا؟ عملناه كيرينا الخيرات. مالا قطع شويه من سروالك طاهر هكاك معناها. عندي لطف، انا ساعه بالله العظيم. والله انا جاي على اعصابي تكمل عليه في راسك واقصد بالله. علاه سامحني جاي على اعصابي؟ من المونتي فرحان جاي على اعصابي؟ يا صبري يهديك رب. حسن شويه مساج، حسن شوف اخبار باهيه، شوف حاجه تصلح نجم نحكيو فيها. يا سيد انا موجوده هنا نحكي على المواضيع اللي عامله ترند جمعه كامله. الترند بتاعك تحفظ عليه، راني جيب حاجه تصلح نجم نعديوها، نجم نناقشوا فيها الناس الكل. اما نمرو بلاتو ومزرق راهو قاعدين نخدموا على ارواحنا. يعني انا باش نقش على سروال اليسا بلا سماع. الفيديو هذا بتاع اليسا التقطيعه الصغيره هذيك عامله ملايين فيه اكثر من الفيديو اللي تعبت فيه. ملايين ملايين في حاجه انا قلتها فما حاجه رديئه حاجه اكيده باش تعمل ملايين فيه. حاجه اكيد يعني ماكش تنجم تقنع لي بحتى شيء خاطر حاجه رديئه اللي رفاها اللي قدامي باش تعمل ملايين فيه تحكي هي رديئه لكن جايبه ترند وهي عندها الحق باش تجيب ترند كي من ما تجيبوش للتلفزه هذيك ربي انا ما نجمش نناقش فيه نحب ونحكي انا ما نجمش نناقش فيه انا سروالي ليس نناقش فيه انت قلت قطع انا ما نجمش نحكي فيه مش محافظ ما نجمش نناقش فيه مع انا مستوايا ما نحكيش انا على سروال اليسا هكا تحب يعني ما نحكيش عليه انا من جيب حاجه اخرى امر الجمعه جايك نجي انا بسروال مقرر نحكيو فيه سروال كده ارقم من انه يحكي على سروال اليسا واليسا بكلها تفضل الخبر اللي بعده نتعدي للخبر الثاني صابرين دونك في بالكم ديغنيغمون طليق شيرين وحسام حبيب الفنانه طلقوا ثالث رابع خامس مره الله اعلم خاطر خرجت وصرحت ديغنيغمون مع الاعلامي عمرو اديب على ام بي سي وقالت طلقنا بالتراضي وانا كويسه وهو كويس والله انا ما صدقهاش خاطر بكيت في كرتاج سمنت حجمت شعرها انا بصراحه ما نتصورهاش معناها انها هي المره ذي باش تطلق ديفينيتيفمون وانا والله ماذا بيا نقولها شيرين كان تزيدنا في الغنايات اللي نحبوهم نحن خير من ضحكه لحياتك الشخصيه والله به ميدو شب ميدو شنو رايك في الخبر هذا ما يهمكش زاد اورشون ما على بالكش اورشون انا تعرس تطلق امورها يتلقوا يتزوجوا وربي يسهل عليهم قالت نفس حكاية السروال حسب رأيي زاد يرجع للسروال ما تعرفش الرجال هذوما مواضيع هذيك خليك منا صبر خليك شنو تعرف ما لاش عار اليسا وصبات شيرين ومش عارف انا شنو هو معناها الحكاية هذيا خرجتنا جملة على الموضوع انا نجي مرة في العام نطل عليكم نحكي على سروال اليسا التران هو سروال اليسا ولا التران اخويا ان شاء الله نجيو لولانيين نجيو لولانيين بالتراند هذا يا اخي كان جبت الحصه اللي فاتت فما اخبار خير من هكايا فهمت اما الله غالب راني جبت لنا اخبار لوم عليك من قبيله رانيا ومقبله انا يعني ماشي معاك تفضل شنو رايك في عالم والله نقول لك انا ما نتابعهاش برشا شيرين اما ما كان صيحه مني لا مش سنه في نصيحه طارق بن سعيد هي اما قلت لها بالخدمه بتاعك واختاك من المواضيع يعني الخصوصيه بتاعك مش داخله في الجمهور بتاعك وكاو هو تعجبك شيرين؟ ما نتبعهاش برشا عندي غنيات وكيف توندونس نعرفوهم حاجات باين نغنيو فيهم نستعملوا فيهم يوميا اما ما نحبش ندخل هذا في هذا جمهور يولي يدبرم معاها ويولي يدير شنو علاش؟ مو الجمهور ولا طلعت في كرتاج اخر مره في بالي ولا وقتاش هي العمليه شو بالي جات غنيت في كرتاج انا ولا تبكي والجمهور ولا يبكي ولا تنوحها العباد دافع فلوس باش تدخل تبكي غزل بالنسبه لي ساعة اول حاجه مع كل احترامي لاي شخص اسمه حسام انا نكره اسم حسام تحيه اللي يتفرجوا فينا اسامهم حسام الكل ما قلتش نكره اسم حسام درش عندها مشكله مع حسام الله اعلم بالنسبه لي والله حسام حبيب ارتاح من شيرين على الاخر خاطر حسام قبل كان ينتج وكان عنده خدمه وكان ما شاء الله معناها كان عنده خدمه كبيره ملي تزوج بشيرين وولت هي تسمن وتقرع في شعرها وما نعرف شنو الراجل ما عادش الكوتا نتاعو طاحت ما عادش لا ينتج لا يخدم لحتى شيء ليه كان فيها هي شد لها ايدها ولا غايضني هو على الاخر والله من راهي يمشي بطر علاش ما هما ما كانوش كويسين من الاول معناها ما من الاول علاش هالمشاكل والدنيا والزوجمه والحكايات وسمنتها ونقصت
وطلاق ورجعوا وصار فيها زين. معناها انت مع حسام فرحانه اللي هما طلقوا؟ والله فرحانه اللي هما طلقوا، على الاقل خلي راجل يرجع ينتج، خلي راجل يرجع يخدم على روحه. به مريم والله عامين واحنا نسمعوا طلاق رجعت طلقت رجعت طلقت رجعت. ان شاء الله نستناو العام الجاي في كرتاج طلاق انشاء بين شيرين وحسام ان شاء الله. عندنا في كرتاج ديفينيتيفمون. لا تو مازال 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 العام الجاي في كرتاج ان شاء الله. شنو رايك مريم في انها كل ما معناها تطلق تعمل ديبرسيون، تحجم شعرها، تسمن، تضعف؟ تو ما عادش عاد تو سي عاد ما عادش. قلت لك طلاق انشا في كرتاج. باه انت ما تراش انه الانسان كانت كنت مريت بظروف صعيبه البيريود اللي فاتت؟ انا مريت بظروف صعيبه على امي، ديبريمي ديبريمت على امي. عليك. اثر عليا صحيح، وقعدت كات موا ما لا غنيت لا عملت حتى شيء على دونك امي. من حقها هي شيرين انها تتاثر كي تصير حاجه في مكان. ليه ليه علاش انا عندي 20 سنه ولا اكثر عرس نتعارك انا وراجلي ندبرم ما عادش نغني؟ نو تتاثر على امها. ما عنديش ما عنديش دخل انا راجل. دبرمت على امي. كيفاش غزل؟ كما قالت لك مريم دبرمت على امها حاجه تستحق، ما نمشي ندبرم على راجل فشقه. ليه؟ باهي برشا ذي ارائكم. الاخبار الثالثه توا يا فنانين شدوا رواحكم. راك تعرفني صابرين انا كي نجي بصراحه نشيخه كيك الكل تاكل بعضها بالله. باش نتعداو تصريح الشابه ابتسام وقت اللي غزرت قالت صوت المراه عوره. ديغنييغمون حضرت في راديو وصرحت قالت انه صوت المراه عورة. اوكي انتم فنانين معنيين نبداو بغزل. يا اخي سامحني يا اخي تغني هي بالاشارات ولا تحكي بالاشارات؟ ما حتى هي تخرج في صوتها، صوتها عورة حتى هي معناها. مو هيك هي تحب تفتي ولا حاجة، صعبين الكوتها نتاعها طايحة على الاخر، حابة تطلعها بالجملة هذه. ما الواحد كي يعطي باهي صوت المرأة عورة نمشي معاك، اما كي انت باش تنصح العباد ولا باش تفتي على العباد، مو انت طبق الحاجة هذيك. والله واحدة متدينة وشادة سبحة شادة دار باش تكتب ستاتيك في من هكا نقبلها. ما واحدة تغني وعاملة زوز رقصات تغني على وين الملايين و برشا بصراحة اللي مش في بلاصتها جملة اللي قالته جملة. باه شاب ميدو. أنا ما فتيش فيها هذه بصح هي تبان لي مام هي منافقة بعد مام هي. هي معناها أنت هي كيف هي تهضر تقول لك صوت المرأة وهي دير هي دايرة حوايج هي تحب تقول هي تغني وتفتي هي. معناها أنت ما تقولوش التصريح هذايا، ما تدخلش في الأمور هذايا معناها. أنا والو والو، أصلاً هذه ما نعرفهاش أنا أصلاً. هذه فنانة تونسية، فنانة شعبية تونسية معروفة مشهورة نحبوها، تحية لها. تحية لها ما نعرفهاش. أنت ما تعرفيش؟ أوكي نتفاهموا، أما الديكلاراسيون نتاعها ماشي كوني هي تولي ما تغنيش وما تهدرش. باهي خالد. فتوى تو هذه قالتها ولا شنو؟ تصريح مش فتوى هي، ماشي إيه تصريح هذا في شكل فتوى راه. مريم شنو رايك في تصريح الشابه ابتسام؟ والله اش باش نقول، الفنانه ابتسام نورمالمون فنانه شعبيه. اي اكيد. بس هي شعبيه. الفنانه ابتسام كي تقول صوت المراه عوره نتصور هي باش تعتزل الفن، هذاك علاش قالت. وتو راهي عندها حق اربع عمرات، سي بوغ سا قالت صوت المراه عوره. هي كي تقول صوت المراه عوره، الرسول صلى الله عليه وسلم وقت دخل الاسلام غنوا عليه طلع البدر علينا، ما قالش صوت المراه عوره، غنت الناس الكل طلع البدر علينا. هذه الاولى في المذاهب، المذهب الحنفي، مذهب الوهابي، المذهب معناها علاش هي تفتي تقول اللي هي المراه عوره صوتها وهي تغني؟ هي تغني يا رسول الله، كيفاش تقول المراه صوتها عوره؟ صوت عورة مريم. كيفاش صوت عورة؟ مادابي فنانة صوت عورة، مادابي هي فنانة، سمعتوا واش قال قبيلة خالد؟ قال لك مادابك أنت توظف صوتك أنت باش تغني به، هنا يولي عورة. مادابك تحرك به أنت في أحاسيس الناس أخرى، هنا عورة، هنا وصلنا لدرجة نتاع العورة. فوالا أنا باش أما تو كيما صابرين قاعدة تتكلم ولا أنت قاعد تتكلم ولا غزالة قاعدة تتكلم، هنا ما فماش عورة. ها باش نرد عليك أنا. مش مفتي، ما باش نرد عليك يا الطاهر، يا الطاهر بربي نحب نرد عليك. المرأة كي المرأة كي تتغزل بصوتها وتترنق بصوتها يولي عورة. يولي عورة. كي تغني أنا كي نغني مانيش قاعد نتغزل بصوتي. لا لا تتغزل. باش يولي عورة. لا لا تتغزل. لا حبس. أنا
تتغزز اما لا ليش تحكى معناها هي عوره لك حاجه اخرى لا في فنانه لهنا صرحت قالت راهو صوت المراه عوره لا عرفان صوت لا المراه في الاحاديث في انت قلت في القران في الاحاديث في الحديث في الحديث قال صوت المراه عوره اعطيني ترى كمل اعطيني ترى اعطيني الشيخ الشعراوي ما يسمع كيش ام الكلثوم يا اخي محبتها ولا جايبته انت انا نعرفه انا عاش اختي ما تعرف شيء خويا شو ما تعرف شيء نعرف ما تعرف شيء خويا ما تحكيليش ما تفتيليش يا ولدي يهديك ربي اقسم بالله ما تفتيليش خويا ما تفتيليش ما تفتيليش خويا عوره في الفن صوت المرأة ما تفتيليش خويا يا اسفل من اللي يحب يجي يركب اسم على روحه مرحبا به يجي يركب اسم على روحه ما طلعش انا غلط يا معلم لا مانيش غلط بالنسبه لي مانيش غلط خويا في ال... يا في الغناء صوت المراه عوره تحب ولا تكره لا في الغناء خذك انت كفنانه تو طلعت تغني دي سرسان صوتك عوره لا انت بك تغني صوتك لا عوره لا ماهوش عوره شنو حب يا ودي عوره قاعد نتغزل اشبه بيت تو احنا نحكيو في موضوع راح تغزل تغزل معاه ولا شوف معاه مش فارق شنو مش ما فماش لا فما فرق تترنى فما فرق فما فرق فما فرق يديك ربي ما دابا تحكي انت تياك تعزف انت يا تعزف معايا انا عوره ما دخلش هذا في هذا اختار خلينا نحكيو في الوجيه الفكره ما توصلش الفكره باش توصل هذيك تحكي في الغلط بالنسبه للفكره لا ما نحكيش في الغلط رد بالك الطاهر ما نحكيش في الغلط انت اللي تحكي في الغلط انت تقول في القران في الحديث موجود صوت المراه عوره عليه في حديث انا اكيد مش في القران موجود باش يكون في العلم الناس الكل يعطيك الصحه ولا تعرف الشيء هذا كله في احاديث موجود اللي صوت المراه عوره حاجه انا انت معايا ولا نفتيو هوني هذاك ربي صبري انت تو مانيش شو صوت لحظه برك لا كيف الموضوع هذا شو صوتك انت كام احلى مريك اول حاجه تحيه للفنانه شبه ابتسام هذا تصريح خاص بها رايها الخاص احنا هوني مانيش مؤهلين باش نفتيو ونعطيو فتوى فما رجال دين فما امور احنا جوست هذا كل واحد رايكم ويتحمل مسؤوليته هذا راي شباب ابتسام وكل واحد حر في رايه احنا باش نكملوا في الموضوع هذا باش نستقبلوا مجدي اللوزي خلينا نشوف واش عنده اسمعني اليوم جيتك سبيسيالمون علاش عندي انكيت تاع بوستاجي على صوت المراه عوره والشاب ابتسام تفضل اسمع باقي نفس الموضوع حاضره لا يلزمني نتدخل يعني تفضل دخل قال لك يا سيدي في نطاق صنع البوف طلعت الاخت الشابه ابتسام قالت صوت المراه عوره اي هو راهو صحيح يا صابرين هي تجي تخمم في التوبه بعد مليار الاول وهذا يقولوا راهو تجي تشوف نفس الفنانين هذوما في يوم من الايام يطلبوا باش اسمهم يتخلد في التاريخ كما عملت الاخت نرمين صفر وقالت امنيه حياتي يكتبوا لي شارع باسمي اي وهو راهو تجي تشوف وين المشكل ما دام عندنا شارع اسمه طاهر صفر دونك يولي شارع نرمين صفر وعندنا زاده شارع الحبيب بورقيبه ردوه شارع نجله التونسيه نحيوا بورقيبه ونخليوا الحصان خاطر يتفاهموا ببعضهم ثالث حاجه شارع مصطفى خزندار ردوا شارع مصطفى الدلاجي احنا ما خسرين شيء شارع الحكومه بالقصبه يولي حكومه القصبه وفي الاعياد الرسميه والمناسبات نعملوا ليله والمزبط خدام في بلاصه الاناشيد الوطنيه سيبوني والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته سنه البوستاج مرجع يقولوا كي يجي غطي هذا ورق تعطيه له هذا فاز باهي اوكي او علاش ليه احنا فنانين من حقهم راه شكون من حق انا نجله ونرمين كان يعملوا في انتاج نجموا نعملوا شوارع باساميهم وين مشكش مقلق ما هو الافانتي والحصان بصفه عامه ما ينجمش يكون في كونسيبت نتاع اسم شوارع. عليه نجم الفنانه تستحق شارع وين المشكل؟ معناها انت تتخيل مؤخرا عملوا شارع عادل امام في مصر. عادل امام هرم فما فرق ما بين هرم ودكانه. ما تنجمش. لا سبحان الله نتاع ما تنجمش. علاش عود جي؟ احنا رانا مانيش نقزموا في الفنانين نتاعنا بالعكس احنا يلزم الفنانين نتاعنا يدخلوا للتاريخ. احنا ما عندنا الفنانين جدد من 10 سنين وانت ماشي حد فيها ما دخل التاريخ مازال التاريخ مازال قاعد يتكتب ان شاء الله يا ربي هنا احنا حاضرين وكل شيء ميرسي على النصائح عايش ميرسي بوكو برغم ما تلقوني ان شاء الله الجمعه الجايه في اللونكيت مرحبا هاي سالي الو رانيا 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 حمادي ميرسي بوكو عندك الحق الروبريك نتاعك هي اللي تعمل ديما الشوشره ميرسي شكون تحب تشكر بالحطه والمكياج والوهره ذيك مش العرس مع طاهر نحب نشكر كالعاده ريم حمدي يعطيها الصحه على شعري وعلى المكياج واكيد باش نشكر مدام نعيمه سيلين فاشن اللي هي موجوده في باب السويقه ميرسي بوكو رانيا حمادي كانت هذه اخر ما صدر مع رانيا حمادي فوالا رجعنا لكم خالد جيتنا بجديد وحطيت فلسطين على الاكتاف وعملت غنية جديدة لفلسطين اي علاش الاختيار هذايا اسمها هي تكتبت في سيتياسيون معينة في ظروف معينة تكتبت من بعد نص الليل من بعد ما واحد تفرش في الاخبار الكل مأساة شكون كتبها كتبتها وحدي
انت كتبتها بيه؟ كتبتها ولحنتها في ليله. تقابلت مع اخويا طاهر من غدويكا في ساعتين سجلناها وبدمي كتبتها. معناها كلماتك والحان كلماتك وسجلتها مع طاهر. اي نفذ لي العزف طاهر بن سعيد التوزيع وثق سيكو. ما شاء الله. دونك انت كتبت الغنيه هذه خاطر الوضع اللي اللي حسيت وانا في الموقف في العاده نكتب معناها الحاجه اللي نحسها والموقف اللي راه. الحاجه اللي حسيتها لخصتها في الاغنيه هذه بدمعي كتبتها بدموعي. وعملت كليب. مش كليب هو مونتاج تاع احداث صايره في غزه لخصت الموضوع الكل. تحيه لاهالينا في فلسطين وربي يخفف عليهم. شو نتفرجوا في الكليب؟ سمعت آخر خبر غزة في خطر سمعت آخر خبر غزة في خطر عربي من نسل الرسول وهانو شعب يحكم ظلم ونيران يا أهل الكراسي يا أصحاب المعالي ألستم ببشر أطفال أبرياء أجساد مشلاء أطفال أبرياء أجساد مشلاء الأم تحتضر في مخيم في الخلاء هدموا المعابد نجسوا المساجد زيفوا الخبر يا أهل الكراسي يا أصحاب المعالي قلوبكم حجر طفل ينادي بلادي هل من مجيب أغيثوا لأرضي مصر الحبيب بلادي المن مجيب أغيث لأرضي مصر الحبيب قمة عربية اختصاصكم تنديب سنواصل المسيرة بالطوب والحجر يا أهل الكراسي يا أصحاب المعالي ألستم ببشر أفديك يا قدس بالمال والولد لبيك يا غزة بالدم والجسد فأنتم ما قصفتم إلا جهلا وعقد تظل أحداث غزة عار على البشر يا للكراسي يا أصحاب المناص يوما سننتصر عربي. برافو خالد على الكليب. مريم ما جاتكش هكا حبيت تنتج تعمل غنية على فلسطين بعد ما ريت الوضع؟ والله حبيت عملت أنا وأكرم فينومين اللي يخدم معايا الأورجانيست متاعي ومن بعد حبسنا عليها في ظروف مرضي أنا يكاو ما كملتيش ما كملتيش ممكن ما ترجع كملتش. تكملها ممكن بيه شاب ميدو باش نحكيو في موضوع ديما يطرحوه بصراحه معناها يعني هو الاغنيه والاوتوتيون يقولوا اللي الفنان انتم تستعملوا ياسر الاوتوتيون اكثر من انه صوتكم يعني ما فماش صوت فما كان اوتوتيون هذاك على كان نحيه لكم ما توضعوا فيها وما تعرفوش تغني هكا ولا مريم الزيراي والله باش نقاطع انا الموضوع هذا انا حكيته ديجا وقلت اللي اليوتوتون ما صنعهاش تزير يصنعها من الغرب واللي اليوتوتون يستعملوا فيها الناس الكل التونسي والليبي والتزيري والمغربي والكل والتزيري راهو فيه طبوح وكل طابع يتغنى يعني يتغنى احنا لازمنا لوتوتيون الراي لازم له لوتوتيون الراي جديد ويكمل لك هو راي جديد لازم له لوتوتيون
تقدريش تغني هذا الراي جديد هكاك بلا اوتوزين؟ ما تقدريش تغني باسكو الناس كلهم يغنوا بلوتوتون وكل الناس سمعوا من قبل. ما تقدريش وكل الطاهر بن سعيد يغني بلوتوتون عطيه طرب يغني نورمال. تغني غنى قديم ولا تاعنا غير قديم تغني بلا اوتوتين فهمتني؟ للتوضيع برك فقط باش نوضح لوتوتون فاش يعمل اصلا يعني. اي فوالا هكاك نحبك. لوتوتون هو يعمل كوركسيون نتاع الفوكال. معناها مش وحده ما عندها صوت تحط له توتشن تولي تغني بالقدا. كوركسيون فوكال، شو معناها كوركسيون فوكال؟ اوجيك ساعه. هو القرجومه فيها نبرات. النبرات هذه فيها دينوت طايحه ولا زايده ولا فهمت ولا انت تحط المقام باش تخدم عليه ويعاونك في الخدمه. معايا ولا؟ ومن بعد عندك انت الريجلاجات اللي تلقاها موجوده فيه، شو معناها ريجلاجات؟ فيه كومبريسور. في هو معناه يخليك في نفس المقام لا يطلع لا تطلع لا تطيح. لا مش لا تطلع تطيح. في عاون عاون في الخدمه. شو معناها؟ يعني تويك مثلا اكزومبل من العرش مريم كل نهار تخدم ولا خونا ذا ولا انا كل نهار نخدم. تسمع نحكي معك برك شوف انت البحر. يعني هو فما حاجات نجم يزيد يعمل لك ترابل في الصوت نجم يطيح لك نجم ديزيفي باه تستعمل فوس نوت حاجه كان انت ماكش تعمق فيه انا راني خلينا نحكي معاك ثانية في الجديد يهديك ربي كان انت عندك 7 سنين تخدم بلوتوتون في الاغنية خلينا نحكي معاك اسمعني اسمعني يعني. اللي يخدموا بلوتوتون ما يستعروش انا نخدم به بلوتوتون ما عنديش علاش اعتبر ترى شعار خلينا نحكي معاك خلينا نحكي معاك الاستوديو شنو هو الناس كل ريبريت اقوى ريبريت يخدموا بلوتوتون انا حاجه حاجه عاديه حاجه طالعه حاجه موجوده اما شنو باش لازم الناس تفهم شنو معناها كي يقول لنا نحكي بالفرنسي وبالتون برشلونه شنو هي القطعه هذه اللي قاعده تخدم؟ طاهر مختصر الحديث هو يصلح الصوت ويعاون مين سمعنا حاجه باش يفسر حاجه الصوت مش يصلح يعمل ديزيفي مش ديزيفي عطانا شيء العمليه اعتبارها واحد اخوي يحب يترن ميسكلاسيون تنجم ترن ميسكلاسيون اما لازمك شويه بروتيين باش نجم فيسع يجاوبك يا طاهر اعتبار حاجه هكا يا طاهر خويا ما يسالش ان كوركسيون فوكال هذاك رب هو راهو يعمل كوركسيون نعطيك انا خويا هو يسير. الكوركسيون ينحي لي فوكال سمعتك في قناه اخرى حكيت عليه وحكيت عليه بالغلط لا كل واحد حكيت عليه بالغلط كوركسيون فوكال الارتيست وقاعد يعاود وراه يا ودي كوركسيون فوكال شاب ميدو انقذني وخلني مش انقذني رانا عشان نضرب امور الفن مش انقاذ هو نتاع هو ينحي لي فوكال ما غلطش انا فوس نوت صحيت لي فوس نوت يا طاهر يا ليلى اليوم مش عارف علاش توصلوا بمعلومه غلطه للناس طاهر توا الناس من وراء اعزائي المشاهدين ادخلوا توا على جوجل خير من مريم وطار هو مش فنان وتعرف انت ميدو هو غني غني ميدو درتي دار ودراري صغار عيشة لا فيك اللي والو ما صار عيشك في الجنار مسيني في النار على زهرية ريسكيتي لعبتي بقلبي القمار انتي تهنيتي انا راني مضرار كيف الكل برافو ميدو معناها انا راني بهاش شويه نورمال عادي بصح ماشي غني بالاوتوتين انا نغني بالاوتوتين سما نورمال عادي وغني بلا اوتوتين تغني الاغنيه الجزائريه برك ولا تغني برشا انواع نتاع موسيقى كل شيء كل شيء غني كمروكي تونسي تونسي اخترا غنيت في المروك قالوا لي انت مروكي وتفيدوا الناس يقولوك انت تونسي غنيت غني تونسي شنو هي غنية تونسية؟ كنت في العلاسة خربت ما عندكش غنية شنو أكثر غنية تونسية تحبها؟ لا لا ما على بالي غنيت عاودت واحدة هذوك النهار إي عامل الليل والسهر آه دراسة معاك الليل والسهر أنا نتك حتى القمر ونحبك نحبك نحبك غنيت روف ماهر الفنان روف ماهر تحيه لي تحيه لي تحيه لي برافو برافو مرحبا بك ميدو بحدي احنا مازلنا باش نسمعوا نختموا معاك الحلقه باش تسمعنا اغنيتك شنو الاغنيه باش نسمعوها؟ عندي شونسون جديده درتها جديده ايه كتبتها انا ايه دونك نسمعكم فيها وعطوني عليك فما انتاجات جديده باش تعملها بيان سور بيان سور هذا الشونتور لازمك الانتاج كون ما كانش انتاج تسمى ما فيهاش وانت بمعدل قداش تنتج اغاني؟ تنتج بزاف انا بزاف تنتج بزاف تنتج بزاف سيرتو اللايف نعاود يا نعاود يا ننتج يا ليكوفر باش تعدي راس السنه في تونس ولا في وي في تونس في تونس ان شاء الله باهي 35 مليون خمسة كاشي 35 مليون 40 صح لا لا والو لا والو شو شو بدلوا في البارتي هذه حاطتها بارتي تاع فنانين طاهر ومريم لازمني نشوف واحد في البارتي 2 3 غزل شنو تحب تقول في ختام الحلقه ولا وين وانا غزل عندي معلومه نحب والله اقسم بالله بالله على ذكر غزل بجاه عربي صباح ان شاء الله خير حتى غزل والله هو طلبته في ريفيون اقسم بالله ناس طيبه من غير لا 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 نعطي فيك في كلمه باهيه نورمال بكره والله العظيم لكن جبدت لي على الكاشي ولا جبدت لي على القداسه قالت لي طاهر
عم بحرك اللي شتمد لي مبروك بشوف كمة الفنان. يا وانت ما تقولش هكا للكل. لا 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 طلع ليش؟ لا 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 وتربية والاخلاق قبل كل شيء. حبيت نوصل المعلومة قبل كل شيء. هكا وتربية. غزل تفضل شنو تحب كلمة الختام؟ كل عادة نحب نشكر نحب نشكر ليلاس كريس صديقتي الجزائرية اللي عملت لي المايك اب والباشتا والروبا. تحية ليها وأمها وأبوها نقولهم نحبكم برشا. تحية لما وخويا. تحية ليسرى صاحبتي. تحية لكم أنتوما. تحية البرنامج. أخرنا باهي تعديلك 2023؟ كل مرة كيفاش هكاك برا. صح أنا في بالي باهي خاطر عندي أخبار اللي أنت فما علاقة جديدة مع فنان معروف. سامحني صبري هذه حاجة ما نجمش نحكي. اوكي ميرسي بوكو على الإجابة. ميرسي بوكو على السؤال. صبري ما يفوت على اليسر وربي تفتحوا صبري. دونك المورانا تجيبوا في الأخبار. ميرسي بوكو. مريم الدزيرية في ختام شو تحب تقول؟ تحية لصغاري. تحية اللي يتفرجوا فيا. نحب نقول لهم استناوني راس السنة إن شاء الله يا رب. وعندنا برشا خدمة جديدة. استناوني أنا والشاب ميدو. إن شاء الله. وأنا نحب نسميها ملك الإحساس. لأنه عنده برشا أغنيات مزيانين برشا. ان شاء الله باش يخرجوا للسوق ان شاء الله. شكون تحب تشكر؟ ان شاء الله نشكرك انت. شكون مكياجك ولبسك؟ والله مكياجت الروحي. كاك ما تنسيش اللي انا بخوف دو كواف ماخذ كاس تونس 2010. ما شاء الله. المكياج الروحي واللبس روحي. صح عليك. الو طاهر بن سعيد. حب نشكرك صابرين على الحصة. تشكرني على التشويش اللي عملته اليوم؟ لا لا والله لا تما نوصلوا معلومه باهيه للناس وكاو رغم اللي انا اكد لك راهم ما فهموش على ما نحكيو برشا في البلاتو وكذا ما لا علي. نشكر اختي مريم ونشكر اختي غزل بتبيع اخويا خالد والضيف اللي بحذانا راهو على الراس والعين. وتحيه للناس الجزائر نقدموا لهم تحيه. وخويا نادر زاده بتبيع انا قدمت في بلاستيك. تحيه لهم. نختصر في الوقت. عندك كنت تشكر. وتحيه لخويا وعشير المانجر عمر. حاب نقدم لهم تحيه على الخدمه الحلوه اللي خدم فيها وعلى الوقفه والمزيانه والفرقه الكل ليكي. تحية لي خالد. شكون تقدم تحية؟ خالد انا نحب توضيح بركة معناها الغناء تعديت على فلسطين وقبلها جو ربوخ وواحد يقولوا شو الانفصال. لا اكيد واحد منا ومنا خدم تعلمنا منهم هما زاد راه في وسطك الانقاض في وسط الواحد فما ناس عار تعرس عداوا عروسه وعروس واحد وبناته واولاده شهداء يفرط في الشوكولاته. تعلمنا منهم كونه ما تقفش الدنيا تستمر والحمد لله وان شاء الله ربي ينصرهم. ان شاء الله ربي ينصر الجميع. ان شاء الله. شب ميدو. انا نشكرك انت ونشكر مريم على يا اللي استضفتني لهنا. اي صحيح الاستضافه هذيك بطلب من مريم. وتحيه كبيره للوالده تاعي ثاني تفرجني. عندي صحابي لهنا معايا جاو معايا باسكو غدوا خدامين لهنا. تحيه لهم الكل. وتحيه لكم انتم وتحيه للناس تونس بكل. مرحبا باش نختموا بها الاغنيه شنو اسمها؟ نبغوا الراجل والكلمه. وي اكيد ما نبغوا كان الراجل. حلقتنا لليوم وفيت. انا نحب نشكركم. نحب نقدم تحيه سبيسيال لسليم بنزينه هو يعرف علاش. كيف كيف نشكر داون تاون على الكونفور بلاتوري. حمدي على المكياج. ادم كواف لا مارسا. ميرسي بوكو دي جي نادر. ان شاء الله تكونوا عديتوا اخر حلقه في 2023 معانا. نتقابلوا ان شاء الله الحلقه الجايه ان شاء الله في 2024. باش نختم معاكم مع غنيه مع الشيب ميدو.